مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نجدد الموعد معكم مره اخرى في تغطيه خاصه لهذا النهائي، نهائي كاس تونس لموسم 2015-2016 بين النادي الافريقي والترجي، ديربي العاصمه اليوم في نهائي كاس تونس، نهائي اخر نهائي كان بيناتهم في موسم 2006. نحب نرحب برشا بزوز اسماء كبيره في الترجي وفي النادي الافريقي. على يميني نحب نبدا بنجم النادي الافريقي فوزي رويسي، مرحبا بك فوزي. وبيك عايشه، وشكرا على قبول الدعوه معنا اليوم باش تكون موجود لهنا في الملعب الاولمبي برادس من غير حتى مزايا. الضيف الثاني نجم ايضا في الترجي الرياضي التونسي، نحب نرحب برشا بشكري الوعر، مرحبا بك. شكرا، عايشك بارك الله فيك. قداش عندك على التلفزه؟ برشا. مرحبا بك ومرحبا بكم فوزي وشكري في التلفزه الوطنيه، رغم انه نعرف شويه سخانه واحد، لكن اليوم نحاول برشا سخانه، برشا سخانه، نحاول اليوم ان شاء الله مع بعضنا نواكبوا المباراه هذه، مباراه نهائي منتظر ديما بين نادي الافريقي والترجي، الدربيات ديما منتظره في البطوله او في الكاس. خلينا نبدا معك فوزي، نحكيوا شويه على تاريخ الدربيات في الكاس. والله سواء في الكاس سواء في البطوله ديما مقابلات نادي الفريق والترجي الرياضي التونسي ما تنجمش تتكهن بالنتيجه مسبقا. زوج فرق معروفين بالكاس، الترجي اول فريق متحصل، اكثر فريق متحصل على الكاس، على الكؤوس سيئ، ونادي الافريقي وراه بالضبط. ان شاء الله اليوم الترجي عنده 13 ونادي الافريقي عنده 11، ولو انكم انتم كنتوا سابقين قبل، لا قبل هاتوا برشا، ما عدنا برشا ما هزيناش، هاتوا برشا آخر رجعنا. اخر كاس لعبت انت وشكر مع بعض؟ فينال انا زيرو حسن قابسي، لا 2-0 هذول طارق و لا طارق وبنيان. فينال 2009، لا مش 2009، 2000 انا نذكر دومي فينال 98، ونذكر فينال 99 انا زيرو حسن قبسي، هاك انا مانيش معاه، الحكم كان كولينا، انا مانيش نلعب بيلويجي كولينا، هذاك هو مانيش، وقت ماكش موجود انت، انا شكري وقتها موجود. شكري نفس السؤال، معناها الديربي يقعد ديما ديربي في البطوله او في الكاس كيف، وخاصه انه اليوم الديربي نهائي، معناها اللي باش يفوز اليوم باش يهز لقب. شوف الاحمر واصفر والاحمر وابيض، معناتها مهما كانت اللعبه كره قدم ولا كره يد ولا اي حاجه، لازم باش تلقى لقاء اجوار كبير، لقاء تراديسيون كبيره، لقاء نتاع تاريخ كبير، ما ينجمش يتعدى زوز الوان هذوما، حتى كان تحط لعبه في الحومه احمر واصفر واحمر وابيض باش تتعدى لك سخونه. ولذا معناتها ديربي وفينال، انا فرحان اليوم باش نقابلوا النادي الافريقي فينال، لانه يعني فينال مع الافريقي ماهوش فينال مع اي فريق اخر. صحيح. معناتها اليوم عرس كروي، ان شاء الله الناس الكل تكون معناتها تعطي اكزامبل جديد. شكري وانت القريب من المجموعه هذه، انا نعرف لانك قريب برشا معناها من المجموعه هذه، وربما تعرف معناها خاصيه المجموعه، خاصيه الملاعبيه، شنو ما زعما اليوم في الترجي الرياضي التونسي الملاعبيه اللي نجموا يعملوا الفارق، شنو هي الخاصيه اليوم تاع الترجي باش يعمل الفارق قدام النادي الافريقي؟ شوف معناتها ليفيكتيف تاع الاسبيرونس السنه معناتها احسن برشا من عام ناوي، نعرفوا الانتدابات اللي صارت في الميركاتو هذا، نعرفوا برشا اماكن كانت ناقصه تصلحت في السيزون هذه، لكن في دربي نجم يكون معناتها عندك ماهوش فورسيمون ان غران نون، ينجم يضيع ماتشوه، ينجم ان جوار صغير ماهوش ماكش قاري له الف حساب يخرج لك طرحه، معناتها في دربي شكون تراه اليوم نقولوا معناها لاعب شاب ينجم يخرج طرحه؟ انا جو كروا بوكو، معناتها شعلان ينجم يعدي ماتشوه كبير، الخنيسي اول فينال نتاعو معناتها مع الاسبيرونس، البدري ان شاء الله اليوم معناتها يكون جاهز، معناتها وليد عنده بوكو واحد التالون، جو بونس كو في فينال، شوف ما تنجمش تتوقع شكون مش عادي ماتش كبير شكون صغير، لكن ليسونسييل اليوم ولات عندنا جوارات اللي نجموا يعملوا لا ديفيرونس، هذا اللي كان ناقص عام ناول ممكن شويه، فرجاني ساسي بالاكسبيرونس نتاعو بالجوارات الصغار اللي خذاو اكسبيرونس من عام ناول، عملوا سيزون محترمه جدا،
دوزيام بلاس، كانوا يلعبوا الاخر سيزون على البلاس الاولانيه، اليوم يلعبوا في فينال، معناتها ديجا معناتها ريوسيت تسمى بالنسبه للجروب هذا في الوقت القصير اللي صار فيه. فوزي، النادي الافريقي اليوم ربما الوضعيه تختلف، اليوم نحكيو على كاس نتاع موسم 2015 2016، الموسم الفارط. لا انا باش نربط شويه مع كلام شكري خالد، الترجي الرياضي التونسي قام بالعديد من الانتدابات وانتدابات في بلايصهم، صحيح اللي يقول فيه، لكن كيفيه معناها اندماج اللاعبين هذوما في المجموعه الحاليه في الترجي الرياضي التونسي، عندنا كان زوج مقابلات ما نجموش نحكموا توا على الوجه الحقيقي بتاع الترجي الرياضي التونسي. من جهه اخرى النادي الافريقي انا جي كونفيونس في الجروب اللي موجوده توا، مالغري اللي ما عملناش دي ريكروتمون معناها الكبار، لكن ثم انتداب تاع قيس يعقوبي ابن الفريق اللي درب اليوم. انا طول الستاف نتاع الكلوب افريكان توا قاعدين يخدموا مليح، قيس لطفي سعيد السايب انيس شعليني كلهم قاعدين يخدموا مليح، الجروب قاعدين يخدموا في جو باهي في جو نظيف، قاعدين يخدموا مليح وحضروا للماتش فينال كما يلزم، ونتصور مانيش باش نقول الكلوب باش تربح ولا الاسبيرونس باش تربح، مي اللي متاكد منه اللي جوالات النادي الافريقي اليوم باش يكونوا جاهزين وباش يقدموا معناها من افضل المقابلات اللي باش يقدموها في الموسم هذا. باهي، خلينا نمشي مباشره لاسكندر الحاجيه موجود على حافه الميدان، تسمع فيه اسكندر؟ وهو كذلك نسمع فيكم منذ البدايه، تحيه ليك ولضيفك في الاستوديو بطبيعه الحال. والحقيقه معناها الجمهور الرياضي العريض اليوم اللي يتفرج فينا بالتاكيد راهو معناها فرحان برشا كي يشوف فوزي يشوف شكري عندهم برشا على التلفزه، وايضا معناها من رموز النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. فوزي الرويسي وبطبيعه الحال شكري الواعر من خيرة اللي موجودين. قبل ما نعطي التشكيله خليني نحكي في موضوع مهم جدا عبد الخالق، اللي هو اول ديربي بحضور زوج جماهير الافريقي ما بعد الثوره. على هذا باش يجاوبنا السيد العقيد سي فهم الرويسي على ممكن الامور التنظيميه والبادره الطيبه هذه اللي نتمناوها تنجح في مباراه اليوم. وندور شكرا بك، عايشك وبيك بارك الله فيك. اليوم عرس كروي طبعا وعرس امني كذلك، الاحتياطات في مجملها يعني اطارات وعوان بالالاف، ركزنا على مستوى اختصاص مقاومه ومجابهه الارهاب، على مستوى اختصاص حفظ النظام، على مستوى المرور، عملنا ديسبوزيتيف قياسي ما عملناهاش من الثوره. ان شاء الله هذه علامه تدل على كون الامن استرد عافيته ان شاء الله 99%. نتمناوه الكل، لكن نجم نقولوا بادره مؤشر طيب، وانه ان شاء الله البطوله القادمه مش نشوفوها بجمهور ان شاء الله. ان شاء الله وهو كذلك هو نجاح المقابله هذه بحولها باش يكون نقطه البدايه، وان شاء الله نكونوا في مستوى انتظاراتكم ان شاء الله على المستوى. مشكور جدا سيد العقيد، يعطيك الصحه. خلينا نبدا مع تشكيله الفريقين، هذه نقطه هامه سمعتوها عبد الخالق فيما يتعلق الامور التنظيميه وامور انه زوج جماهير، خلي بطوله كامله تتعدى بالجمهور تتعدى لباس ان شاء الله. تشكيله الفريقين بالنسبه للفريق الضيف اللي هو الترجي الرياضي التونسي اليوم على تشكيله التاليه، كحارس مرمى اول رقم واحد معز بن شريفيه، 24 ايهاب المباركي، 12 خليل شمام كقائد فريق للترجي بطبيعه الحال، 5 شمس الدين الضواتي، 27 هشام بالقروي، رقم 13 فرجاني ساسي، 25 غيلان الشعليلي، 18 سعد بقير، رقم 19 ادم رجابي، رقم 8 انيس البدري، و29 طه ياسين الخنيسي. تشكيلة الاساسيه للنادي الافريقي، فاروق بن مصفى كحارس اول للافريقي، رقم 1، رقم 2 بلال العيفه، 27 فخر الدين الجزيري، 3 وسام الحدادي، 4 حمزه العقربي، 13 وسام بن يحيى، 5 احمد خليل، 19 بسام الصارفي، رقم 30 صابر خليفه كقائد فريق النادي الافريقي، 35 ابراهيم الشنيحي، و9 جاك بيسون. هذه التشكيله الكامله الاساسيه للفريقين. طاقم التحكيم مباراه اليوم في ثاني لقاء في ثاني ديربي للحكم الشاب، المعلومه استقيتها قبل شويه، عاطف يعقوبي قال لي انه بطبيعه الحال هيثم جيرات اصغر حكم دولي، عمره 26 سنه بطبيعه الحال اصغر حكم تونسي دولي. خلينا من جانب التحكيم حاليا، خلينا مع لطفي الرويسي ندخل الجانب التكتيكي. لطفي، قبل ما نحكيو على الجانب التكتيكي، لطفي الرويسي عنده تجربه كبيره كلاعب في الديربيات وايضا كمدرب في الديربيات، اليوم نهائي كاس تونس وديربي واول ديربي بحضور جماهير زوج فرق بعد الثوره. والله اهم حاجه يلزمنا تو نحطوها للجمهور هذايا، معناتها قبل كل شيء مبروك للي باش يربح، اهم حاجه هو عرس كبير ان شاء الله زوز فرق معناتها يكونوا في المستوى، على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي
باش نعملوا مقابله كبيره باش نكملوا الموسم معناتها في احسن الظروف. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه لي نحن معناتها فريقنا عندنا شهر ونص ونخدموا صحيح معناتها قاعدين نعملوا في نبنيوا في فريق جديد، فريق مبني على النظافه، نظافه الفيستير، نظافه الميدان. اهم حاجه بالنسبه لي نحن هو تكوين معناتها فريق للنفس به. جات المقابله نتاع الكاس هذه بوتيتر ماهيش في وقتها، لكن باش نعملوا كل مجهودنا معناتها باش نحاولوا باش نفوزوا بالكاس هذه. اهم حاجه كما قلت لك معناتها كونوا قاعدين نخدموا في خدمه نظيفه، قاعدين نطلعوا في سياسه جديده للنادي معناتها سياسه التشبيب، ان شاء الله ربي يوفقنا. اهم معناتها حاجه الكاس صحيح، لكن الروح الرياضيه في المقابله هذه. تعرف شكون في البلاتو مع عبد الخالق السعدي؟ ما تقوليش فوزي خويا يعني. فوزي موجود وشكر له يعني. دربي في البلاتو، دربي في البلاتو، دربي اللوطه كما قلت لك، احنا لازمنا نعطيه المثال الايجابي. احنا لازمنا نعطيه المثال الايجابي كما قلت لك. مبروك للي باش يربح من الاول، مي لو بلوز امبورطون كونو نعطيه مثال في الروح الرياضيه ومثال في الاخلاق. مثال الروح الرياضيه هو بعضك معين وخيال هنا في دربي مدربين معين. خذ تجربه كبيره في دربيات كلاعب، واول تجربه في نهائي كاس تونس، وزيد اضافه لذلك دربي. صحيح صحيح، معناها واحد لعب دربيات، لعبنا معناها دي فينال نتاع كوب اليوم. نقولوا اول حاجه الحمد لله كي نشوفوا دربي نتاع جماهير زوز فرق اليوم عرس كروي، ان شاء الله ينجح بيتم معنا الكلمه من مهما كانت نتيجه المباراه، ماذا بينا معناها الامور كل تمشي باهيه. فوالا ان شاء الله كما قلت ينجح العرس الكروي. التجربه بين اللاعب يعني اللاعب ومدرب جديد ممكن يعني دوبل رول في مباراه اليوم، قريب برشا مع اللاعبين نتاع الترجي. اكيد بالطبيعه تعرف اللي انا ما اول حاجه ما عنديش برشا من اللي بطلت كوره، عندي عامين بطلت كوره. ليتا ديسبري والمونتال مازال نتاع ان جوار قريب سي فري، عملت عام ونص معناها بون عامين في حملنف وعام ونص سيزون ونص كونترونور، فما اكسبيريونس، فما فرق كبير بين جوار وبين اونترونور. سنه رينا بار خاطر لو جوار صحيح لو ستريس قاعد يديجاجي فيه تو في اللي شوف ما وقت اللي زفر الاربيتر ساي ستريس مشي. الضغط يبقى على المدرب، الضغط يبقى بالطبيعه على المدرب، على الاطار الفني الكل، خاطر فما حاجات تحضرهم في وسط الجمعه ومن بعد الابليكاسيون على لي جوار باش نطبقوهم ان شاء الله باذن الله. حاضرين قدره ربي اليوم حاضرين الاولاد يسو موتيفي، حاجتنا بالطرح هذا ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نروحوا بالكوب فرحوا جمهور. ربي يوفق الجميع. يعطيك الصحه معين شعبين، هذه كانت مصافحه اولى مع تشكيل الفريقين. افسح لك المجال عبد الخالق مع شكري فوزي، تفضل عندك كلمه. شكرا لك اسكندر. اذا نرجع زيد الفوزي ربما ما سمعش شنو قال لطفي، معناها ركز برشا انه الخدمه اللي قاعده تختم تو في النادي الافريقي على مستوى حجره الملابس، وايضا قال قاعدين نعملوا في التشبيب للمجموعه هذه. صحيح تشوف اللاعبين الموجودين فيهم برشا لاعبين صغار، لكن الحاجه الباهيه اللي فما في المجموعه لاعبين اللي قادرين باش ياثروا الملاعبيه هذوما كيما وسام كيما صابر كيما بلال. معناها مجموعه متكامله. صحيح انا اللي باش نقوله هو صحيح قاعدين نشبوا، لكن في النادي الافريقي حاليا لازمنا دو تروا بون ريكروتمون باش نعملوا سيزون كبيره برشا. معناها المجموعه المتوفره توا للإطار الفني صحيح مجموعة باهية، لكن يلزمها زوج ثلاثة ملاعبين آخرين باهيين باش نجموا نعديوا موسم في مستوى النادي الإفريقي. شكري. بالنسبة لتشكيلة الترجي فما حتى تغييرات بالمقارنة مع تشكيلة النادي الإفريقي؟ معناها عمار السويح لهنا يظهر لي المجموعة اللي تربح عنده قاعد يحافظ عليها مع عداء البدري بالخميري. هذا فماش معناه تغيير كبير. فماش تغيير كبير، هذا معناتها المنطق والمعقول نتاع قانون اللعبه ولا في اي مجال. صحيح. اون شونج با اون ايكيب كي غاني ابار هكا. ساعات يجيك اليوم لو كادو بدري اليوم نعرفه مازال كي كان جاهز. الخميري عنده بوكود برشا حاجات باهيه، كان عملوه في سيدي بوزيد، عمل موسم استثنائي. السنة الخميري ماهوش بعيد على الـ على الـ على الاماكن الاولى في الترجي، والدليل كونه خذا معناتها دو ماتش معناتها لعبهم. جو بونس كو معناتها عنده افونير كبير ياسر في الاسبيرونس تا ياخذ وقته ويشد بلاصتو. البدري اليوم لوكازيون اونور عنده بالنسبه للمجموعه نتاعنا. ليفيكتيف ما تبدلش طبيعي جدا، لكن اليوم ليفيكتيف تاع الاسبيرونس عكس الكلوب افريكان. معناتها الاسبيرونس لا انجيكتي بوكو دارجون سنة باش
رئيس النادي باش سلح الثغرات. تو تقول لي اليوم ما تنجمش ما تنجمش تكون اليوم جاهزه 100%، لكن ماذا ما عنده حتى علاقه بالدور النهائي. لا 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 لا, 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 لا مش نحكي على الدور النهائي، نحكي على الافكتيف، على الافكتيف الاسبيرانس، معناتها الماتير بريمير اليوم ولات موجوده في الاسبيرانس، وافكتيف بريسك لي كومبارتيمون كل تصلحوا. فما مارج دو بروغريسيون، اذا ما جاش اليوم راهو الريزلتا الباهي راهي باش تجي من بعد، معناتها يلزم شويه وقت على اوتوماتيزم. نعرف الناس الكل تعرف الاوتوماتيزم معناتها وسام معناتها دان جروب، لكن اللي بيه الفائده تعمل في الاسبيرانس. واليوم ما بقى كان على ستاف تكنيك وجوارات اليوم الا ما يكونوا جاهزين في كل مناسبه، وان شاء الله ان توكا الاسبيرانس جو بونس كو جاهز في المقابله هذيا اكثر من نادي الافريقي. فيو نادي الافريقي كيفاش وفاه عامناه السيزون تاعو وعده عوامل تنجيك فوز، لكن كيما قلت لك مش اللي احسن هو اللي عنده شانس باش يربح، معناتها كاتيجوري ديربي عنده حكايه اخرى. ياما ماتشوات احنا احسن من الكلوب افريكان وربحتنا، وياما ماتشوات الكلوب افريكان احسن منا نحن وربحناه، معناتها برشا مرات صاروا. ولذا معناتها اليوم نتمناو كيما قل كيما كانوا يحكيوا معناتها لخيان، اليوم ايماج باهيه دو بوبليك، هذا هو عندنا برشا معناتها ما شفناش معناتها زوج جماهير وخاصه جماهير الدربي معناتها، والبوبليك عنده مسؤوليه كبيره باش نتواصلوا اسكو دو بوبليك ولا لا. لا شكرا ان شاء الله. باش نعقل على الكلام هذايا ريسبونسابيلتي كبيره للكومبورتمون تاع لي جوور اللي ريسبونسابل على التيران، راهو يعطي هو اللي اثر، هو اللي يعطي المساج البي ولا المساج الخايب. المساج البي تبداو واضحين، اذا كان لقاو اليوم جوارات يجريو في جره الاربيتر باش يكون المساج خايب، اذا كان لقاو اليوم جوارات باش يعاونوا الاربيتر راه باش تعدل الامور لاباس. ان شاء الله تعدل الامور لاباس. في بالكم الرمز جديد ما هو غادي قاعد تشوف فيها اي رمز جديد هذا يوزن 15 كيلو باهي باهي. اتون جوها معنا فاس فاس قبل كان يحضروها لنا جماعه، فاس فاس ما بين قيس اليعقوبي وعمر السويح. نحب نقول انه عمر السويح في رصيدو كيس عام 2001 هزها مع النادي الرياضي لحمام الانف. بالنسبه لقيس اليعقوبي في موسم 96 كان لعب نهائي وخسر، هذا هو يكون اول كيس نتاعو هذا ان شاء الله. علاش تضحك؟ لا مش نضحك، انا نعطيك في ارقام، انا نعطيك في الارقام. عمار ان شاء الله تكون اول كاس نتاعو مع الترجي. اوكي استنى فيك كما قال لطفي قبيله، قال عندكم دربي الفوق ما بين فوزي لا كل ما يورغاني وشكري. ان شاء الله ان شاء الله. انا نحب نحييكم مره اخرى وتحيه كبيره اخرى، رغم انه السخانه لهنا الموجوده فهمتي، لكن شكري وفوزي الحقيقه معناها يعطيكم الصحه حتى في التراها كي راه لا لا يعطيكم الصحه معناها اللي قبلتوا الدعوه نتاعنا مره اخرى في التلفزه الوطنيه، وكما نعاود مره اخرى ومتاكد انه تونس الكل اليوم كي راهوكم راهو يفرحوا ياسر، خاصه فما جيل عنده ذكريات كبيره مع شكري مع فوزي في نادي الافريقي ولا في الترجي الرياضي. الحمد لله الحمد لله. يسالش اليوم يتعدى العرق شكري. لا مش مشكل، نعرف عندكم روح رياضيه كبيره. جبنا كاسه باهي باهي. حاضر فسفاس كان حاضر، كان حاضر فسفاس نمشيو. المنافس كان ترجي، كان نجم يكون منافس اخر، منافس عنده قيمه كبيره ونعرفوه. لذا كما قلت لك ما عندناش الاختيار، لكن ان شاء الله جاهزين باش ندافعوا على حظوظنا وان شاء الله نرجعوا بالكاس لخزائن النادي ان شاء الله. وصلنا للهدف اللي هو النهائي وان نطمحوا اكثر للتتويج، لكن المباريات بالرغم اللي كانت رسميه كانت الفريق نتاعنا ما كانش في اوج الامكانيات نتاعو، اوج العطاء نتاعو، الا انه وفقنا ما باش ناخذ اوراق يعني ورقه التاهل نتاعنا. فبالتالي قاعد الفريق نتاعنا يتحسن وخاصه على مستوى كسب الثقه، فان شاء الله نواصل معناها المسيره نتاعنا هذه بالتتويج حتى تكون بدايه موسم معناها لاباس بها، نعديو ميساج فور لحباب نتاعنا. الترشيحات تصب في خانه الترجي لانه اكمل موسم افضل منا، انتدابات كانت كبيره وبهلا عالميه، على عكسنا احنا اللي موسم كملناه في مرتبه سادسه وتقريبا قمنا بانتدابين من غير معنا ضجه كبيره، عاديين من الدوري نتاعنا. في الحالات هذه كل الكوره فيها برشا سوبرستيسيون، برشا حسابات من نوع هذا، نبدا بالمباراه وتاثر نسبيا على الاذهان تلمون نشدوا في الوضعيات هذه للي ربما تصبح حقيقه في وقت اللي ما فماش نظريه تقول ربما بعض هكا التصورات، وكما قلت ليماجيناسيون اللي تاثر ربما نسبيا الاشياء هذه. حقيقه الميدان ديما مختلفه على التصريحات على الجهوزيه على التحضيرات، ان شاء الله نكونوا جاهزين نهار المباراه باش اولا نشرفوا المريول اللي لابسينه وثانيا نسعد جماهيرنا. حقيقه الميدان هي
لما يزفر الحكم معنا بداية مباراة. هذيك الحقيقة هذيك يعني الحقيقة يعني اللي نقولوا احنا سي لا فيريتي هنا ومش نعرفوا امكانيات كل فريق. تقريبا عندهم عام واربع شهور سي عمار يخدم دونك يعرفوا الاولاد شنو مطلوب منهم لاعبي الترجي الرياضي، على عكسنا احنا عندنا شهرين فقط، لكن الحمد لله لقيت ارضيه نتاع عمل نقول انها نظيفه، خلت الرسائل يتعداو بسرعه وخلت انه اللاعبين يتاقلموا كذلك بسرعه مع استراتيجيات اللعب اللي باش ننتهجوهم، ولو انه احنا الاستراتيجيه نتاع اللعب دائما تتاقلم مع المنافس. هنالك يعني استرسال في العمل نتاعنا، هنالك تواصل بطبيعه عنده الايجابيات نتاعو، نتلافاو العديد من الاخطاء اللي فاتت نربحوا بها برشا وقت. التحذيرات اللي قمنا بها الامانه هي التحذيرات نتاع الموسم، حتى المباراه هذه اون جوين لوتيل على غريابل معناها كانت بالنسبه لنا احنا معناها هي داخله في التحذيرات نتاع الفريق، لكن وصلنا للهدف اللي هو النهائي وان نطمحوا اكثر للتتويج. رجعنا مرة أخرى إذن بعد الفاسفاس هذه ما بين قيس العقوبي عمار سويح، ما بين نجم نقوله ربما الخبرة في الكاس والطموح في الكاس بين قيس العقوبي. الحقيقة صحيح عنده خبرة درب قيس العقوبي، لكن اليوم بالنسبة لي هو باش يتعامل مع نهائي كاس في النادي الإفريقي، كيفاش ترى ربما قيس العقوبي خاصة أنه في التشكيلة متاعه تشكيلة اليوم اللي موجودة هي معناها التشكيلة اللي لعبت ضد المتلوي؟ باش نبداو واضحين، ثم تغيير بركة دخل بسام السرارفي، خرج سيف الدين الجزيري، ويصحوا لي مرة أخرى حسب عمادنا الكيلاني يقول لي أنه قيس اليعقوبي خسر عام 89 آخر نهائي لعبها عام 89 وخسرها ضد الترجي الرياضي التونسي 2-0 وقتها موجود عاد أنت شكرا عام 89 جامي 203 هاكا اليوم راهو هاكا قدام لا خليه أنا أنت سم الحياة معاك بعد الماتش بعد الماتش أمين هاي الصور للدخلة وكما تعرفوا معناها الدخلة اليوم تاع نادي الإفريقي والدخلة تاع الترجي تشاهدوا في الصور وكل واحد معناها اللوحات الفنية والدخلات عالمية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معناها الجو هذا يقعد هكايا وإن شاء الله نمر ونتعداو لمرحلة أنه نرجعوا للمعتاد بزوز جماهير نواصلوا وإحنا نتفرجوا في الصور هذيا فوزي على قيس على قيس اليعقوب يعني. نتصور اللي قادر باش يقوم بالمهمة نتاعو كما يلزم إلى غاني في سو لو بلون إكسبيريونس وقاعد يجري في الجروب كما يلزم قريب أنا شوية من المجموعة عندي معناها فكرة عرفت كيفاش ياخذوا الجروب قاعدين يخدموا معناها في أريحية كبيرة الأمبيونس نتاعهم كبيرة برشا الملاعبية قاعدين يعطيوا أكثر من 100% المعروف على قيس أنه عنده ميزة خاصة ميزة نتاع التعمير هذيك اللي نقولوا بلغة الكورة أنا ذاك قلت لك عرفت كيفاش ياخذوا الملاعبية إلى تري بيان بريباري سون فينال إن شاء الله على خاطر خدم برشا أنا قاعد على خاطر أون كونتاكت شوية مع نسمع معناها للأجواء اللي قاعدين يخدموا فيها يظهر لي ان شاء الله ان شاء الله نتمنى اللي الخدمه نتاعو تتجسم فوق الميدان وان شاء الله ان شاء الله على التيران يعرف كيفاش يجري الماتش نتاعو باذن الله باذن الله. نرجع لك شكري بالنسبه اليوم للترجي الرياضي التونسي عمار سويح انت كيفاش تراه ربما باش يتعامل اليوم مع المباراه هذه خاصه انه عمار عنده خبره في الكاس عام 2001 مع نادي حمام الانف خبره في الكاس هزيت كاس واحد ما تسميش خبره ما تسميش خبره زيد كاس واحد عام 2001 اليوم من 2001 اليوم 15 سنه تبدل كل شيء تبدل خويا من جينيراسيون كيفاش تعامل مع ماتشوات كيفاش كذا اليوم نحكيوا على عمار احنا اليوم معناتها نكونوا اوبجيكتيف اكثر ونكونوا ريال اكثر عمار كسب اكسبيريونس مع الاسبيرونس عملوا صحيح تعلم معانا شنو معناتها ليكيب الكبيره تعلم معانا الكولتور الكبيره غلط عمناه والعمار في العديد من المقابلات احنا سنة حسبناها اللي عمار خذا اكسبيريونس باش وصلنا به سنة معناتها تعرف على الافكتيف غلط عمناه وقلنا معناها اليوم استراتيجية التراجع في الكونتينويتي في ستاف تكنيك كنتوا تنجموا ربما ولو انه هو مش حديثنا لكن انتم خيرتوا الكونتينويتي اللي تراو ربما تجيب لكم النتائج في التراجع هذه التونسي لانه لو تجيب اليوم مدرب جديد حتى ولو تونسي ما دخل ما عرف جروب ما تعود على المجموعة ما دار لوتوماتيزم ما تخل في دي شابيتر أخرين إلا باش نخسر وقت ألور كو الاسبيرانس اليوم ما عندهش وقت باش تخسره داخلة في شامبيونز ليج داخلة في كوب دومي فينال في سوسة داخلة باش تحضر ايفيكتيف احنا معناتها رئيس النادي شاف أقرب حاجة للنجاح هو إعطاء فرصة أخرى لعمار سويح لأنه
معناتها تكون اقرب النجاح مع عمار لانه ديجا خدم مع المجموعه وتعود بالمجموعه والمجموعه تعود به وما نقولتوش لا وما نقولتوش زاد فما ثقه بين الاولاد وبين المدرب عمار صويح فما علاقه طيبه مع عمار سيتان بوسوريا يخدم برشا ان انترنور جينيرو ماهوش بالباس او سان دو جروب او سان دو كلوب راجل رزين يعرف ايش يعمل سي فري كو الخدمه في الاسبيرانس ولا في الكلوب ولا في اي جمعيه كبيره ماهيش خدمه في اي جمعيه اخرى تتفرق الجمعيات تتفرق ولذا عمار اليوم جو بونس كو خذا الاكسبيرانس ان شاء الله ربح الاكسبيرانس الكل عام ناول ان شاء الله اليوم سنا ما عندوش اكسكيوز اليوم سنا باش يضيع درسه وانت اليوم تحكي على الخبره نلقاو حكم عمره 26 سنه هيثم قيرات هو ثاني دربي ليه اما لكن اول نهائي هالاختيار تاع هيثم قيرات كيفاش تراه انت في عمر 26 سنه دولي زفر نهائي بي ودربي اي علاش ليه رئيس حكومه البارح 40 سنه 26 سنه علاش وانا شكري هيثم نعرفه راه معناتها زفر مليح ليونيت اللي كوريك ما فهمش عمره في الكوره فوزي لعب 17 وانا لعبت 16 ولا ما فهمش عمره في الكوره راه فما كومبيتونس فما كومبيتونس هذا هو ننساو العمر راهو مش فايده ان تخدم 20 ساعه فما غيرك يخدم 4 سوايع ويكون الريزلت نتاعو خير منك انت ولذا معناتها عمر معناتها يلزمنا نعطيو ريكومبونس يلزمها تولي الفينال تتعطى باللي بوان احسن اربيتر يلم دي بوان في السيزون يزفر هو فينال بور موتيفي الناس باش تكون جاهزه وباش تكون حاضره وباش تكون تعدي معناتها فما طموح فما اوبجيكتيف والفينال يزمو يتزفر افيك ان بري سبيسيال مش بسالير معينه نجي انا اربيتر نعطيه 20 مليون ولا 30 مليون اللي باش يسافر فينال تكون موتيفاسيون فينال باش يحضر الفينال نتاعو باش يحضر الفينال نتاعو على سيزون كامله باش يلم لي بوان اكثر باش يحاول ما يغلطش باش يحاول ما يمشيش المتاهات اخرى معناتها يلزمها تتبدل العقليه اللي تتمشى معناتها اليوم فرحان برشا بوجود هيثم قيرات 26 سنه علاش كيما قلت اليوم رئيس الحكومه عمره 40 سنه معناتها العمر ماش عنده قيمه الحاجه اللي حكينا فيها قبل من قبل هي يلزم الملاعب يعاونوه والبنك نتاع زوج فرق يعاونو ينجم يخرج طرحه وينجم على خاطر هو نتصوروا اونيت وكوريكت وينجم يخرج طرح به معناتها نشوفوا معناتها كومبورتمون نتاع لي زاربيتر في السيزون هذه معناتها نشوف لي دو ماتش الاخرين الكلوب والمرسى والكلوب كذا والاسبيرونس واللي تو يلزمنا نتعداو لي تاب اخرى اذا باش نشوفوا منظر باهي في الاستاد راهو مش اربيتر برك شوف محلاها معناتها يلزم كومبورتمون يلزم تكون فما صرامه يلزم يكونوا بعد الماتش يلزم تكون فما صرامه يلزم اللي يغلط يخلص اربيتر يلزم تطبيق القانون تطبيق القانون عن الكل كيف اربيتر يغلط يخلص جوار يغلط يخلص مسؤول تونس الكل تشد بلاصتها وتو تتعدينا سيزون باهيه وما فماش اسامي واللي يغلط يخلص كيما ليكزامبل اللي فما بوان اخر حكيت معها انا ماهوش وقت ولكن يلزمنا نتعداو ليتاب اخرى باش تكون كورتنا نظيفه ومنظر لايق وجمهور كيف هكا به. خلينا نمشي مباشره لاسكندر جاهز مره اخرى. نعم في خلينا باش نكسر نسق شويه هو نسق باهر ولا لا باش نكسر نسق ولكن ايجابي، تعرف اجواء فنيه في دربي فني ايه. وليد التونسي وبرتي اليوم ما غير ما نقول شكون وليد يحب الافريقي ولا ظاهر من المراوي معناتها وبرتي يحب الاسبيرونس وليد وبرتي مرحبا بكم في راتس اليوم اثثتوا ما قبل لقاء دربي اللي على فكرة أول دربي بحضور جماهير زوز في رقبة الثورة نبدأ مع وليد أنت أكبر من بارتي الحمد لله معناها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما هكا وذي مؤشر خير معناها قاعدين نشوفوا معناها في الجماهير بارك الله مصلي على النبي غفير هذا مؤشر خير الكرة تاعنا التونسية بلا جمهور راهي معناها ما عندها وين توصل والحمد لله وخوات راه معناها الناس الكل وخايين هذا طرح كرة الناس الكل نعلم الجو ونشيخو الربح ربح صح عليه يروح متفرد واللي يخسر زاد نورمال ما خسر حتى شيء راه كل شيء مازال كل شيء مازال كلمات ومازال كوره مازال فما جو وان شاء الله ديما لاباس وان شاء الله مربوح في الاخر ان شاء الله مربوح اقل برتي ما عاد تعرف تو الناس كلها تقريبا تونس كل حتى في البطوله العربيه يتابعوا في هذا الدربي من دراسه رفيعه مؤكد نهائي كاس تونس في نهايه المطاف الميساج اللي نجموا نوصلوه للناس الميساج اللي نجموا نوصلوه تحيه تونس وكلنا وخيال وليد كلوب انا مكشخ يعني لازمنا نقعدوا فير بلاي باش نقدموا بالرياضه في تونس لازمنا نستحفظوا على بلادنا لازمنا نعديوا معناها نوريوا وجه باهي على الرياضه التونسيه الحمد لله بدات ترجع الامور معناها كيف ما كانت
ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله مربوحه ان شاء الله المكسخه اليوم مع تحياتي للجمهور الافريقي. الافريقي يربح ولا الترجي تربح في نهايه المطاف الدنيا ما وفاتش ما زالت المنافسه. كلها اسمعني كلها هذه تتويج لتونس معناها سواء الترجي ربحت ولا الافريقي وان شاء الله كيف نقولوا فيها تعدى بارتي حلوه وان شاء الله مربوحه. يعطيكم الصحه وليد وبارتي بارك الله فيكم. نرجع لك عبد الخالق في لحظات قبل انطلاق هذا الدربي تفضل. يعطيك الصحه اسكندر. دربيات ما بين بلطي وما بين وليد التونسي ودربي ما بين فوزي شكري الويع واحنا ثلاثه عندنا دربي اليوم مع السخانه فهمني ان شاء الله لهنا المسؤولين على الحي الوطني الرياضي معناها يشوفوا كيفاش معناها يلقاونا حل في السخانه هذه الموجوده اليوم. ونأكد لك اللي في اللوج معناتها بريزيدونسيال فما دربي اخر سياسيين جماعه هذا اي هو سياسيين هو الدربي هو الدربي بدا البارح في مجلس النواب معناها بدا البارح في المصادقه على الحكومه. فوزي معناها في كلمه كيفاش ترى دربي فينال اليوم كيفاش؟ كيفاش ترى الفينال اليوم؟ كيفاش؟ في كلمة؟ فيكتوار باهية للكلوب. شكرا. فيكتوار باهية للاسبيرونس. هكا احنا باش نمشيو للشوط الأول لكن فاصل إشهاري ثم باش نرجعوا وباش يقعدوا معنا فوزي وشكري وأنتوما ضيوف التلفزة الوطنية اليوم. تفضل. مشاهدينا متتبعينا على الوطنية كما تابعتم منذ ساعة تقريبا ما قبل مباراة الدربي لقاء أجوار لأول مرة منذ 2010 بجمهور الفريقين. يرافقني في النقل اليوم إن شاء الله لتكون الأجواء رائعة وممتازة. هيكل الصغير بتبع هيكل مباراة أجوار نعيشها احنا حتى كمعلقين بصفة خاصة معناها كما اللاعبين كما الفني كما العائلات. أكيد الدربي المنتظر بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي 2-1 نهائي الكأس دربي ومتوج في خاتمة هذه الأمسية الكروية على الفضائية الوطنية الأولى بين أبرز فريقين في كرة القدم التونسية وصل للنهائي في العرس في الختام من المتوج بالأميرة هذا ما سنتعرف عليه بعد 90-120 وضربات الحظ بين الإفريقي والترجي وفرجة رائقة لكل الجماهير التونسية في تونس وخارج أرض الوطن العزيز. صحيح هيك المباراة تجلب الاهتمام أسبوع كامل الناس كل معناها تكون معناها تواكب أجواء التحضيرات حتى على مستوى التغطية التلفزية كما تابعتم مشاهدينا ما قبل المباراة الاستجوابات جماهير الفريقين دخلة منتظرة لجماهير الفريقين. النادي الإفريقي اللي في لقاء أيضا تقليدي في المرسى عاد بالتأهل. الترجي اللي ملعب حتى لقاء أكيد هيك تعرف الأرقام معناها ملعب حتى لقاء في التصفيات في تونس وعاد بالانتصارات. بعد قليل باش تكون ضربة البداية لهذا اللقاء الأول النهائي بين الفريقين منذ 2006 أيضا إطار فني تونسي وهذا هام هيكل بالنسبة لكرة القدم التونسية. عمار سويح من جهة وقيس اليعقوبي من جهة أخرى. يعني اختصار شديد عادت هيبة الدربي بعودة جمهور الفريقين من جانب الترجي ومن جانب النادي الافريقي في خاتمة موسم 2015-2016 نهائي الكأس وأي نهائي دربي العاصمة حديد في حديد بين أبناء باب سويقة وباب جديد. العرس الكروي الرائع المنتظر في هذه الأمسية استثنائي بحضور جمهور الفريقين لأول مرة منذ 2010. يا لها من صورة ويا له من مشهد مثير ساحر وجميل لوحة مرسومة بإتقان في هذه الدخلة وحوار أجوار ينطلق في أبهى حلة. اليوم النجم نقول ونعودها رجعت وعادت هيبة الدربي حاجة لوكس الماركة التونسية دربي العاصمة سوبر المعنى الجميل لدربي زمان في انتظار إن شاء الله 60,000 متفرج في قادم المواجهات. صحيح وتجم تكون في البلاي أوف إن شاء الله خاطر السلام بشكون طريقة جديدة في البطولة. هيكل وحتى لطفي الويسي منذ قليل معناها عطى المثال
قال معناها الكومبورتمون تاع لاعبين لازم يكون مثال يحتذى به على الميدان، وقال اللي معناها ثم فيرديكت في الاخر وثم منتصر وثم فائز في لقاء الدربي، معناها كانت روح رياضيه ايضا معينه الشعباني الكل هيكل في انتظار دخول لاعبين على الميدان هنا في الملعب الاولمبي بيرادس في نهائي جديد بين الترجي والافريقي بعد ما كان لعبوا زوج لقاءات هنا في رادس بالنسبه للبطوله، واكيد الكره الجديده اللي باش تكون هي كره الموسم المقبل في تونس، وبعد قليل الاجراءات البروتوكوليه الخاصه بدخول لاعبين ومسؤولي الفريقين على الميدان، برشا لاعبين باش يكون عندهم اول مصافحه في هذا الدور النهائي لكاس تونس لكره القدم، واكيد ثم عناصر خبره باش نكتشفوا بعد قليل تركيبه الفريقين وتشكيله الفريقين. وامامكم رئيس الترجي سيد حمدي الودب وسليم الرياحي رئيس النادي الافريقي، واكيد كراهم بعض بعضهم هيكل تاكيدا مباراه اليوم حقيقه الميدان فقط هي اللي باش تكون حاسمه. دربي العاصمة فخامة الاسم تكفي التكهن بنتيجة دربي في البطولة ليس هين، فما بالك بدربي في نهائي الكأس، هذا يعتبر ضرب من الجنون على يوم أمسية كروية من أعلى طراز بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي، الكل ينتظر في هذه المباراة الحدث منذ أسبوع تقريبا، فما شكون اليوم الصباح يعني في مواقع الاتصال الاجتماعي ينتظر بشغف كبير وقتاش تجي الخمسة متاع العشية، بعد لحظات ستأتي الخامسة مساء وسيأتي النادي الإفريقي وسيأتي الترجي وسيأتي هيثم قيرات قاضي المباراة ليحكم هذا النهائي في نسخته عدد 59 بالنسبة لتاريخ الأميرة التونسية. من سيتوج بالعروسة اليوم؟ من سيزف هذه الأميرة في باب جديد أم في باب سويقة؟ تربية عصاب، تربية بجزئيات صغيرة وبمقاييس ممكن لن يقع ممكن التكهن بها من قبل ولا بعد. الجديد الجديد في 90 دقيقة في 120 في ضربة الحق بهذه الأجواء الممتازة والرائعة في أولمبي رادس، سنوات وسنوات ونحن ننتظر مثل هذا المشهد الجميل بحضور جمهور حبان النادي الافريقي وانصار على الترجي الرياضي، صوره ولا اروع في رادس، وهي الصوره التي نحببها واللي من خلالها ارساليه ان شاء الله جميله لبقيه الموسم في بطولتنا من خلال عوده كل الجماهير في كل الملاعب ان شاء الله. هيك الوضع بالطبع كاننا في امريكا الجنوبيه، كاننا في البومبونيرا، كاننا في المونيمونتال في الارجنتين. ونذكر قبل أن جماهير الترجي والإفريقي من خلال الدخلات الخاصة ذي على المدارج أعطت المثال في بقية البلدان العربية وكذلك الإفريقية. وهيثم قيرات كما ذكرت هو عنده خاصية أن والده أدار زوز أدوار نهائية 2003 و2005، 2003 مباراة النادي الإفريقي والملعب التونسي، 2005 لقاء الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرزيسي، وبعد قليل دخول لاعبي الفريقين والطاقم التنظيمي والتحكيمي المرافق لهذا اللقاء. عندك إضافة؟ هكذا يكون الدربي أو لا يكون دربي المدرجات، سينتهي بعد لحظات ستوب لأنه دربي اللاعبين سينطلق بعد قليل بين النادي الإفريقي والترجي. الفرجة على الفضائية الوطنية الأولى، وهذا اللي نحبه ممكن نعدي ونحكي عليه واللاعبين مطالبين به، أنه الفير بلاي والروح الرياضية يلزم اليوم تخرج هي الفائزة وهي المتوجة وهي التي ستنتصر، باعتبار أنه في الماضي القريب عشنا ممكن في بعض المقابلات أجواء لم نتعود عليها في السابق وإن شاء الله ما تعودش ولن تتكرر، واليوم الكرة عند الملاعبية اللي دخلوا إلى أرضية الميدان، عند الملاعبية، عند طاقم التحكيم، وبالطبع يلزم نشحوا الطاقم التحكيم التونسي بقيادة الشاب هيثم قيرات
25 سنة و9 أشهر، إذن أصغر حكم يحكم النهائي في تونس في تاريخ الدورة النهائي. أجواء رائعة وعودة للقاءات الترجي والأفريقي في الكأس لأول مرة منذ 2008، والبداية بشكون بتشكيلة الفريق الضيف، مثم فريق ضيف ومضيف في الدورة النهائي لكأس تونس لكرة القدم في الأدوار الأولى الأسبقية الأفريقي في التاريخ وفي الدورة النهائية الأسبقية للترجي الرياضي التونسي. أجواء منعشة مشاهدينا تتابعونها مباشرة على الوطنية الأولى، والمثال من رئيس الترجي ورئيس النادي الأفريقي، ولما لا هيكل ولي نعيشه كما البطولة الإسبانية، معناها رئيس الفريق الأول والفريق الثاني يكونوا على المنصة مع بعضهم، وتكون اليوم الانطلاقة بالنسبة للأجواء المنعشة لكرة القدم التونسية. إذن ترجي حراسة المرمى معز بن شريفية، إيهاب المباركي، خليل الشمام اللي سبق له رفع الكأس مع الترجي الرياضي التونسي، شمس الدين الذوادي، هشام بالقروي، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، سعد بقير، آدم رجيبي، أنيس البدري، وطه ياسين الخنيسي. وبالنسبة للاحتياطين من جانب الترجي الرياضي التونسي، علي جمل، أمين نفزي، علي المشاني، منظر القاسمي، الياس الجاسي، بولبو برنار، وهيثم الجويني. إذن الإجراءات البروتوكولية وحضور بطبع رئيس الحكومة سيد يوسف الشاهد لمصافحة لاعبي الفريقين، الإطار الفني وكذلك الإطار المسير، وتأكيد لقيمة هذا الدور النهائي، هذا العرس الكروي لكرة القدم التونسية. عديد الوجوه الرياضية والسياسية التي تحضر هذا الدربي وهذا الحدث وهذا العرس الكروي في ختام موسم 2015-2016 في تونس. يوسف الشاهد، مجدولين الشيرني، وزيرة الشباب والرياضة الجديدة، كذلك السيد نجي جلول وزير التربية، واليوم هذا النهائي يعني بشعار المدرسة 2 بالتعامل بالتعاون مع الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة التربية. يدور هذا النهائي باعتبار أن وزارة التربية يعني انطلقت منذ سنة في هذا الشعار من أجل تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية. عبد الرحمن، ذكرت تشكيلة الترجي 18 اللي اختارها من المدرب قيس اليعقوبي لمباراة اليوم. ال11 الأساسي: فاروق بن مصطفى في المرمى، على يمين الدفاع 4 حمزة العقربي، على الجهة اليسرى 3 أسامة الحدادي، في المحور البير جديد 2 بلال العيفة، 27 فخر الدين الجزيري، الوسط يتكون من الثلاثي 5 أحمد خليل، 13 وسام بن يحيى، 35 إبراهيم الشنيحي، والهجوم فيه بسام السرار في 19، 30 صابر خليفة، و9 البنيني جاك بيسان، على البنك عاطف الدخيلي، 20 علي العابدي، 6 مهدي الوذرفي، 18 نادر الغندري، 17 عبد القادر الوسليتي، 10 عماد المنياوي، 34 سامي المحايسي. طاقم تحكيم المباراة: يزفروا هيثم جيرات، مروان سعد، عبد العال حسن، والصادق السلمي كحكم احتياطي لحظات قليلة. هذا طاقم تحكيم المباراة عبر الفضائية الوطنية الأولى في أجواء مميزة وغير عادية في أولمبي رادس في انتظار انطلاق المباراة الحدث. هيكل اللي يحظو بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أنه أنيس البدري، نعرفك تبع برشا التكتيك والتغييرات والاختيارات، أنه المدرب عمار السويح بالمقارنة مع مباراة جابس يوم السبت الماضي اختار إقحام أنيس البدري القادم من موكران البلجيكي منذ البداية في الخط الأمامي مع آدم رجيبي وطه ياسين الخنيسي كحلول هجومية للترجي الرياضي التونسي، وصور تذكارية في الملعب الأولمبي برادس في يوم تاريخي نجم نقوله نهائي نجم يكون يعطي دفع كبير لمستقبل الحضور الجماهيري للزوز نوادي للأندية، معناها في قادم المواعيد خاصة البطولة وأول دربي بجمهور الفريقين منذ نوفمبر 2010. أكيد بعد قليل كذلك مفاجأة أخرى هيكل على الميدان، عبد الحميد الكنزاري والياس برينيس.
الثنائي الذي سيعطي إشارة انطلاق هذا الدور النهائي للكأس التونسية بالورود ينطلق، وإن شاء الله يختتم كذلك بالورد. خليل شمام والصبر خليفة من الأسماء التي ستؤثر هذا الدور النهائي كما أثثها في السابق عبد الحميد الكنزاري والياس البرينيس، ربي يشفيهم وربي يفرج عليهم وربي أكيد يكون في العون بالنسبة لكل من ساهم في إنجاح هذا الدور النهائي لكأس تونس نسخة 2016. القرعة لمن ستكون الكرة ومن سيختار الجهة التي سينطلق منها في هذه الفترة الأولى بين أبناء باب جديد وباب سويقة؟ سيهو سبق خاصية أنه 2013 و2014 و2015 كان النجم الساحلي حائز على اللقب، واليوم ثم كأس جديدة، ميزة جديدة، وكأس أتت من إيطاليا، وباش نتعرفوا اليوم على شكون باش يفوز بالكأس الجديدة والأميرة الجديدة إن صح التعبير. وكان أمامكم قيس اليعقوبي، قلب هجوم سابق ممتاز دولي، ساهم في حصول نادي إفريقي على بطولة 1990، وتذكير بتشكيلة الترجي: معز بن شريفي، هبل مباركي، خالي شمام، سلفتين ذوادي، هشام بالقروي، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، سعد بكير، آدم الرجيبي، أنيس البدري، وطه ياسين الخميسي. ومعك هيكل، هاو صورة كبيرة، صورة معبرة، صورة مهمة جدا، النادي الإفريقي والترجي مع بعضهم في صورة باش تبقى للتاريخ. معاك التشكيلة من جديد، أفضل صورة في هذا الدربي مع التذكير بتشكيلة النادي الإفريقي: فاروق بن مصطفى، بلال العيفة، فخر الدين الجزيري، وسام الحدادي، حمزة العقربي، وسام براحية، أحمد خليل، بسام أسرار، في صابر خليفة، إبراهيم الشنيحي، وجاك بيسو. أحلى بداية، الصورة الجماعية لملاعبية الترجي وملاعبية النادي الإفريقي وطاقم تحكيم المباراة مع هيثم جيرات. الكل سيتوجه من لاعبي الترجي والنادي الإفريقي إلى جمهور الفريقين. برافو للمنظمين، برافو للمشرفين، برافو للاعبين، برافو للمسؤولين، وإن شاء الله أكيد الخاتمة تكون كالفاتحة في هذا الدور النهائي. هكذا يكون هذا العرس أو لا يكون بين قطبي وأبرز زوز فرق في كرة القدم التونسية في هذا العرس الكروي الكبير. الترجي سينطلق على يمين المتفرج، والنادي الإفريقي على يسار. عمار السويح يقود الإطار الفني للترجي، وقيس اليعقوبي في بنك احتياطي النادي الإفريقي. تكتيكيا فنيا الحوار تونسي 100%، وكرة البداية بين عبد الحميد الكنزاري والياس برينيس وحكم المباراة هيثم جيرت. كما قلت كل شيء بصنع تونسي اليوم في هذا الدور النهائي والعرس الكروي في تونس. الترجي والإفريقي، واشتقنا لنهائي يكون طرف فيها ترجي والنادي الإفريقي. وبطبع هيثم جيرات مسؤولية كبيرة، دخل من الباب الكبير، كان حكم دربي أكيد كنت علقت عليه أنت هيكل، لقاء نوفمبر ديسمبر 2014، هدفين مقابل هدفين بين الترجي والإفريقي. ولك ضربة البداية، ضربة البداية لهذه المباراة. قيس اليعقوبي اللي انسحب من الدور 16 للكأس مع القوافل في الفحص واحد بلاش، وتأهل لأول مرة كمدرب للنهائي مع النادي الإفريقي. عمار السويح في ثاني فايلان بعد الفينال بتاع 2001 لتوال وحضم لنف بوت ونيس بن شويخة هنا في أولمبي رادس. قاضي المباراة حكم اللقاء هيثم جيرات اللي تخلي تاريخ الدربيات كأصغر حكم يزفر الدربي العاصمي. 24 سنة 41 يوم، دربي 24 ديسمبر 2014 2-2 جابوا بالعيد للسيا دوبلي يانيك للترجي 82 و88، ضربة جزاء مهدورة للكامروني جوزيف يانيك كنجانغ، وبطاقة حمراء لحسين الراقد. كرة البداية ستكون
للترجي الرياضي. الأمور التنظيمية كالعادة في محيط الملعب، الحكم الاحتياطي سيكون صادق السلمي، ثاني مرة يكون حكم احتياطي حكم رابع بعد نهائي النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي في 2014. مباراة الحراس فاروق بن مصطفى ومعز بن شريفية، مباراة يصعب فيها التكهن، مباراة قلتها في الدربي الماضي تخوف الحكم، تخوف الملاعبية، تخوف الجمهور، تخوف العائلة، تخوف الأخوات وتخوف حتى المعلقين. اليوم دربي غير كل الدربيات، غير قابل للتكهنات، دربي 2-1 دوزونا يعني دربي وتتويج بكأس تونس. الله ما هذه المعادلة الصعبة في هذه الأمسية الكروية الشيقة والجميلة، حمراء وبيضاء، حمراء وصفراء، ننتظر أكيد سيف كيف ستكون مع ضربة بداية قاضي المباراة. هيثم قيرات في هذه اللحظة تنطلق الفرجة على الوطنية الأولى بكرة للترجي من هشام بالقروي، يرفع كرة طويلة، أول كرة للنادي الإفريقي من حمزة العقربي، ترجع سعد بكير إلى آدم الرجيبي، الرجيبي في وسط الميدان، كرة لسعد بكير مرة أخرى، فرجاني ساسي يلعب مع آدم الرجيبي، يدخل الرجيبي إلى وسط الميدان، يحاول يصوب الرجيبي، كرة ترجع مرة أخرى، يبقى الامتلاك والاستحواذ على الكرة للترجي من الفرجاني ساسي إلى طه ياسين الخليسي، يهرب الخليسي بلال العيفة، التغطية من حمزة العقربي، التوزيع العرضية والتدخل فخر الدين الجزيري، كرة مرة أخرى تبقى للترجي في وسط الميدان، والمخالفة لأحمد خليل مع خيلان الشعليلي، دويل كبير برشا في الوسط بين غيلان وأحمد خليل. على الكرة الأولى في المباراة في الدقيقة الأولى ننطلق مباشرة في صلب الموضوع بين النادي الإفريقي والترجي من فخر الدين الجزيري، يرفع الكرة الطويلة، يب المباركي بمبدأ السلامة يحط كرة في التوش، ستكون لأسامة الحدادي واحد من الملاعبين اللي وجههم المدرب الوطني اوري كاسبرجيك الدعوه لمباراه ليبيريا 4-9 القادم. الحدادي خليفه من الافريقي ومعز بن شريفيه، فرجاني ساسي، سعد بكير وطه ياسين الخميسي من الترجي، كره للحدادي يعطي صبر خليفه، التوزيعه من اسامه الحدادي وكره تخرج ضربه 6 امتار بعيده جانبيه للترجي، اول كره للنادي الافريقي. احمد خليل مع حسين بن يحيى وابراهيم الجناحي صنع القرار في وسط ميدان الافريقي في المقابل، الترويكا نتاع المليون نتاع الترجي، الفرجاني ساسي، خيلان الشعلالي وكذلك سعد بقير. هل تكون مباراه الوسط مباراه الحسم في هذه المعركة الرياضية في هذه المنطقة؟ كرة تعود لسعد بكير مع حمزة العقربي، يربح الحوار الثنائي ويعطي كرة إلى آدم الرجابي والتكليم من فخر الدين الجزيري، كرة تخرج تعود للترجي في هذا الدربي الأول بعد 2006 بالنسبة للنادي الإفريقي، عدد 24 11 كأس في الخزينة، آخرها سنة 2000 في الفينال متاع المنزه قدام السي اس اس 0-0 ضربات الجزاء 4-2. الترجي يلعب النهائي عدد 20 وهي تمكيرات، يطلب اللعب يعطي لافونتاج والتصويبة الأولى للترجي مرة أخرى من سعد بكير والتصدي لفاروق المصفى. آدم الرجيبي يطلب البينالتي مع الدقائق الأولى للمباراة، وقيرات يعطي مبدأ إتاحة الفرصة والكرة تعود للنادي الإفريقي. قلت الترجي يلعب الفينال الأول بعد 4 سنوات، 14 كأس في البالماريس، آخرها سنة 2011 في رادس أمام النجم الرياضي الساحلي، واحد بلاش بونتو بيكاسو وسما الدراجة. هذا العرض البطيء لمطالبة آدم الرجيبي بضربة الجزاء في الالتحام مع وسام بن يحيى، كيرات من زاوية معاكسة كان قريب يتبع يشاهد اللقطة ويأمر بمواصلة اللعب. كرة ستعود مجددا للنادي الإفريقي، مباراة من غير جس نبذ وكأن بها مباراة لا تندرج في إطار نهائي الكأس. وهذا أسامة الحدادي مرة أخرى يحاول التوزيع والكرة تعود
للترجي من ضربة 6 أمتار. كابيتان النادي الإفريقي صابر خليفة مع قاعدة الترجي خليل شمام في هذا الحوار. كرة من شمس الدين الثوادي يعطي كرة إلى خيلان الشعلالي مع الفرجاني ساسي في أول دربي. ثلاثة من لاعبيه من الترجي وثلاثة من النادي الإفريقي يلعبوا اليوم أول دربي. فخر الدين الجزيري بسام أسرار في جاك بيسان من جانب السيا ومن جانب الترجي هشام بالقروي مع الفرجاني ساسي وانيس البدري. رغم اللي هشام بالقروي لعب في السابق دربي مع النادي الافريقي. كره من الفرجاني الى ادم الرجيب. الرجيب كره مع خيلان الشعلالي. الشعلالي في الوسط يلقى الحل مع انيس البدري لكن الكره تضيع. وسام الحدادي في المتابعه. صابر خليفه يحاول يهرب بإيهاب المباركي والكره تخرج تعود للنادي الافريقي. تعادل الى حد الان اصفار بين الجارين في أول 5 دقائق لعب في هذه المباراة. إذن مثماش فترة جس نبض وشفنا مباشرة الترجي في الهجوم وكانت كرة أولى في مناطق النادي الإفريقي وسعد بقير مباشرة المخالفة. المخالفة واضحة في وسط الميدان للترجي الرياضي التونسي منذ البداية في مناطق النادي الافريقي. واول مباراه واول محاوله لانيس البدري اللاعب القادم من موكران البلجيكي. شفنا الاندفاع والتدخل الاخير من وسام بن يحيى لاعب الارتكاز لاعب الخبره اللي سبق له احراز البطوله مع الافريقي 2008 في موسم متميز. من جانب الترجي معز بن شريفية وخليل شمام سبق لهم التتويج بكأس تونس لكرة القدم. كما قلت هيك الحوار وسط الميدان باش يحدد مسار مصير هذا اللقاء وأيضا الفائز في هذه المباراة الهامة نهائي كأس تونس لكرة القدم. كانت محاولة أولى في مناطق الإفريقي ثم مخالفة تحصل عليها أنيس البدري والفرصة للترجي الرياضي التونسي والتغطية الأخيرة حاسمة بالنسبة للمدافع المحوري بلال العيفة. تبعتم الترويض الممتاز من إيهاب المباركي التخريجة والمدافع المحوري بلال العيفة لاعب الخبرة إلى جانب فخر الدين الجزيري في محور الدفاع يتفادى كرة أخرى لفريق باب سويقة من توزيعه في اتجاه إيهاب المباركي. لاعب يصعد برشا يعمل برشا أبيل من الجهة اليمنى لهجوم الترجي الرياضي التونسي وكرة أخرى يبعدها هذه المرة بلال العيفة في مناطق الإفريقي. ما ثمش جس نبض مباشرة المرور إلى الرسميات الجديات والبحث على التهديف وهذا هو مسعى الفريقين أكيد في هذا النهائي الأول بين الإفريقي وترجي منذ 2006 وآخر مباراة كأس بين الفريقين 2008 في الملعب الأولمبي بالمنزه. الحلول الهجومية الإفريقي فيها صابر خليفة جاك بيسان القادم من قوافل قفصة في الأثناء سعد بقير للترجي الرياضي التونسي. سعد بقير كرة ما توصلش لطه ياسين الخنيسي ومن جديد البطاي في وسط الميدان غيلان الشعلالي. سعد بقير والإفريقي مرة أخرى التماس للترجي الرياضي التونسي من تغطية متجددة من بلال العيفة اللي بدأ صغير لقاءات الأجوار سنة 2008. مخالفة أخرى للترجي الرياضي التونسي مرة أخرى على أنيس البدري. أمامكم أحمد خليل من اللاعبين الصاعدين من اللاعبين الواعدين في كرة القدم التونسية. أحمد خليل في التدخل الأخير أمام أنيس البدري يمشي مباشرة إلى خوض أول مباراة وتتزامن مع أول نهائي بالنسبة لي مع الترجي الرياضي التونسي. أكثر لاعب حاضر بالمقارنة مع المنتدبين الأخرين في الترجي الرياضي التونسي. نتابع المخالفة لفريق باب سويقة أكثر فريق حاز على الكأس في تونس وآخرها بأقدام أسامة الدراجي في جويلية 2011 هنا في الملعب الأولمبي برادس لكن مش بالجماهير. واليوم مكسب كبير لكرة القدم التونسية حضور جماهير الفريقين في الملعب الأولمبي برادس. متابعة لكرة الترجي الرياضي التونسي والجانبية
المتابعة من الحارس فاروق بن مصطفى وأنيس البدري في أول كرة للترجي الرياضي التونسي بخارج الرجل اليمنى الخصال. نشوفوا أنه أيضا في التسويبات لاعب بارع لاعب موكران لاعب الدولي في المنتخب التونسي والبداية كانت أمام منتخب توغو. متابعة من حارس الإفريقي. اقتربنا من 10 دقائق لعب في الشوط الأول. التعادل 0-0 في لقاء العمالقة هنا لقاء الأندية البارزة في العاصمة الدربي العاصمي الترجي والإفريقي اللي تحصل على مخالفة في وسط الميدان تنفذ بسرعة وواضحة المخالفة هذه المرة لإبراهيم الشنيحي والنادي الإفريقي. كرة كانت في المحور في العمق مباشرة كرة ثابتة لتشكيلة المدرب قيس اليعقوبي. الجزائري الشنيحي يتحصل على المخالفة معروف بالتوغلات بالبركسيون ونتابع هذه المخالفة لفريق باب جديد. صابر خليفة يعرف جيدا ترجي وخاض نهائي بأزياء الترجي الرياضي التونسي. كرة ثابتة للنادي الإفريقي والكرة الثابتة هامة في تحديد مسار مثل هذه اللقاءات في لقاءات الأجواء لقاءات الدربي مهما كانت المنافسات. الكرة على مستوى المحور والتغطية من دفاع الترجي بصعوبة مباشرة الحارس معز بن شريفية والجد بدا هيكل. انطلق الجد في هذا الديربي منذ البداية بين النادي الإفريقي والترجي. المحاولات من خلال زوج كرات ثابتة إلى حد الآن والكرة تعود للنادي الإفريقي. هذه الكرة والعرض البطيء والتدخل من شمس الدين الذوادي أحمد خليل في المتابعة والكرة بعيدة على بلال العيفة إلى معز بن شريفية. قيس اليعقوبي يلعب بنفس التشكيلة اللي خاض بها مباراة الدور الرابع النهائي أول مباراة رسمية لقيس اليعقوبي بعد العودة نتاعو لتدريب النادي الإفريقي من 2010 إلى 8 ماي 2011 بالضبط 29/12 بالنسبة لبداية المغامرة الأولى والتشكيلة هجومية بالأساس. يغير الرسم التكتيكي تقريبا 4-3-3 حسب الوقفة بالنسبة للاعبين. صابر خليفة على الأطراف مع بسام السرايفي جاك بيسون راس حربة ثلاثي الوسط وسام بن يحيى إبراهيم الشنيحي وأحمد خليل. بالنسبة لعمار السويح 4-2-3-1 تغيير واحد مقارنة بمباراة النجم الأولمبي بسيدي بوزيد ونفس المركز هو اللي قاعد يتغير من مباراة سوسة لانكار. النجم الساحلي غيلان بدأ على اليمين بالنسبة لوسط الميدان بعد الورقة الحمراء بتاع كوليبالي ولا هو كلاعب وسط دفاعي. وهذه كرة للترجي وادم الرجيبي والهجمة يحاول الدخول للمنطقة. سعد بقير يسقط يلوج على المخالفة يرجع ادم الرجيبي يفتك هذه الكرة. مازال الترجي غيلان الشعلالي في حوار مع بسام الاسرارفي يخرج بالكرة إلى شمس الدين الذوادي يلعب مع أنيس البدري سريع أنيس كرة وهجمة معاكسة وأحمد خليل يعطي الافونتاج الحكم ما يفهم كيرات يقول ما فما حتى شيء. كرة بين جاك بيسون وهشام بالقروي بيسون بالقروي ترجع الكرة لبسام السرارفي والكرة للنادي الإفريقي. قلت عمار السويح يغير دائما على مستوى مركز وسط الميدان على الرواق الأيمن. لعب غيلان في مباراة النجم ثم يوسف الخميري في مباراة الملعب الجيبسي اليوم أنيس البدري وديما 4-2-3-1 فرجان الساسي يفكها في الوسط دمر جايبي سعد بقير طه ياسين القنيسي الوانتو المخالفة للترجي جزء ملاعبية من الترجي فوق عرضية الميدان والكرة سريعة كانت من سعد بقير وطها ياسين الخنيسي والتدخل من بلال العيفة على طه ياسين الخنيسي هدف الترجي في الكأس 4 أهداف وفي البطولة 12 هدف 16 بونتو لطه ياسين الخنيسي هذا الموسم مع الترجي 2015-2016. الخنيسي صنع تأهل الترجي في مباراة سوسة ومباراة كابس فرجاني سيسي في أول دربي يعطي كرة لطه ياسين الخنيس معه حمزة العقربي ليرجع بدوره للتشكيلة والأجواء
المقابلات بعد إصابة أبعدته طويلا عن الملاعب. حمزة العقربي مع المتلوي ثم مع المستقبل نادي المرسى وكذلك اليوم مع الترجي. كرة من سعد بكير، إبراهيم الجناحي، المخالفة تعود للترجي، هشام بالقروي اللاعب عدد 13 اللي يلعب بأزياء الفريقين، وهو المحترف الأجنبي الثاني اللي يلعب الدربي بعد درامان تراوري. وكرة للترجي مرة أخرى، يطلع فاروق بن مصطفى يخل كرة حارس النادي الافريقي، عودة لحماية الشباك بعد نهاية موسم اخذ فيها عاطف الدخيلي المشعل. تقريبا ربع ساعة لعب منذ البداية لحد الآن، صفر للترجي وآخر للنادي الافريقي، وبدأت الأمور يعني على المستوى النفسي على مستوى الشد العصبي بين اللاعبين. بعد الدخلة الأولى في المباراة كانوا مسرحين الملاعبية، توا ولات فما برشا حسابات خاصة على مستوى الوقفة متاع زوز فرق فوق أرضية الميدان. الفرجاني ساسي كورة ويسام برياح يطرب عليه، سعد بكير ياخذها، أحمد خليل مايسترو النادي الإفريقي في الوسط مع مايسترو الترجي الفرجاني ساسي، حوار ياسر كبير، برشا فرجة، برشا كرة، برشا متعة، برشا إثارة، برشا حماس في ربع ساعة لعب إلى حد الآن لا زالت متعادلة صفر مقابل صفر. وشهدنا منذ قليل متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، جلاس يقوم بالحركات التسخينية ثم رجع إلى بنك الاحتياط، ربما استنتاجات تكتيكية للمدرب عمار السويح. بعد تجاوزنا بقليل الربع ساعة الأول للشوط الأول في حوار الترجي والإفريقي، أكيد برشا حوارات بشكون سر نجاحها وسط الميدان هو المحدد لمسار مباراة اليوم بين الترجي والإفريقي، وخاصة الحوار بين الفرجاني ساسي وسام بن يحيى، غيلان الشعلالي وأحمد خليل، أيضا حوار الأروقة من جهة الدفاع الإفريقي ودفاع الترجي الرياضي التونسي. مباراة خاصة لهشام بالقروي والترجي مباشرة، كرة إلى حمزة العقربي اللي يحاول يخرج في الرواق بسام السرارفي من اللاعبين الصاعدين في سماء كرة القدم التونسية. خليل الشمام مباشرة، آدم الرجيبي، غيلان الشعلالي رسم روحه أساسي في التركيبة رغم المنافسة الشديدة في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. إيهاب المباركي قضى أحسن موسم 2015-2016 بزي الترجي. أسامة الحدادي أيضا اكتسب النضج والخبرة اللازمة ومتابعة لهجوم لصالح الإفريقي، ودائما هذا اللاعب الخطير إبراهيم الجناحي مرة أخرى يتحصل على مخالفة كانت الأولى أقرب في مناطق الحارس معز بن شريفية، لاعب السابق لمولدية العلمة، والمخالفة للإفريقي في وسط الميدان. معروف أنه كل فريق يسعى لعدم قبول هدف في الدربي، يعقد الوضعية، يصعب الوضعية والأمور التكتيكية بين المدربين قيس اليعقوبي وعمار السويح. حمزة العقربي للإفريقي استرجع كامل مؤهلاته بعد موسم صعب على مستوى إجراء عمليتين جراحيتين. الترجي يسهل خروج الكرة من وسط الميدان، الإمداد مباشرة طه ياسين الخنيسي، يرفع راسه طه ياسين الخنيسي، والأولوية للدفاع الإفريقي في تغطية أخرى على مستوى الأكس على مستوى محور الدفاع. كانت كرة لطه ياسين الخنيسي في مناطق الإفريقي شبيهة بالكرة اللي روضها وتوغل من خلالها من الجهة اليمنى إيهاب المباركي. أيضا فاروق بن مصفى بعد موسم صعب رجع لحراسة المرمى في الإفريقي، خاصية الفريقين الترجي كل لقائته تقريبا خارج الميدان في الكأس قبل وصول لرادس، والإفريقي في رادس كان فاز على فريق نجم المتلوي، ومباراة صعيبة على أعصاب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. في الأثناء حقيقة الميدان إلى حد الآن التعادل صفر مقابل صفر. الجهة اليمنى بسام السرارفي يغسل الحوار مع لاعبي الترجي الرياضي التونسي، آدم الرجيبي، غيلان الشعلالي، تبقى الكرة للترجي وسعد بقير يرجع للمخالفة، الحكم هيثم قيرات يرجع للمخالفة
الحكم الدولي هيثم قيرات، نشوفوا غيلان الشعلالي ونشوفوا تدخل من صابر خليفة وكذلك حمزة العقربي، في أيضا تدخل أمام سعد بقير والرجوع للمخالفة من جانب الحكم هيثم قيرات في أول دربي ليه، 4 أهداف كاملة وتشويق. أمامكم اللاعب اللي قضى أشهر مع فريق ماديرا في البرتغال، أكيد أي لاعب لعب بزي الترجي والأفريقي ومن بعد يلقى روحه مع أحد الفريقين تكون مباراة خاصة وليلة المباراة تكون صعيبة، وذي خصال الكأس معناها خاصية الكأس وخاصية اللقاءات بين الترجي والأفريقي، ونتمنى الأهداف اليوم، نتمنى النجاح الكروي والفني لأول مباراة بين الفريقين منذ 2008. أمامكم لاعبين تبعوا تاريخ الفريقين، لطفي رويسي، قيس اليعقوبي، معين الشعباني اللي أحرز الكأس في مناسبتين مع الترجي الرياضي التونسي وكان قائد وسجل حتى في الدربي في مباراة بطولة، سجل ضد مرماه وسجل للترجي الرياضي التونسي، وستستأنف المباراة لصالح الترجي بمخالفة في وسط الميدان. 20 دقيقة في الشوط الأول، دائما ننتظر الأهداف في لقاء الأجوار نهائي الكأس. متعة كرة القدم بالأهداف وإثارة لقاءات الكأس إلى حد الآن لا زالت متواصلة وموجودة في أولمبيا رادس بين الترجي والنادي الإفريقي. كرة من أحمد خليل، صابر خليفة إلى بلال العيفة، تربي الغنايات والشعارات الترجي حكاية عشرة والنادي الإفريقي عقلية. اليوم في هذا النهائي في حوار كبير بين وسام بن يحيى مع حمزة العقربي، يرجع للتغطية آدم الرجيبي، كرة لبسام الأسرار في الشاب في أول دربي مع أحمد خليل، خليل في وسط الميدان، كرة خاطئة لغيلان الشعلالي والثغت من لاعبي النادي الإفريقي والكرة تعود من تماس للترجي. خليل شمام النادي الإفريقي توج في النهائي أمام الترجي في مناسبتين 69 و 76 بأفكار فنية أجنبية، أنتري ناجي المجري 69 وستيفانوفيتش تيتشا 76. الترجي عرف التتويج أمام السياف في 5 نهائيات سابقة مع 3 مدربين توانسة، 80 مختار تليلي، 99 يوسف الزواوي، 2006 مع خالد بن يحيى، بالإضافة لزوز تتويجات أخرى مع أماريل البرازيلي 86 والبنوني بيتشيزناك 1989. كرة للترجي ستعود بقرار من هيثم قيرات والتنفيذ لخليل شمام، شمام الكابيتان والعائد كذلك للتشكيلة الأساسية بعد ما أنهى البطولة. حسين الربيع كتيتولير، كرة من خليل شمام يلعب مع أنيس البدري، إعادة تنفيذ التماس بقرار من مروان السعد وهيثم قيرات، مروان السعد المساعد الأول الدولي لهذا اللقاء، دربي 22 في المسابقات المحلية الثانية، الكأس التونسية الثامن في الدور النهائي، الثاني في الألفية الجديدة والرابع بتحكيم تونسي وسام الحداد. كرة لصابر خليف، النادي الإفريقي في الهجوم، الكرة وموجود في وضعية تسلل، القرار آخر من الحكم المساعد الأول مروان السعد. في دفتر التاريخ 7 نهائيات سابقة بين الجارين، 5 للترجي 2 للنادي الإفريقي، اليوم السادسة في باب سويقة أما الثالثة في باب جديد أمام الجار. أول مواجهة في الكأس كانت عام 65 ثم النهائي 1-1 للنادي الإفريقي، وآخر طرح في الكوب في هذه المسابقة 2008 الدور 16 دون حضور الجمهور، 2-1 للترجي. سيمح الدربالي مايكل عرامو للنادي الإفريقي أيمن الريفي في الدقيقة 64، بوندويت الترجي 51 و94. كرة من آدم الرجيبي هي التغطية من بلال العيفة أمام طه ياسين الخنيسي، يخرج الكرة بلال، حوار تكتيكي كبير برشا بين قيس اليعقوبي وعمار السويح في البداية. الدربي لا يخضع إلى مقاييس معينة خاصة لما تبمبي الكرة، لم لاعبيه يكونوا هما أصحاب القرار لتطبيق أفكار
كل من قيس عمار كرة بالرأس تعود أنيس البدري 140 مباراة تقريبا في كاريره 26 هدف. ترجع الكرة لطه ياسين الخليسي ما فما حد شيء، يتوصل اللاعب الخليسي كرة إلى أنيس البدري يعمل مراوغة أولى، البدري الثانية التصويبة يتصدى فاروق مازال الترجي كرة والتدخل الدفاعي للنادي الإفريقي ويربع المخالفة. وسمع الحدادي أبرز كرة في هذا الدربي وفي هذا النهائي، أخطر عملية على دفاع النادي الإفريقي، البدري يتلاعب بدفاع الإفريقي، التصويبة وفاروق بن مصطفى جاهز حاضر للتصدي، البدري إمكانيات كبيرة، البدري يكشر عن فنياته عن موهبته عن مراوغاته عن تسرباته في هذه الكرة مع خليل بن يحيى، البدري يصوب على بكري في الدقيقة 25 والنتيجة لا تتغير والصفرة الأولى حاضرة للخميسي وفريق بن مصطفى. وهيثم قيرات يطلب كأني بيه من خلال هذا التوجيه الأول للبطاقة الصفراء بطاقة الحذر لكل اللاعبين على مستوى الاحتجاجات والنقاشات، ولا داعي لمثل هذه التصرفات لفاروق بن مصطفى. وطه ياسين الخنيسي بعد هذه الكرة وهذه المحاولة وهي العملية اللي اخذ عليها صفرة فاروق بن مصطفى، وطه ياسين الخنيسي بعد خمسة دراج لعب أول كرة سانحة للتهديف كانت للترجي بمحاولة أنيس البدري والتصدي فاروق بن مصطفى. والمريت نتاع فاروق بن مصطفى أنه معناها ما كانش أمامه معناها زاوية التصويب، وفي آخر لحظة تفادى كرة ذكية برشا من أنيس البدري بداخل الرجل اليمنى من اكتشافات هذا النهائي أنيس البدري المنتدب من بلجيكا. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أحد أبرز الانتدابات إلى حد الآن، التعادل دائما صفر مقابل صفر هنا في الملعب الأولمبي بالرادس معز بن شريفية العائد لتركيبة المنتخب الوطني التونسي. ثاني تهديد لمرمى الإفريقي دائما من أنيس البدري بعد مخالفة في الدقائق الأولى بخارج الرجل اليمنى ومتابعة من فاروق بن مصطفى، هذه المرة تصدي حاسم برد حاسمة من حارس الإفريقي أمام الوافد الجديد في البطولة والكأس في تونس، واختيار عمار صويح بالمقارنة مع يوسف الخميلي وبرنار بولبوا في مباراة الملعب الجيبسي. غيلان الشعلالي والترجي تركيز على الجهة اليمنى، عملية ثلاثية ما تنجحش ودائما التغطية يمشي للتغطية على حمزة العقربي. بلال العيفة بريزون حاضر برشا منذ انطلاق المباراة وقص برشا كر على مستوى توغلات الترجي من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، لاعب الخبرة يوظفها حاليا في تفادي الهجمات المركزة من جانب الترجي على محور دفاع الإفريقي، وعادة ما تنتهي بتصويبة كما لاحظنا منذ قليل أنيس البدري، وفي آخر لحظة فاروق بن مصطفى يبعد الكرة. فخر الدين الجزيري المنتدب من قوافل قفصة كان الموسم الفارط وأشهر مع قيس اليعقوبي برز مع النادي الرياضي البنزرتي، أيضا لعب مسابقات قارية وقيمة اللاعبين اللي عندهم خبرة مباشرة يمنحوا الإضافة. شمس الدين الذوادي التوزيع لآدم رجيبي، آدم رجيبي مباشرة التغطية من حمزة العقربي وسعد بقير، والترجي عبر فرجاني سيسي اللي سبق له خوض أدوار نهائية مع النادي الرياضي الصفاقسي هنا في الملعب الأولمبي برادس. كرة أخرى أرضية خطيرة في مناطق الإفريقي ومن جديد إبعاد الكرة من فخر الدين الجزيري، كانت توزيعة أخرى من الجهة اليسرى لهجوم الترجي الرياضي التونسي والتركيز على آدم رجيبي كذلك خلق التفوق العددي من خليل شمام والاصطدام الأخير بين صابر خليفة وإيهاب لمباركي. صابر خليفة أكيد تجاوز فترة أخفاقه في تسجيل ضربتي جزاء وخبرة كبيرة وأيضا إحاطة معنوية من زملائه في ماراثون ضربات الجزاء يوم السبت الماضي. إلى حد الآن رينا مخالفة من إبراهيم الشنيحي وتدخل من شمس الدين الذوادي في المقابل الترجي، كرة أولى من توغل من إيهاب المباركي من الجهة اليمنى يبعدها
بلال العيفة، ثم كرة ومخالفة من أنيس البدري، وكذلك كرة بداخل الرجل اليمنى من أنيس البدري، والتدخل الحارس فاروق بن مصطفى. إذن إلى حد الآن الترجي يوصل لمناطق الأفريقي في الأثناء، أكيد ثم حلول في الأفريقي. إبراهيم الشنيحي، بلال أيضا بلال العيفة في تغطية ممتازة في المحور، ثم بسام السرار في وصابر خليفة. إلى حد الآن ما عندهمش وقع كبير في مناطق الترجي الرياضي التونسي، هذه الاستنتاجات الخاصة بالنصف ساعة الأولى في لقاء الأجوار الدربي نهائي كأس تونس لكرة القدم. نذكر آخر كأس هدفين مقابل هدفين، ركلات الترجيح والحصص الإضافية والتوصيات من قيس اليعقوبي، وكان أمامكم أحمد خليل أحد اللاعبين الصاعدين والبرزين واللي عندهم مسؤولية كبيرة في وسط ميدان الأفريقي أمام غيلان الشعلالي، أمام فرجاني سيسي، وكذلك سعد بقير، وأيضا القيدوم وسام بن يحيى. إذن يستأنف اللعب بعد قليل، ودائما ننتظر الأهداف بين الأفريقي والترجي الرياضي التونسي، وأكيد المواهب الموجودة في الفريقين بإمكانها أحداث الفارق في هذا الدور النهائي، وأيضا ضمان الفرجة والمتعة للجماهير الحاضرة جماهير الترجي والأفريقي. برشا حذر في النصف ساعة الأولى من هذا الدربي نهائي كأس تونس 2016، التعادل صفر مقابل صفر، والكرة والهجمة مقطوعة من دفاع النادي الأفريقي. فاروق بن مصطفى كرة طويلة البحث عن البليني جاك بيسان، انتظارات كبيرة من جانب أحباء النادي الأفريقي للمهاجم البليني، 12 هدف في الموسم الماضي، 2 مع البنزرتي، 10 مع القوافل، أفضل هدف أجنبي في البطولة. انتظارات أحباء النادي الأفريقي من خلال لحد الآن ثالث المقابلات الرسمية لجاك بيسان، انتظارات بالمثل للمنتدب الجديد للترجي أنيس البدري، ومن أسماء آخر نهائي 2006 لاعب وحيد موجود في تشكيلة الفريقين الجولدن باي وسام بن يحيى، والاسم الثاني على بنك احتياطية الترجي الحارس الإيفواري جون جاك تيزي مدرب حراس الترجي. أجواء في مدرجات أولمبي رادس بلوك جديد لدربي العاصمة الأول منذ الثورة، الترجي والإفريقي اليوم بمساندة معنوية كبيرة بجماهيرهم في وسط الميدان. تعود الكرة إصابة إيهاب المباركي وترجع الكرة ويستأنف اللعب ويطلب المباركي العودة للتشكيلة وللعب من خليل شمام جانب آخر من جمهور الترجي الحاضر اليوم. تقريبا اشتعلت السوق السوداء بعد نفاذ التذاكر في اقل من نصف ساعه في شبابيك زويتن والمنزه لاحباء الترجي ولاحباء النادي الافريقي. نكهه اخرى للدربي بحضور جماهير الفريقين، ونكهه اخرى حتى على مستوى اقتناء التذاكر ودربي بين الجمهورين. كوره من شمس الدين الثوادي الى ادم الرجابي ليدخل لعمق دفاع النادي الافريقي ويبدل المراكز مع طه ياسين الخنيسي، والمخالفه يرتكبها الفرشاني سيسي على بسام السرارفي، والمخالفه للنادي الافريقي. شهدنا عديد المخالفات في وسط الميدان، هذا التدخل الاخير دون ركنيات الى حد الان لا للترجي ولا للنادي الافريقي، وهذا يدل على الحذر الكبير في المناطق الخلفيه بالنسبه لزوز فرق، والحذر اكثر الى حد الان من جانب مدرب النادي الافريقي قيس اليعقوبي. بكره لبلال العيفه يرفع كره طويله، التدخل من هشام بالقروي، خالد شمام ما زالت الكره، بسام السرارفي، صابر خليفه، بسام مره اخرى، الهجمه للنادي الافريقي وصابر خليفه ما فماش تسلل، يرفع الكره صابر خليفه على القائم الثاني وسام الحدادي، بعيد الكره على الحدادي. اول هجمه للنادي الافريقي مخدومه مليح بين السرار في خليفه، التوزيع العرضيه وسام الحدادي على القائم الثاني، بعيد عليها الكره كابيتانو النادي الافريقي صابر خليفه من زاويه اخرى، ترجع الكره والمخالفه يزفرها هيثم كيرات للنادي الافريقي، مخالفه يحبذها كثيرا
وسام بن يحيى وصابر خليفة الافريقي على مستوى تنفيذ الكرات الثابتة. ممكن في الترجي موجود ومعروف ومعلوم النمبر وان سعد بقير في النادي الافريقي، بن يحيى بدرجة أقل شنيحي، وصابر خليفة بلال العيفة. إذا كان نحكيه بلغة القوة هذه الكرة وهذه العملية مرة أخرى الفرجاني ساسي مصدر مخالفة على وسام بن يحيى، التشاور مع بسام أسرار في كيفاش باش يكون التنفيذ. معز بن شريفية دور كبير برشا في مباراة الدربي اليوم للحارسين معز وفاروق، وتنفيذ المخالفة الثلاثي بن يحيى خليفة والسرار في لتنفيذ هذه الكرة الثابتة، اتخاذ القرار النهائي كيف سيكون التنفيذ ولمن ستكون الأولوية في التسديد. وسام بن يحيى بس مسرار في بعيد الكرة على معز بن شريفية، الكرة الثابتة الأولى للنادي الإفريقي. السرار في هو الذي تكفل بالتنفيذ، كرة بعيدة على مرمى معز بن شريفية، تبقى النتيجة متعادلة 0-0 بن شريفية مع شمام والخنيسي. الثلاثي عرف حلاوة التتويج بالكأس مع الترجي في آخر أميرة 2011. بالنسبة للنادي الإفريقي حتى ملاعبي ما توج بهذه الكأس مع السيا، لكن فما فاروق وفخر الدين الجزيري عرفوا حلاوة التتويج مع السيا بي النادي البنزرتي في 2013. كرة تعود من محور دفاع الترجي هشام بالقروي وشمس الدين الثوادي، وكرة تخرج لحمزة العقربي مقطوعة للنادي الإفريقي. لحد الآن عبد الرحمن لم نشاهد الكثير في هذا الشوط الأول، برشا حسابات تكتيكية بين الفريقين وبين عمار وقيس. وضع حتى على الميدان لا يهدأ بال الإطار الفني للفريقين. تابعت منذ قليل بسام السرارفي في محاولة وكرة ثابتة بعيدة على مرمى الحارس معز بن شريفية، وبالطبع أكثر لاعب لعب دربي في البطولة وسام بن يحيى ب 16 مباراة، اللي أيضا كان خاض اللقاء الأول ممتاز اللي دار في أكتوبر 2015 بين الفريقين، كانت من أبرز المباريات في تاريخ الفريقين في الدربي. مرة أخرى حوار وسط الميدان بين الترجي والأفريقي، تغييرات على مستوى المراكز الأمامية للترجي الرياضي التونسي خاصة بين أنيس البدري وأدم الرجيبي. نشوفوا غيلان الشعليلي مع إبراهيم الشنيحي، غيلان الشعليلي عنده أيضا خصال على مستوى التصويبات القوية بالرجلة اليمنى قريبة من مناطق الجزاء، تلبى الكرة من إيهاب المباركي وكرة طويلة على الظهير الأيمن للترجي الرياضي التونسي مباشرة للحارس فاروق بن مصطفى المساهم في البطولة تحصل على الأفريقي 2015. جاك بيسان والأولوية لهشام بالقروي، والترجي يسترجع الكرة عالي في وسط الميدان، والتوزيعة ما توصلش من غيلان الشعلالي إلى آدم الرجيبي وثم حمزة العقربي. الخصال الهجومية لمدافع الأفريقي، التمهيد مباشرة لبسام السرارفي. الأفريقي في محاولة من الجهة اليمنى تمر لحمزة العقربي، لكن الأولوية لمحور دفاع الترجي وبالتحديد اللاعب السابق للأفريقي هشام بالقروي. موعده مع الكأس عكس الهجوم لسعد بقير والترجي الرياضي التونسي. سعد بقير كرة في المحور وما توصلش لطه ياسين الخليسي ومتفطن فخر الدين الجزيري، وعكس الهجوم للأفريقي انطلاقا من إبراهيم الشنيحي يطنب في احتكار الكرة. غيلان الشعلالي كان هجوم للترجي الرياضي التونسي يقطع من فخر الدين الجزيري، وترجع الكرة من جديد لوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. سعد بقير، سعد بقير كان حاضر في رادس في نهائي السنة الماضية في شهر أوت، ولقاء تاريخي بين الملعب الجبسي والنجم 4-3. يتفطن للتمريرة الأخيرة بسام السرارفي، يشوفه في دور دفاعي المساندة لحمزة العقربي اللي أيضا عنده نزعة هجومية. لاحظوا كذلك بلال العيفة عادة ما يغطي على جهة حمزة العقربي خاصة مع صعود خليل شمام وتواجد آدم الرجيبي من الجهة اليمنى للدفاع الأفريقي. فرجاني ساسي ثالث مباراة مع الترجي الرياضي التونسي القادم من ماتس. غيلان الشعلالي دائما حوارات وسط الميدان، والكرة في العمق لطه ياسين الخنيسي
مباشرة التغطية من فخر الدين الجزيري لاعب الخبرة إلى حد الآن يقص في برشا كور في المحور أمام مهاجمي الترجي الرياضي التونسي وخاصة طه ياسين الخنيسي والكرات في العمق من سعد بكير. اقتربنا من 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 وهذا منطقي، مباراة تكتيكية بالأساس، ما ثماش تدارك، مباراة تمشي لحصص إضافية أو ركلة الترجيح. أسامة الحدادي بعد الكرة من هشام بالقروي، من جديد الأفريقي في وسط الميدان حمزة العقربي، حمزة العقربي مباشرة استرجاع الكرة من الترجي الرياضي التونسي وبالتحديد من القائد خليل شمام، مباشرة الهجوم للترجي الرياضي التونسي ووضعية سانحة مع دخول أيضا إيهاب المباركي والأولوية لدفاع الأفريقي. صامد الدفاع الأفريقي ومتفطن لمثل هذه العمليات، وإبراهيم الشنيحي من اللاعبين المساهمين أيضا في التغطية الدفاعية ومعني بالرجوع مع هجمات الترجي الرياضي التونسي. نتابع التماس، إيهاب المباركي دائما يكون في منتصف الميدان الثاني مع استحواذ الترجي على الكرة. وضعية أخرى في مناطق الأفريقي وإدم رجيبي والحارس فاروق بن مصفى، ممتاز فاروق بن مصفى في تفادي هدف محقق للترجي الرياضي التونسي من كرة سريعة في مناطق الأفريقي، وفاروق بن مصفى يتفادى هدف محقق للترجي الرياضي التونسي، ومرة أخرى فرصة لفريق بسويقة هيك. مرة أخرى يكون حاسم فاروق بن مصطفى أمام آدم الرجاي بكرة أخرى للترجي مقطوعة من الدفاع النادي الإفريقي، ترجع للفرجاني الساسي مجال الكرة في وسط الميدان. خيلان شعلان يبدل لإيهاب المباركي، يرتفع منسوب الضغط ومنسوب الهجمات في هذه اللحظات، والمباراة أصبحت فوق خط المتعة على مستوى الفرجة وعلى مستوى شد الأعصاب بين الفريقين. كرة من هشام بالقروي إلى خيلان الشعلالي، شعلالي يلعب قصيرة مع شمس الدين الثوادي مع طه ياسين الخميسي، سعد بقير تهرب عليه، حمزة العقربي يطول على جاك بيسو، ما فماش خير موجود. البنيني إلى معز بن شريفية، آخر دربي في البطولة 3 أفريل 2016، 2-1 الترجي. من الأسماء الحاضرة اليوم في التشكيلة الأساسية ولعبت تيتولير في الدربي الماضي 4 من النادي الإفريقي، العيفة الحديد الشنيحي وخليفة، و5 من الترجي، بن شريفية المبارك الثوادي بكير والخنيسي، عمار السويح ورود الترال كانوا على البنك. بالنسبة لآخر الدربيات، كرة تعود لآدم الرجيبي صاحب أبرز وأخطر فرصة للترجي، والتألق كان لفاروق المصفى. زم لاعبية لعبوا سابقا مع النادي البنزرتي، البنزرتي اللي مثل اليوم بخمسة لاعبية أساسيين، 3 في الإفريقي بن مصطفى الجزيري بسان، وفي الترجي موجود كل من آدم الرجيبي وكذلك إيهاب المباركي دون نسيان على احتياطي علي المشاني. كرة من إيهاب المباركي، المباركي يلعب لمسة قصيرة مع آدم الرجيبي، وانتو مع سعد بكير، والركنية الأولى في المباراة. 43 دقيقة في الماتش في الشوط الأول، أول ركنية في المباراة للترجي بعد هذه المحاولة من أنيس البدري. هذه الكرة الأخطر في المباراة، والتألق تاع فاروق بن مصطفى البدري على مستوى التمرير، الجيبي في التسديد وبن مصطفى في التصدي. كرة قصيرة 1-2 الجيبي مع سعد بكير، ويطلب اللعب الحكم هيثم كيراد. تعود الكرة من 5 متر و50، الرجاني الساسي يطالب الحكم هيثم كيراد بضربة جزاء في العملية واللقطة الأخيرة. وفاروق بن مصطفى إلى حد الآن 2 تصديات في المباراة، رجل اللقاء في هذا الجزء الأول من هذا الحوار اللي يحمل عدد 22
في الدربي في مسابقة الكأس الكرة الرسمية للبطولة والكأس انطلاقا من مباراة اليوم مع المستشهر الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم نعيفة اللي خدم برشا وخسر تقريبا 5 كيلوغرام في التحضيرات الأخيرة 9 مواسم عنوان الوفاء مع النادي الإفريقي في الأكابر في منذ صعوده مع عبد الحق بن شيخ الكرة تعود للنادي الإفريقي من خلال مخالفة أخرى في وسط الميدان حامل وطيس هذا الدربي حامية الوطيس هذه المباراة مباراة أميرة مباراة عروسة بيتم معنا الكلمة بين الجارين الشقيقين بأجواء لا مثيل لها عاد للدربي الزمن الجميل لمثل هذه المنافسات وهذا الحضور وهذه التشجيعات وهذه الشعارات لأحباء الفريقين اليوم حفلة بأتم معنى الكلمة في أولمبي رادس بحضور عديد الوجوه الرياضية والسياسية في انتظار اسم المتوج 45 دقيقة أولى إلى حد الآن متعادلة 0-0 الجمهور لم يهدأ له بال التشجيعات متواصلة والحماس كبير واللاعبين فوق عرضية الميدان ننتظر منهم الكثير في 45 دقيقة ثانية حكم المباراة هيثم جيرات والكرة ستعود للنادي الإفريقي من حمزة العقربي قيس اليعقوبي وآخر التوصيات والوقت البديل من الحكم الاحتياطي صادق السالمي كم سيضيف الحكم الرئيسي هيثم جيرات يرجع وسام بن يحيى زوج دقائق في الوقت البديل في هذا الشوط الأول التماس لحمزة العقربي والنادي الإفريقي في هذا الوقت البديل للفترة الأولى وكانت محاولة منذ قليل لآدم رجيبي والفتنة والرفلكس من الحارس فاروق بن مصفى أيضا التغطية منذ ثواني لفخر الدين الجزيري يقوم بمباراة ممتازة المدافع المحوري للإفريقي وقطع الكرة الأخيرة خاصة مع تلف الكرة في عديد المناسبات من طه ياسين الخنيسي وأيضا أنيس البدري وآدم رجيبي إلى حد الآن المحور بلال العيفة وفخر الدين الجزيري ينقذ الموقف في عديد المناسبات والإفريقي في عكس هجوم في هذا الوقت البديل الفترة الأولى الشنيحي الكرة في المحور والتغطية من قائد الترجي لاعب الخبرة لاعب التجربة خليل شمام يقص الكرة الأخيرة من توغل من إبراهيم الشنيحي أحمد خليل كرة من جديد للإفريقي الجهة اليسرى وصابر خليفة ومباشرة هفوة ضد الإفريقي مخالفة ضد الإفريقي ولمسة يد ضد الإفريقي ويستأنف اللعب بمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي من هفوة من لمسة يد على إبراهيم الشنيحي عنده ورقة أخرى المدرب قيس اليعقوبي عبد القادر الوسلاتي والترجي كذلك برنار بولبوا من الجهة اليمنى لهجوم الترجي لكن إلى حد الآن التعادل دائما 0-0 وآخر فرصة كانت لآدم رجيبي إذن مشاهدينا متابعينا نهاية الفترة الأولى بالتعادل 0-0 في هذا العرس الكروي في الملعب الأولمبي برادس أكيد هيكل تفاصيل ضافية مع فنين كبار في البلاتو فوزي أرويسي وشكري الوعر لاعبين ميزوا تاريخ والإستوار وأيضا حيثيات ومعطيات الدربي لك الكلمة عبد الخالق السعداوي شكري الواعر وفوزي الرويسي إضافات أخرى ومعطيات فنية وتحليل لهذا الجزء الأول 45 دقيقة زايد 2 أكثر يعني مفهوم لهذا الدربي لحد الآن في الجزء الأول عبد الخالق لك الكلمة إذن نهاية الشوط الأول في الدربي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بالتعادل السلبي 0-0 نبدأ معك شكري ندخل مباشرة في تحليل هذا الشوط الأول للأمانة ثم سيطرة للترجي الرياضي التونسي بالمقابل معناها مع النادي الإفريقي
سي فري كو معناتها سيطره الترجي واضحه معناتها نعرفوا معناتها لونتام نتاع الماتش ليسبيرونس دخلت الماتش هذا كوم اونتر غيومي فافوري خاطر فيو ربحنا دومي فينال في سوسا فيو لي ريكروتمون فيو معناتها الاتموسفير كله مالغري السيزون ما زالت ما بداتش لكن ذهنيا الترجي معناتها تحسه جاهز نهايه الموسم معناتها عملناه كملها الاخر نعرفوا ظروف نادي الافريقي اليوم كيف كيف دوميناسيون معناتها السيطره هذه لكن يمكن تعقيمها ماهيش كبيره برشا لكن واضحه في 9 دقائق في 32 دقيقه لعب في 34 لكن نادي الافريقي فما اربع فرص واضحين سيبري الاسبيرونس قاعده تخلق في فرص فما البدري اليوم قاعد يعمل في الديفيرنسا في الاتاك روندمون تاع البدري من الماتش الاولاني معناتها مردود محترم برشا تخلى جديد مع المجموعه قاعد يعطي في الاضافه الخنيسي كيف كيف ديما واقف اون بوينت لي زابيل في ظهر الادفيرسير قاعد واحد مازلنا سيفري ماهوش لو روندمون ايديال دو ليسبيرونس لكن كاميتون بيلون كاميتون مش ماهوش خايب ماهوش بعيد عن النيفو اللي لازمنا نطمحوا له لكن حذاري زاد ما نقولوش دوميناسيون اتونجيك قال لك البيلون بالنسبه للترجي الرياضي التونسي فوزي شكري مش خايب معناها فما سيطره انا حكيت على ثلاثه فرص انت قلت لي فرصه واضحه الفرصه سيئه فما فرصه كبيره واضحه بالنسبه لك انت تقييمك لاداء النادي الافريقي الحقيقه معناها ما شفناش معناها فرص كبيره للنادي الافريقي اول حاجه ديما في الكوره احنا نقولوا ما فماش ميتون شبه الميتون لي مومون فور تاع ليسبيرونس اليوم في البرومي ميتون سي فري مي ما كانش فما دونجي كبير في الكونسيرفاسيون كانوا خير من النادي الافريقي استحوذوا على الكوره ما طايشوش الكره لعبوا خير منا اون برومي ميتون مي ما حطوش الديفونس نتاعنا اون ديزيكيليبر معناها ولا وجعونا برشا باش نرجع لك ابار فرصه واحده احنا الحاجه اللي ماهيش باهيه ما دخلناش في الماتش كما يلزم فما ثلاثه ولا اربعه لاعبين معناها ماهمش في المستوى نتاعهم اللي ربما كنت تنتظروا انت اللي كنت نستنى فيهم مي ولا ميتون فسخ اون فا نتصور لي اون دوزيام ميتون باش تلقى رياكسيون وباش يكون وجه النادي الافريقي افضل من الشوط الاول. كيفاش تقيم اداء ربما الدفاع بالنسبه للنادي الافريقي اليوم؟ اول حاجه البلوك ديفونسيف ككل، انا شفتهم بداوا يلعبوا افيك كات ديفونسور دو بيفو تروا دو مي قدامهم يان اتاكون وقفه تنجم تكون اوفونسيف كما تنجم تكون ديفونسيف اذا كان لي تروا دو مي اللي قدام لي دو اتاكون يكونوا طايحين شويه التالي نوليو نلعبوا كاين 4 5 5 1 الحاجه اللي شفتها لي لو برومي ريدو نتاعنا اون برومي ميتون كان طايح شويه في النيفو نتاع السونتر على عكس ليسبيرونس اللي طلعوا علينا شويه القدام وما خلناوش ما خلوناش نطلعوا بالكره مرتاحين احنا لي اون ادوني لا شونس لي ديفونسور نتاع ليسبيرونس بور كونسيرفي ويبنيو على راحتهم وما طلعناش عليهم القدام الحاجه الاخرى لي دو بيفو نتاعنا سور لو بلان انيماسيون اوفنسيف ما لقاوش لي سوليسيون وما كانوش سوليسيتي من لي ديفونسور نتاعنا باش يلعبوا معاهم هذا نجيك هذا علاش مع هذا وشنو لازم يعمل قيس اليعقوبي بين الاشواط قبيله نحكي انا وشكري في الاوف قال لي نادي الافريقي يستنى في بلوغه الكره معناه يستنى في هجوم معاكس اكثر منه معناها قاعد يبني في الهجومات شوف اليوم نادي الافريقي يلعب على لي مويان نتاعو كيف ليسبيرونس مازال لي مويان نتاعنا يسمحوا لنا باش نلعبوا كره ونحطوا كره في القاعه ونمشيو لا يسمحوا لنا شوف اذا كان عندك وسام واحمد خليل صابر معناها عندك دي زيليمون اللي عندهم اون ماتريس تكنيك اللي تخول لهم باش يستحفظوا على الكره ويطلعوا بها ويحطوا كره في القاعه ونلعبوا مليح اون شيرشي بامال دو فوا من بلال الخدام الكره طويل معناها والدوزيام بال ياخذوا فيها ليسبيرونس وقت الترانزيسيون نتاعنا من الديفونس للاتاك رزينا شويه ماناش حتى كي نطولوها ترجع كره ياخذوها لي جوار تاع ليسبيرونس خلينا نكمل الفكره نفس الفكره معك لا قلت لك معناتها النادي الافريقي معناتها نعرف يلعب على لي مويان نتاعو معناتها اليوم ليسبيرونس كون لو فيو با معناتها جاهزه اكثر من النادي الافريقي فيو قاده كومبيتيتيف عملناه فيو البريباراسيون فيو برشا حاجات فيو الاجواء العامه اللي مرت بها معناتها البريباراسيون لي ريكروتمون كل شيء قايس نعرفه سي تان معناتها خبير كرويا باش يواجه فريق جاهز عليه
مش خير منه، جاهز عليه معناه يحاول لهنا يتصرف في المجهود نتاعو. فما انتيليجونس، فما انتيليجونس معناتها يلزمك تعرف شنو هي القوه نتاعك وشنو القوه نتاع الادفيرسير، معناتها تحطهم الملاعبين نتاعك ينجموا يعطيك، تحطهم اون بالانس باش هكاك نعرف كيفاش نقسم المقابله نتاعي ومجهود الملاعبين. فوالا باش نعرف كيفاش نقسم المقابله نتاعي. اليوم قيس ما تختار الشواء اللي باش يستنى الاسبيرانس نوعا ما التالي، باش يعرف اللي عنده دي جوار دو كونتر خشان ياسر صابر صرار في دي جوار دو كولوار من تالي يجيو زاده رابيد، يعرف لي موين حمزه العقربي فوالا الحدادي لا بروف، معناتها مارتين تقص كونتر كان ينجم يكون دونجورو، والفرصة الوحيدة مع النادي الافريقي كانت من عن طريق صابر خليفة، عن طريق صابر هذا هو اللي ديما ينجحوا في ليزوبيراسيون هذوما. ولذا احنا يلزمنا نردوا بالنا قاعدين اون ارسال الكلوب افريكان في الزون نتاعها سي فري. انا الشوا هذا نتاع عمر سويح تراه انت صائب؟ شوف نحكيو على ال 45 دقيقة الأولى، 45 دقيقة معناتها 45 دقيقة اليوم ماكش انت ماكش نازل الميدان باش تكون انت بيدك تلعب ديفونسيفمون. انا اليوم عندي لي زاتو نتاعي وجاهزيتي باش نلعب عالي، باش نضغط على النادي الافريقي باش نشرشي ريزولتا قبل ما الافريقي يسجل هدف ويطمع لك في المقابله برشا. معناتها الكل معناتها عمليه حسابيه في كل مدرب قاعد يقوم بها، كل حد يلعب على المويه نتاعو وكل حد حساباته جوسكا مانو. قيس صحيحه، أنا عمار صحيحة، واللي باش يستغل الفرص هذوما راهو الدربيات نجم تكون كيما معناتها كيما حكينا في أول مقابلة نجم نكونوا خير، أما نجم ما تمشيش معاك كيما تحب أنت. أنا دربي فوالا، أنا دربي وفي نار راهو يتربح ما يتلعبش فوالا، يتربح توا الكلوب أون بروميي ميتون. ترى أنت ما كناش بعاد على الاسبيرونس، لا خلينا نسمع نتاع قيس. الشوا نتاع قيس ربما في تقسيط مجهود الملاعبيه كما يقول لك شكري اليوم انه النادي الافريقي ماهوش جاهز بدنيا كما ترجع. انا تصور قيس في لو بون شوا على خاطر الاسبيرونس عندهم دي جوار في تطليع الكره تري انتيليجون، عندهم الخنيسي القدام في لي زابيل دو بال يخرج لك لي جوار اللي في اللاكس ويخليو دي زيسباس في اللاكس ويطلبوا فيهم. معناها قيس قاعد يعمل في الماتش اللي لازمو يعملو تاو، مي اون دوزيام ايتون هاو باش نجيك على الدوزيام ايتون. كيما نعرفوا نقولوا اشواط معناها الشوط الاول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين. شنو يلزم يعمل توا قيس اليعقوبي بعد ربما نجاحه نقولوا معناها النسبي بالنسبه لي هو في ال 45 دقيقه الاولى، شنو يلزم يعمل قيس اليعقوبي في 45 دقيقه ثاني؟ اول حاجه قيس يعرف شنو يعمل. انت بعد ما تفرجت معناها انا بعد ما تفرجت في 45 دقيقه نتصور نجمو ناخذ اكثر ريسك شويه القدام، سورتو الريدو نتاعنا الاولاني يكون طالع شويه 15 20 متر قدام قدام السنتر باش نقللوا معناها من لي شانس لي ديفونسور تاع الاسبيرونس باش يطلعوا الكره مرتاحين هما ولي دو بيفو. ونتصور الحاجه اللي ما مشاتلوش قيس اليوم اللي بسام ماهوش في الفورمه العاديه نتاعو، ابراهيم كيف ماهوش في التوب، صابر قاعد يحاول. معناها الملاعبين اللي موجودين هما من احسن الملاعبين اللي موجودين في الكلوب مي ما همش قاعدين يلعبوا توا في النيفو نتاعهم اللي ربما كنت تصوروا اللي كنت نجم نصور. مي اللي متاكد منه دوزيام ايتون يل فالي موتيفي باش يحسن سورتو قلت لك البلوك ديفونسيف نتاعنا باش يكون طالع شويه لقدام. اون فا كري دي زوكازيون وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنماركيو باذن الله وان شاء الله ننتصروا في المقابله هذيا على خاطر ندخلها ونعاودها. راهو ما فماش ميتون شبه الميتون، ليسبيرونس كانت خير منا شويه في الكونسيرفاسيون اون بريمي ميتون، مي اون دوزيام ميتون سي ان اوتر ماتش. قال لك ما فما حتى ميتون شبه لا سي فري ما فما حتى ميتون عمر سويح ربما شنو يلزم يصلح بالنسبه ليسبيرونس؟ لا 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 مصلح كل شيء الا فما كلكو جوار يلزمهم يدخلوا في الماتش اكثر كيما اكزامبل لو كولوار خليل شمام رجيبي معناتها يلزم يعطيو اكثر. خليل معناتها خليل شمام يلزم معناتها يكون يعمل لو رول اوفنسيف، ما يقعدش كان معناتها يكون فرح معناتها يكون في ليني ميديا ويبدا واقف غادي. لا لو رول دان لاتيرال غوش اليوم في الفوتبول مودرن يلزم يكون معناتها اوفنسيف وقت اللي يلزم، يلزمك تخلق لو سور نومبر وتجي من تالي. لكن اليوم نحب نلفت نظر اليوم الاسبيرونس علاش ولا بلوز اوفنسيف؟
على خاطر التركيبه نتاع الوسط نتاعو تغيرت من كوليبالي والراك دو بيفو محترمين لكن ما يحققوش معناتها اللعب فير لافون معناتها لي بيفو ريليور ما كانوش عندنا في الاسبيرانس اليوم موجود فرجاني ساسي خاصة لا اليوم ولا فرجاني ساسي مش وحده مالغري فرجاني ساسي راه مازال بعيد عن النيفو نتاعو مالغري معناتها السيزون اللي فاتت الفرجاني مع بكورة لكن اليوم فرجاني ماهوش جاهز 100% مازال قاعد يخلط شعلاني معناتها البروغريسيون الكبيرة اللي عملها شعلاني بين عمناء والوسناء معناتها هذا الفرق اللي تبدل بين معناتها في الاسبيرانس اليوم ولاو عندنا دو بيفو ريليور هذا ما كنا نعيطوا به عم ناول لسبيرانس يزمها دي بيفو ريليور وفينا باش نستناو سعد بقير على مرسي دان ريجيسور باش يخرج الكرة اليوم عندك كاتر شواء الناس كل تنجم تخرج الكرة من تالي الناس كل تنجم تبني اللعب فوالا هذا هو اللي تغير اليوم في لسبيرانس هذا هو ولات الانيماسيون اوفنسيف اكثر واليوم هذا هو اللي يزن برشا على النادي الافريقي باش خليه في المناطق نتاعو معناتها هذا اللي تغير سنة في الاسبيرانس هذاك علاش انا قلت لك توا الرول نتاع وسام واحمد خليل يدوا بارتيسيبي في الكونستركسيون ماهمش سوليسيتي من لي كات ديفونسور نتاعنا ماهمش قاعدين ياخذوا في كره وقاعدين يلعبوا لونغازمون موجود لونفي موجود لكن ما اوني با ايفيكاس في بناء الهجمه اليوم معناها ماناش ماناش قاعدين نبنيو في الهجمه التبنيه من وسط الميدان مفقوده في النادي الافريقي اون شيرشي اللوجو في الكره الكره الطويل ان شاء الله دوزيام ميتو نحطوا كره في القاع اخير شنو ربما وقتاش نجم تكون التغييرات نتاع قيس اليعقوبي شنو اللي نجم يغير عبد الخالق راه اونترونور سي لو بون وفي الميتو راه مخه يخدم معناها يعرف وقت باش يعمل الشانجمون تاعو ويعرف على خاطر تحكم فيك فما دي سيركونستانس يصيروا في الماتش يحكم عليك باش تعمل شانجمون في وقتها اي اللي حد الان ما فماش دي زامبريفيو ما فما حتى شيء امور عاديه انت وقتاش ربما تتخيل خاصه انه نعرف ان المباراه تنجم تمشي للحصص الاضافيه تنجم تمشي ضربه جزاء زاده نجم قيس اليعقوبي اليوم قيس اليعقوبي اليوم يخمم برشا في تقسيط مجهود ملاعبيه النادي الافريقي عندنا عماد ان اتاكون اكسبيرمونتي اللي نجم في ماتش فينال ينجم يعاونا برشا وسلاتي كيف كيف ينجم يعاونا اون دوزيام ميتا وسا تو ديبون من التفكير تاع قيس وقتاش يلفا معناها يلفا شانجي ولا وقتاش يعرف وقتاش باش يدز واحد منهم سورتو عماد وعماد في ماتش فينال يل بو فير لا ديفيرونس القدام وينجم يوجع للاسبيرانس يعطيك الصحة فوزي آخر كلمة بالنسبة لك أنت بالنسبة للتغييرات عمار ربما وقتاش باش تصير وإلا زاد هو فهمت باش يمشي في تقسيط المجهود لا 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 معناتها ماتش معناتها جو بونس كو ما يلزمو يتمشي في الميتان الأولاني استدايا فينال يلزمك تعرف تجاريه يلزمك تعرف تتعامل معاه فما الامبريفيو ما تعرفش شنو اللي باش يصير معناتها كل شيء جايز ما تلعب حتى شيء الميتان الأولاني دوزيام ميتون يفو فير اتونسيون من الكلوب افريكان من رده فعل من الكونتر من كذا يعطيك الصحة شكرا يعطيك الصحة فوزي ان شاء الله نرجع بعد المباراة ان شاء الله نرجع ان شاء الله ترجع بعد المقابلة احلى باش لا باش ترجع ان شاء الله بعدايا نرجعوا نكملوا اليوم مع بعضنا باش نعطيكم خبر باهي حلو انه كامل الوفد التونسي الموجود الان في المجر وعطى الكونديداتور معناها نتاع تونس من اجل احتضان كاس العالم كاس العالم لكرة القدم المصغرة نقول أنه قاعدة المدوريات مع ستة إن شاء الله مع ثمانية فهمتني باش تكون نتيجة إن شاء الله تونس تتحصل على شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم المصغرة الناس الكل وراء الوفد التونسي وخاصة الحكومة الممثلة في سفارة تونس في المجر فاصل إشاري ثم نرجع إلى المباراة الثانية إلى الشوط الثاني مع عبد الرحمن وهيك مشاهدينا الكرام على الوطنية الفضائية الأولى السلام عليكم مجددا في هذا النقل للدورة النهائية لكأس تونس موسم 2015-2016 فترة ثانية بعد جزء أول انتهى بالتعادل 0-0 بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الشوط الثاني بعد لحظات دون تغيير بالنسبة لتشكيلة الفريقين عمار السواح وقيس اليعقوبي يحافظوا على نفس الأسماء اللي بدأت المباراة في الترجي معز بن شريفية إيهاب المباركي خليل شمام شمس الدين الذوادي هشام بالقروي فرجاني ساسي غيلان الشعلالي سعد بكير أنيس البدري آدم الرجابي وطه ياسين الخنيسي
النادي الافريقي فاروق بن مصطفى، بلال العيفة، فخر الدين الجزيري، اسامه الحدادي، حمزه العقربي، وانطلاق الشوط الثاني وسام بن يحيى، احمد خليل، بسام السرالفي، صابر خليفه، ابراهيم شناحي، وجاك بيسان. والكره للكابيتانو قائد الافريقي في هذا الهجوم. نذكر بطاقم تحكيم المباراه هيثم قيرات الحكم الشاب في اول نهائي، والده حكم زوز ادوار نهائيه، مروان السعد الحكم المساعد الاول، وحسين عبد العال الحكم المساعد الثاني. اذا ننتظر الاهداف هيكل في الفتره الثانيه بعد فرص كانت اكثر الترجي بالمقارنه مع الافريقي في الشوط الاول. بلغه الملاكمه، بلغه النقاط، الترجي كان افضل في الفتره الاولى. فتره ثانيه كيف ستكون؟ اسامه الحدادي في كره اولى للنادي الافريقي، احمد خليل يبدل الى حمزه العقربي، العقربي يعاود يرجع لليسار، صابر خليفه، الحدادي عكسيه، التسلل ضد هجوم النادي الافريقي، التسلل الثاني في هذه المباراه بعد 1-1 على مستوى التسللات في الفترة الأولى. تبقى الكرة لأحمد خليل، وسام بن يحيى، نقطة ضعف النادي الإفريقي في الفترة الأولى وسط الميدان. بسام أسرار فيه يحاول يسول، تضرب الكرة في بيسان، ترجع لشمس الدين الذوادي. انطلاقة الفترة الثانية شبيهة بالفترة الأولى، دخول في صلب الموضوع منذ البداية. كرة لهشام بالقروي يلعب مع آدم الرجيبي، 45 دقيقة ثانية في مباراة غير قابلة للقسم على اثنين. اليوم يا خاسر يا رابح، يا متوج يا لا، بين الترجي والنادي الافريقي. كرة من أنيس البدري يرجع لخيلان الشعلالي، الشعلالي يعطي كرة لخليل شمام، آدم الرجيبي يطلع عليه حمزة العقربي، والمخالفة الأولى في الفترة الثانية، والكرة للترجي من الفرجاني الساسي إلى شمس الدين الثوادي، يلعب مع إياب الباركي، الباركي التوسيعة، والكرة بعيدة على آدم الرجيبي، يلحق عليها آدم، ما تخرجش، وما زالت الهجمة للترجي، ويقف دفاع النادي الإفريقي. والعيفة موجود في هذه الكرة وهذه المتابعة، وغيلان مرة أخرى، والترجي دائما في الهجوم. وكرة تضيع على أسامة الحدادي، وتضيع زادة على إياب الباركي في كرة كانت مشابهة لهدف التعادل في الدربي الماضي لشمس الدين الذوادي، وقت اللي خلى الحدادي الكرة للذوادي وحطها في مرمى عاطف الدخيلي. المرة هذه إياب الباركي يضيع بعد هذه التوسيعة المليمترية على المقاس من غيلان الشعلالي. النادي الافريقي اخر كأس مع مدرب تونسي، واليوم على البنك تونسي اسمه قيس اليعقوبي. الكأس تعود لماضي عنده 43 سنة، عام 73 مع جمال الدين بوعبسة، موسم الثنائي والنهائي امام مستقبل المرسى، واحد بلاش بونتو غدارة، منصف الاخويني. اخر تيتر في الكأس للترجي مع فني تونسي هو عنوان اخر لقب اميرة 2011 نبيل معلول، موسم الثلاثية، نهائي امام الاطوال، واحد بلاش، هدف اسامه الدراجي. ترجع الكره الترجيه لشمس الدين الثوادي، الثوادي يلوج على حل في وسط الميدان، يلقى سعد بقير يلعب الواحد اثنين مع طه ياسين الخنيسي، العقربي مع فخر الدين الجزيري، واقفين مليح في دفاع الافريقي. الافريقي بدا بالحذر، والترجي هو الى حد الان الماسك بزمام الامور على مستوى صنع الهجمات السانحه للتهديف. شمس الدين الثوادي مع خيلان الشعلالي مرة أخرى، فرجاني الساسي، ساسي الذوادي، الذوادي الإفريقي، البلوك بتاعو با، والترجي يحاول يجيد الثغرات، وليس البدري يستعمل السرعة بتاعو في الكرة هذه، على الخنيسي، الخنيسي يحاول يصوب، هدف أول للترجي، طه ياسين الخنيسي، الخنيسي يعيش بالأهداف، الأكسجين بتاعو البنتوات لا يهدأ له بال إلا لما يسجل. طه ياسين الخميسي، طه ياسين قال هداف الترجي في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني، 12 بونتو في البطولة، وهذا الخامس في الكأس. الخميسي من كرة كانت من أنيس البدري، شوف الإعادة، شوف الصورة، شوف المشهد، الخميسي الرؤية كانت مسكرة أمام
فاروق المصطفى البدري هو اللي صنع الكره نتاع الهدف. الخليصي بذكاء كبير برشا باليمين باليسار يروض ويصوب يخالط ارضيه الحارس فاروق المصطفى امام كفوياش كان كبير برشا قدام الجول قدام فاروق المصطفى يفتتحها ياسين الخليصي في الدقيقه 50. صحيح وقلنا يلزم هدف باش يغير معطيات المباراه ويرفع نسق المباراه. الهدف من جانب هداف قناص وصانع تأهل الترجي الرياضي التونسي أمام النجم الرياضي الساحلي أمام الملعب الجيبسي. هداف الترجي في الرابطة المحترفة الأولى طه ياسين الخنيسي في الشوط الأول كان نيسى البدري بنفس الوضعية تصدى فاروق بن مصفى وهذه المرة طه ياسين الخنيسي بحنكة قلب الهجوم يتمكن من مغاطى الحارس فاروق بن مصفى. هدف أول يشعل المدرجات لكن مباراة ديربي فيها معطيات فيها تشويق فيها نكهة. إذن الأسبقية للترجي الرياضي التونسي مع انطلاق الشوط الثاني وطه ياسين الخنيسي للعب أدوار نهائية هنا في الملعب الأولمبي برادس يؤكد أنه حاليا أحسن مهاجم في الترجي الرياضي التونسي صاحب ثنائية ضد الملعب الجيبسي. هدف حاسم ضد النجم الرياضي الساحلي و12 هدف في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كان هجوم أول للأفريقي ثم أنيس البدري يعتبر صاحب تمريرة حاسمة بالنسبة لأسبقية الترجي الرياضي التونسي في لقاء الأجوار ومخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد كرة قريبة من مناطق الأفريقي أكيد معطيات مغايرة ونسق آخر باش يعرفوا اللقاء بعد ما تسجل هدف في هذا الموعد الهام نهائي كأس تونس لكرة القدم. فاروق بن مصفى في الشوط الأول وبعض التصديات الحاسمة أبرزها أمام آدب أرجيبي لكن كان مسكي وأيضا المباختة من التصويبة من جانب طه ياسين الخنيسي وأحداث الفارق للترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأولى للفترة الثانية. وأنيس البدري أحسن بداية مع الترجي الرياضي التونسي على انطلاقة الشوط الأول. في الأثناء الكرة لإيهاب المباركي أمام مسمى الحدادي مباشرة الكرة للأفريقي والحارس فاروق بن مصفى. إذن معطى في الشوط الثاني أسبقية طه ياسين الخنيسي ولقاءات الكأس كلها تشويق لقاءات خاصة. صابر خليفة للنادي الإفريقي مباشرة ترجع لإيهاب المباركي ثم غيلان الشعلالي أنيس البدري كرة في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي مباشرة المحور هشام بالقروي وسط الميدان فرجاني ساسي. فرجاني ساسي للترجي الرياضي التونسي والتدرج من الجهة اليسرى وادم رجيبي. ادم رجيبي يختار التصويب. ادم رجيبي على مارتين. ادم رجيبي ثاني اهداف الترجي الرياضي التونسي الهدف الثاني في اقل من 10 دقائق في الفترة الثانية. بداية قوية بداية ناجعة بداية ناجحة للترجي الرياضي التونسي بالنسبة للفترة الثانية من مجهود فردي من هدف صنعه آدم رجيبي. توغل تصويبة أولى ترجع له الكرة ثم تصويبة ثانية في شباك الحارس فاروق بن مصفى. إذن مضاعفة النتيجة بعد الهدف الأول المسجل من طه ياسين الخنيسي يلقى المحور يلقى لكس آدم رجيبي. شاهدوا الإعادة من مختلف الزوايا. بداية قوية في الشوط الثاني لتشكيلة المدرب عمار السويح طه ياسين الخنيسي ثم آدم رجيبي هدفين مقابل صفر تقريبا في العشر دقائق الأولى للشوط الثاني في نهائي كأس تونس لكرة القدم 2015-2016. كانت كرة أولى لطه ياسين الخنيسي باغت فاروق بن مصفى ثم كرة وصلت لآدم رجيبي من الجهة اليسرى محاولة أولى محاولة ثانية وترجي متقدم بهدفين. هيكل أول هدف لآدم رجيبي في مسابقة الكأس هذا الموسم مع الترجي وكرة أخرى لسعد بكير والنادي الإفريقي تأثر برشا نفسيا بالهدف الأول الشعلالي بكير والتدخل من حمزة
حمزه العقربي على الترجي، هجان كبير، تسونامي من الهجمات من الفرص السانحه للتهديف في 9 دقائق في الفتره الثانيه، زوز اهداف ترجيه الخميسي والرجابي، 14 هدف الى حد الان في الاميره، منهم 5 لطه ياسين الخميسي والترجي، مقبل كان هدف واحد لهذه المسابقه، هدف الملعب الكافسي في الدور النصف النهائي من ضربه جزاء، قوه وصلابه دفاعيه النادي الافريقي يعود من خلال هجمه ابراهيم الجريحي وكره والتدخل من معز بن شريفيه، الافريقي سجل 7 وقبل 4 بثنائيه الترجي في الدور النهائي، النادي الافريقي في هذه المسابقه ببصمه فنيه تونسيه في الكاس، نبيل الكوكي دور 16 والثمن النهائي، وقيس اليعقوبي في الكار والدومي، وقيس اليعقوبي باش يعدل على مستوى التشكيله والاسماء المنياوي والوسلاتي في قادم اللحظات باش ياخذوا مكانهم في التشكيله، كره من وسام الحدادي، الدربي مازال نهائي الكاس لا يقبل القسم على 2 ولا يمكن ان ينتهي بنتيجه التعادل، معطيات جديده في هذا الشوط الثاني باخذ الاسبقيه للترجي في مناسبتين، الاولى لهذا للخميسي ولد ليكون عاشقا للشباك، اصرار في خارج الموضوع في الفاينل اليوم في اول دربي، عمل عليه برشا جمهور النادي الافريقي، لم ياتي بسام في حواره مع شمام في الفتره الاولى وبدايه الشوط الثاني، يدخل عماد المنياوي ويخرج بسام اصرار فيه ويخرج البنيني شاك بيسون، 3 مقابلات 0 في الكونتور في عداد الهدافين مع النادي الافريقي الى حد الان، ويدخل عبد القادر الوسلاتي، اليعقوبي ما عاد عنده ما يخسر، يعمل 2 تعديلات، كره من وسام بن يحيى يطول عماد المنياوي مع عبد القادر الوسلاتي، ترجع الكره لوسام بن يحيى، بن يحيى مع ابراهيم الشنيحي، الشنيحي كره والتدخل، صلابه دفاعيه من شمس الدين، ترجع الكره للنادي الافريقي، مره اخرى ابراهيم الشنيحي والخيلان الشعلالي، التكليك الى فخر الدين الجزيري وسام الحدادي، النادي الافريقي باش يطلع، وصابر خليفه ياخذ المهمه لهذه الكره ويربح التماس، توش للنادي الافريقي في توقيت 58 دقيقه لعب في المباراه، 2 بلاش للترجي، كره من وسام الحدادي، الحدادي طول لعبد القادر الوسلاتي، ممكن اكثر حيويه لوسط الميدان بدخول عبد القادر الوسلاتي، الحدادي يخسر الكره ويربح من خلالها تماس اخر مع غيلان رجل وسط الميدان في المباراه الى حد الان، ربح تقريبا كل الحوارات الثنائيه عبد القادر الوسلاتي، فنيه مع وسام بن يحيى يعطي اسبقيه اللعب، ما فما شيكيرات، ترجع لفخر الدين الجزيري، الحدادي مع احمد خليل، كره تهرب وتبعد على عبد القادر الوسلاتي، جميله خرافيه سينمائيه هذه اللقطه الفنيه من ادم الرجيبي، تتعكس الهجمه، سعد بكير مع الخنيسي على اليسار، بكير يصوب كان اناني في الكره سعد بكير، ما زالت الهجمه للترجي، لكن فما رفع رايه متسلل طه ياسين، الخنيسي وسعد بكير كان امام امكانيه تسجيل الهدف الثالث، لو ممكن مرر لطه ياسين الخنيسي، يتحسر الخنيسي على هذه الكره والمخالفة لفاروق بن مصطفى، يرفع طويلة عماد المنياوي يضيع الكنترول، ترجع لغيلان الشعلالي موجود في كل شبر من الميدان إلى أنيس البدري، البدري ممهد صاحب الأسيست نتاع الهدف الأول، كرة من غيلان يبدل اليسار إلى آدم الرجيبي، الرجيبي مع حمزة العقربي بهدف فيه برشا قوة وبرشا دقة، وكرة ثانية تأتي من سعد بكير لطا آدم الرجيبي، يتدخل دفاع النادي الإفريقي، تغيرت المباراة، اشتعل الحوار وكرة والمخالفة يرجع لها هيثم كيرات للترجي، بعد هذه المخالفة الأخيرة والتدخل الأخير اشتعل الحوار بعد كرة غيلان الشعلالي يربح مخالفة للترجي، يحبذها كثيرا كذلك سعد بكير، هذه الكرات وأصبحت في الشوط الثاني مباراة أخرى، فاروق بن مصطفى
بعد ما تصد المحاولتين في الفترة الأولى زوز كرات كانت مخادعة، الأولى من الخميسي والثانية من رجايبي، وعلي العابدي باش يكون ثالث التغييرات بالنسبة لقيس اليعقوبي. الكل في الكل فيما تبقى من وقت وما تبقى من هذا الحوار في درب العاصمة في نهائي الكأس ونهائي الأميرة بعد ساعة لعب بالضبط 2-0 للترجي. تشويق كبير هيكل ومعطيات مغايرة بالمقارنة مع الشوط الأول، ورئيس الجمهورية سيد بيجي قايد السبسي يشرف على هذا الدور النهائي، وأكيد سيسند وأيضا أيضا يمنح الكأس إلى الفريق الفائز بآخر الأوقات وأكيد في الوقت القانوني أو الوقت الإضافي بالنسبة لموسم 2015-2016. ورئيس الجمهورية يشرف على هذا العرس الكروي والدور النهائي بجمهور الأفريقي والترجي الرياضي التونسي. وضعية مغايرة عشناها في الشوط الثاني بالمقارنة مع الفترة الأولى، إعادة للمخالفة اللي تحصل عليها من مختلف الزوايا، الإعادات لمخالفة غيلان الشعلالي، وهذا هو الهدف الثاني المسجل من آدم الرجيبي في أول نهائي مع الترجي الرياضي التونسي، لاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي، وسجل في مرمى حارس يعرفه جيدا، لعب معه برشا في النادي الرياضي البنزرتي. الأميرة الجديدة، من سيفوز بها؟ من سيرفعها؟ هذه الكأس، كأس تونس لكرة القدم، لها نكهة خاصة بعد مرور ساعة لعب في هذا اللقاء. مخالفة للترجي الرياضي التونسي والتغييرات للمدرب قيس اليعقوبي، سنتابع منحى ومسار هذا اللقاء بين الأفريقي والترجي الرياضي التونسي. مخالفة من تنفيذ الاختصاصي سعد بقير، متابعة فاروق بن مصفى وسعد بقير، وانتظار التنفيذ من سعد بقير. ترجع من دفاع الأفريقي بالتحديد من حمزة العقربي، والتفطن بتبع أكيد حتى في التمارين التدرب على عدم تمكين سعد بقير من وضع الكرة فوق الجدار. لاعب محنك يسجل بوضعيات مختلفة وفي زوايا مختلفة، وبعد قليل كما قلت هيكل علي العابدي اللاعب السابق للترجي والشبيبة القيروان، واختيارات المدرب قيس اليعقوبي. كرة في مناطق الترجي الرياضي التونسي، المساندة من أسامة الحدادي والتوزيع في المحور مباشرة 6 أمتار للترجي الرياضي التونسي. وحاليا التغيير في تشكيلة فريق باب جديد، حمزة العقربي الظهير الأيمن يغادر الميدان، لاعب الموسم الفارط كانوا كله مشاكل صحية بالنسبة لحمزة العقربي ومضاعفات الإصابة بعد إجراء عملية جراحية أولى. علي العابدي لعب أنتر، معناها يلعب في الرواق، ولعب عنده أيضا نزعة هجومية. وسام بن يحيى سيتكفل بخطة الظهير الأيمن في النادي الإفريقي بعد خروج حمزة العقربي في وسط الميدان، يصبح أحمد خليل كلاعب ارتكاز، وعلى يساره علي العابدي وعلى يمينه عبد القادر الوسلت. هذه التركيبة الجديدة للإفريقي، يرجع يلعب قيس اليعقوبي بالأربعة 4-2 في شكل لوزانج في وسط الميدان. صحيح، ومش غريب على وسام بن يحيى، الجهة اليمنى لدفاع الإفريقي تعود أن يكون أحد الحلول من الجهة اليمنى. في الأثناء الترجي الرياضي التونسي وغيلان الشعلالي مع عبد القادر الوسلاتي نشوفوا الحوارات التكتيكية. يرجع عبد القادر الوسلاتي في التغطية مع متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي اللي أصبح أحد الركائز، واسترجع كامل إمكانياته ومنح ثقة المدرب عمار سويح. واضح الدربي أنه يحسم بمهارات فردية، بإكسبلوا، بإبداعات على مستوى الإمكانيات الفنية والتكتيكية للاعبين، ونضج تكتيكي هام جدا في لقاءات الديربي. ونذكر مباراة الذهاب كانت مباراة ممتازة تسابق وتلاحق على مستوى الأهداف في البطولة في أكتوبر 2015، والنجاعة هي فقط تحسم مسألة الديربي بين الترجي والإفريقي. ديربي ما يعرفش حقيقة، معناها قبل حقيقة الميدان، وما يعرفش معناها فريق عنده حظوظ
وفرة قبل الدربي حقيقة الميدان فقط بالنسبة للدربي بين الترجي والإفريقي، وعكس الهجوم لسعد بقير والترجي الرياضي التونسي، والكرة في مناطق الجزاء ويبعدها أسامة الحدادي لاعب الخبرة من توزيعة خاطئة من جانب سعد بقير بعد التوغل في مناطق الإفريقي اللي عنده حلول هجومية مع إقحام عماد المنيوي وكذلك الوسلتي، والكرة مباشرة إلى أسامة الحدادي والتغطية من دفاع الترجي. اللعب في توقيت 65 دقيقة، لعب 2-0 للترجي وكرة للنادي الإفريقي من علي العابدي في أول ظهور رسمي له ضد فريقه السابق الترجي. لم يسبق له لعب الدربي بزي الترجي أو الدربي لعلي العابدي. وقيس اليعقوبي وجماهير النادي الإفريقي تنتظر في عودة فريقها في المباراة من خلال تذليل الفارق. جمهور الترجي يتغنى بفريقه ويساند لاعبيه بعد هذا التقدم. الآن قيس اليعقوبي يعدل على مستوى الرسم التكتيكي من 4-3-3 ل 4-4-2. لوزانج في وسط الميدان، ثنائي الهجوم يصبح عماد المنياوي والصابر خليفة، تحتهم إبراهيم الشنيحي، الوسلتي على اليمين، العبدي على اليسار، خليل أكسيال، ورباعي الدفاع يتخير بعودة وسام بن يحيى للظهير الأيمن مكان حمزة العقربي، لعيب الجزيري وأسامة الحدادي، عمار السويح في ثالث دربي 2-2 في الدربيات السابقة. زوز انتصارات يحافظ على نفس المعطيات التكتيكية بال 4-2-3-1 ونفس الأسماء اللي جابت زوز أهداف إلى حد الآن. كرة من غيلان الشعلالي ترجع لشمس الدين الذوي، يطول إلى آدم الرجابي مع وسام بن يحيى، وسام يربح الدويل وكرة تعود للترجي من خلال هذا التماس بسرعة التنفيذ. غيلان الشعلالي يعطي كرة إلى الفرجاني الساسي، فرجاني مع خليل شمام، كرة ترجية تبنى من وسط الميدان. الرجابي يعطي للشعلالي، يبدل فما برشا مساحات في وسط ميدان النادي الافريقي. ابلن باركي مع انيس البدري، البدري مع كره الهدف والباس نتاع البونت الاول لم نشاهد البدري اللي تحرك في الثانيه هذه في اللحظه هذه وجاب مخالفه هيثم كيرات، والمخالفه للترجي. كيرات من مواليد 13 نوفمبر 90، ولد الوز يطلع عوام، ابن الحكم الدولي السابق هشام اللي سبق له هو كذلك بيصفر الدربي في مناسبة واحدة في البطولة 2001، التعادل 1-1، وهيثم صفر دربي البطولة في بالتعادل 2-2، سابقة أولى في التحكيم التونسي. الأب والابن يصفروا دربي العاصمة في البطولة والكأس. وكرة للترجي من مخالفة أخرى، خيلنا الشعلالي يستعد للتنفيذ، والحوار أصبح كبير برشا بين فاروق بن مصطفى ومهاجمي الترجي في هذه الكرات الثابتة. وسعد بقير هو اللي يتكفل بالتنفيذ، ومرة أخرى تضرب في الجدار وخيلان كورتو بعيدة على الكرة على هجوم الترجي من مخالفة من خيلان الشعلالي وسعد بقير بسرعة تنفيذ من فاروق بن مصطفى. سعد بقير ترجع الكرة إلى أنيس البدري مع علي العابدي، والكرة تخرج تعود ترجية من جديد. الترجي اللي عنده الركور التونسي في التتويج بالكأس 14 مرة، النادي الإفريقي الوصيف على مستوى التتويجات في البالماريس ب 11 لقب. إعادة بالصورة البطيئة لتصويبة بقير ثم غيلان، سعد يبدل كليا اللعب لخليل شمام، شمام المنياوي يرجع، وسام مع آدم الرجابي في دويل جديد برشا في الفترة الثانية. التالوناد من أنيس البدري ما تنجعش، ترجع الكرة لعماد المنياوي. النادي الإفريقي يلقى في صعوبات كبيرة برشا في بناء الهجمة، في الخروج بالكرة والتنقل من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. كرة لإبراهيم الشناحي مع هشام بالقروي، دفاع الترجي ما تعبش برشا في مباراة اليوم. كرة تعود للإفريقي من جديد من عماد المنياوي، يحاول التوزيع لكن بعيدة، كرة عماد بعيدة تخرج تمشي للتماس للترجي. لم يستثمر هذه الهجمة عماد المنياوي بالكيفية المطلوبة. وعز بن شريفية إلى حد الآن ما فما تقريبا ولا كرة خطيرة على مرماه. ترجع من إيهاب المباركي، الترجي
عرف كيفاش يتحكم في مجريات ونسق المباراة، خاصة علي العابدي، كرة لأحمد خليل، خليل يعول على الشبان النادي الإفريقي في هذه الفترة الثانية من أجل إعطاء حيوية أكثر ونشاط أكثر وروح أكثر وجرينتا أكثر من اللي تعدوا بها في الفترة الأولى. سعد بقير لمسة إلى آدم الرجابي، سريع للرجابي، مصدر الخطورة، آدم الرجابي حاول التصويب، دفاع الإفريقي يتصدى في مناسبة أولى، بقير يعاود يرجع للعابدي وكرة تعود لدفاع النادي الإفريقي قبل بالضبط 20 دقيقة لعب من نهاية زمن هذه المباراة في 90، والترجي لا يزال يتقدم بهدفين لصفر. أسبقية حاسمة إلى حد الآن بعد الأهداف المسجلة من طه ياسين الخنيسي وآدم الرجيبي، ورغم التغييرات إلى حد الآن من جانب المدرب قيس اليعقوبي والتغيير أيضا على مستوى الرسم التكتيكي في الميدان، وصابر خليفة يسعى لتذليل الفارق النادي الإفريقي حاليا، والمحاولة من عبد القادر الوسلاتي وترجع لسعد بكير، الترجي يرد وأيضا رد الفعل عبر الهجمات المعاكسة واستغلال صعود الظاهرين، وأيضا أبرز اللاعبين في هجمات الإفريقي سعيا لتذليل الفارق. إيهاب المباركي للترجي الرياضي التونسي، دقيقة 71 في لقاء الأجوار والدور النهائي، وأسبقية العشر دقائق الأولى إلى حد الآن حاسمة من جانب الترجي الرياضي التونسي، آخر الوافدين من جانب الإفريقي علي العابدي اللي سبق له باش تقمص زي الترجي. بالنسبة لقيس اليعقوبي هو رقم 15 اللي كان كلاعب وأيضا كمدرب يشرف وأيضا يدير النادي في نهائي كأس، بعد ما أيضا خاض النهائي كلاعب 1989 مباراة الترجي والإفريقي، وقيس اليعقوبي كان مصدر الهدف اللي مكن الإفريقي 1990 من الإحراز على لقب البطولة. الكرة للترجي الرياضي التونسي وما توصلش إلى آدم الرجيبي، ومحاولات الإفريقي في عكس الهجوم والتركيز على عماد المنيوي، عبد القادر الوسلاتي وصابر خليفة، والتدخل من هشام بالقروي أكيد يعرف ميزة خاصة صابر خليفة اللي معاه فاز بالبطولة 2015. ذكروا أنه صابر خليفة تحصل على ورقة صفراء قبل الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، وبرنار بولبوا كتدعيم للهجوم من جانب المدرب عمار صويح الشيخ ومكانه بعد قليل أسامة الحدادي، كرة في محور الترجي الرياضي التونسي والتغطية حاسمة قبل ما توصل إلى صابر خليفة، لعب قادر أيضا علي العابدي على تغيير المعطيات، وأول ركنية يتحصل عليها النادي الإفريقي 1-1 في الركنيات بعد 73 دقيقة لعب تحت الركنية الأولى للنادي الإفريقي. تأكيد على النجاح التكتيكي بالنسبة لهذه المباراة وقيمة الحوارات وأيضا قوة الدفاع. شفنا في الشوط الأول محور دفاع الإفريقي قام بمجهود كبير لتفادي أحداث الفارق للترجي، لكن في الشوط الثاني المباغتة من طه ياسين الخنيسي وآدم الرجيبي، وفي الأثناء بلبوا بشيخ مكانه في التشكيلة، صابر خليفة مباشرة المحاولة، كرة جانبية خطيرة من جانب قائد الإفريقي كابيتانو الإفريقي صابر خليفة، لاعب السابق لإيفيون أولمبيك مارسيليا خاصة، وخاض نهائي مع الترجي الرياضي التونسي بذكاء، هذا هي الخصال متاع المهاجمين، ممتاز ذكي برشا صابر خليفة بداخل الرجل اليمنى، الكرة قريبة برشا من القائم ومن زاوية أخرى يخلي بلال العيفة لصابر خليفة، وفي الأثناء ننتظر التغيير في الترجي الرياضي التونسي من اختيارات المدرب عمار الصويح مع اقترابنا من ربع ساعة الأخير في هذا اللقاء بين الترجي والإفريقي. وآدم الرجيبي هو الذي سيغادر وسيقع إقحام برنار بولبوا النيجيري. قراءات تكتيكية بالنسبة لمسار اللقاء، قلت قبيلة هيكل بالنسبة لأحمد خليل هو الوحيد أكسيال في وسط الميدان، أكيد مجازفة خاطر مطالب بالتسجيل المدرب قيس اليعقوبي والنادي الإفريقي، والمحاولات متواصلة بعد كرة مسددة من صابر خليفة لاعب الخبرة، مباشرة الإفريقي وسام بن يحيى كظهير أيمن المحاولة لمتوسط ميدان غازيانتيب و
أيضا مرسن في تركيا. إذن التغيير من جانب الترجي الرياضي التونسي، برنار بولبوا اللي خذا مكانه في الشوط الثاني أمام الملعب الجيبسي، هذا هو التغيير. ننتظر، واضح الإصابة لصاحب الهدف الثاني في هذه المباراة مشاهدينا، آدم الرجيبي صاحب الهدف الثاني في الدقائق الأولى للفترة الثانية في هذه المتابعة للقاء أجوار نهائي أول بين الفريقين منذ 2006. 4 أهداف كاملة، هذا انذار الحكم هيثم جيرات، واضح اعتبر ثم محاولة لإضاعة الوقت من جانب آدم الرجيبي. وبرنار بولبوا النيجيري ياخذ مكانه في التشكيلة، وإعادة من جديد لثاني أهداف الترجي، الإمضاء لآدم الرجيبي المنتدب وأول موسم مع الترجي الرياضي التونسي وأول هدف النهائي. أول هدف لآدم الرجيبي في تربية العاصمة بالمثل بالنسبة لطه ياسين الخميسي على الدقائق الأخيرة، آخر ربع ساعة في المباراة في التسعين لو تنتهي بمثل هذه الكيفية، لو يعد الفريق يمشي للحصص الإضافية، لو يتواصل القطع المقطوع ضربات الجزاء. ننتظر هذا الحوار الخاص بالدورة النهائية لكأس تونس الغير قابل للقسم على اثنين، كرة وجماهير النادي الافريقي واشعال الشماريخ والتشجيعات ودفع معنوي لفريق رغم التأخر في النتيجة بهدفين لصفر. كرة من سعد بقير، تبقى الكرة لبرنار بولبوا، بولبوا كرة للفرجاني ساسي، يبدل يعني البدري، البدري مع الحداد يدخل المنطقة، البدري يحاول يصوب، كرة تضرب في الدفاع وترجع لابراهيم الشناحي، يعكس الهجمة على الجزائري ولد العلمة ابراهيم الشناحي، كرة مع صابر خليفة والمخالفة للنادي الافريقي والبطاقة الصفراء الثالثة الترجية للفرجاني ساسي بعد أولى لطه ياسين الخميسي، الثانية لآدم الرجيبي والثالثة للفرجاني ساسي. زوج بطاقات صفراء بالنسبة للنادي الافريقي، الحارس فاروق بن مصطفى والمهاجم صابر خليفة. يبقى شمس الدين الذوادي، التعب نال من اللاعبين في هذه المباراة في بداية موسم في فترة تحذيرات ما بين موسم وآخر بين 2015-2016 و2016-2017، نهائي تونس للكأس، نهائي الأميرة في فترة صعبة. عمار السويح في مثل هذا اليوم من السنة الماضية تعاقد بصفة رسمية مع الترجي الرياضي بعد عام كامل وصيف البطولة، نهائي الكأس وانسحاب من كأس الاتحاد الافريقي في مباراة البراج. الأحباء ولا نريد أن تكون هذه الخاتمة بمثل هذه الطريقة، المباراة هي عرس لكرة القدم التونسية، والمباراة ستستأنف بعد إخراج قلب دفاع الترجي شمس الدين الذوادي في 78 دقيقة. أسامة الحدادي يرفع كرة طويلة، يبحث عن بلال العيفة هداف النادي الإفريقي في الكأس بهدفين، واحد أمام الاتحاد الرياضي بن قردان في الدور 16 والثاني أمام المستقبل الرياضي من مرسى، بوابة التأهل والتواجد اليوم في هذا النهائي. كرة من معز بن شريفية، يرجع شمس الدين الذوادي، عمار السويح مازال عنده زوج بطاقات بديلة، اليعقوبي استنفذ كل التغييرات بخروج العقر بإصرار في بيسان ودخول العابدي الوسلاتي والمنياوي، والكرة في الوسط بين عبد القادر الوسلاتي والفرجاني الساسي إلى عماد المنياوي، أحمد خليل أسبق منه خيلان الشعلالي، ترجع الكرة للترجي، لمسة اليد كانت واضحة بقرار من قاضي المباراة وسام بن يحيى كان هو صاحب اللمسة الأخيرة، بدا في الوسط يكمل المباراة كظهير أيمن، اختيارات قيس اليعقوبي، هذه الكرة والعملية الأخيرة، ضربة الكرة في الفرجاني الساسي، ترجع الكرة للنادي الإفريقي من صابر خليفة، خليفة يخسر الكنترول ويخسر الكرة ويضيع الهجمة على النادي الإفريقي والنيجيري، بولبوا يبني هجمة جديدة للترجي، يبني بولبوا كرة لبرنار، برنار يحاول الدخول والتصويب، وفخر الدين الجزيري يقول أنا موجود بهذه الكرة، الترجي
استحوذ وملك اليوم منطقة وسط الميدان اللي كانت هي المفتاح والرمز لهذه المباراة. وهذا الحوار فاروق تألق في الشوط الأول لكن لم يجد الحل في الفترة الثانية أمام تصويبات الخنيسي والرجابي. وهذه كرة أخرى مخادعة كادت تكون من طه ياسين الخنيسي للحارس فاروق بن مصطفى. الأفريقي يحاول لكن إلى حد الآن دون نجاعة ودون تجسيم. وكرة من فاروق بن مصطفى إلى علي العابدي لمسة لصابر خليفة صاحب أبرز فرصة في المباراة قبل 10 دقائق على النهاية. والنادي الأفريقي لا يزال يتأخر في النتيجة بهدفين مقابل صفر. التماس للدولي أسامة الحدادي للأفريقي. مباراة بين أخصائي الكأس في تونس بدون منازع حسب الأرقام والتاريخ والسجل على مستوى التواجد وأحراز الكؤوس في الدورة النهائي. إلى حد الآن الأسبقية للترجي الرياضي التونسي والأفريقي أكثر فريق خاض الدورة النهائي في تونس. وقبل منذ 30 سنة تقريبا كان هو أكثر فريق عنده كؤوس. حاليا الترجي هو صاحب رقم القياسي 13 بعد الاستقلال. والنادي الأفريقي 11 كأس إلى حد الآن والحوار دائما يوفي بوعوده بالنسبة للأفريقي. والترجي الرياضي التونسي محاولات لتذليل الفارق لفريق باب جديد بعد التغييرات الهجومية بالأساس. عبد القادر الوسطي عماد المنيوي وعلي العابدي يمشي مباشرة إلى الجهة اليسرى لرواق وهجوم النادي الأفريقي. في المقابل تغيير مركز بمركز للمدرب عمار الصويح برنار بولبوا مكان آدم أرجيبي. أحمد خليل يخو مسؤولية وسط الميدان والتوزيع مباشرة إلى عبد القادر الوسطي لاعب صادق لأتلتيكو مدريد وفريق نومانسيا في الدرجة الثانية الإسبانية لكرة القدم. الأفريقي يحاول أنيس البدري والكرة ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. أول مباراة وشوط أول ممتاز وتمريرة حاسمة للاعب القادم من رويال موكران البلجيكي واللي خاض أول مباراة مع المنتخب التونسي أمام منتخب التوغو في مارس الماضي. الأفريقي يسعى ويضغط في مناطق الترجي الرياضي التونسي. مع دخولنا في العشر دقائق الأخيرة للوقت القانوني تبعتم معنا التغطية الكاملة لهذا الدور النهائي نهائي كأس تونس لكرة القدم 2015-2016. الحضور الجماهيري للأفريقي والترجي الرياضي التونسي والأسبقية بأهداف طه ياسين الخنيسي وآدم أرجيبي. إذن بعد قليل لياس الجلاسي باش ياخذ مكانه في تشكيلة الترجي كتغيير إضافي للمدرب عمار الصويح. متابعة لهجوم الترجي والمخالفة لطه ياسين الخنيسي من إشارة من الحكم المساعد الأول مروان سعد. سيد رئيس الجمهورية البلجي قايد سبسي يشرف على هذا العرس الكروي من المنصة الشرفية للملعب الأولمبي بيرادس. وبعد نهاية المباراة سيسلم الكأس للفائز. الكرة مباشرة للنادي الأفريقي والحارس فاروق بن مصطفى. الموسم الفارط الأشهر الأخيرة عاطف التخيلي كان الحارس الأول وحالياً التغيير في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. لاعب صانع ألعاب الياس جلاسي يلعب كذلك على الرواق ويخو مكان سعد بقير اللي يخوض النهائي الثاني على التوالي في سجله الشخصي. الموسم الفارط مع الملعب الجبسي ضد النجم الرياضي الساحلي واليوم على الترجي ضد الأفريقي بعد انضمامه للترجي الرياضي التونسي. الكرة مباشرة في مناطق الأفريقي يبعدها بلال العيفة ترجع للنيجيري برنار بولبوا. تمريرة قصيرة للقائد خليل شمام. التركيز على الجهة اليسرى يمشي أنيس البدري مباشرة برنار بولبوا في مناطق الأفريقي. برنار بولبوا والتغطية التغطية من جانب الأفريقي وانذار ضد برنار بولبوا. انذار جديد في رصيد الترجي الرياضي التونسي موجه من الحكم هيثم جيرات. كانت محاولة من الجهة اليسرى لهجوم الترجي شبيهة بمحاولة آدم الرجيبي
ونقترب من نهاية الوقت القانوني للقاء الترجي والإفريقي. قلت في الأدوار المتقدمة نصف النهائي أو ثمن النهائي وربع نهائي عادة ما تكون الأسبقية للإفريقي على مستوى الدور النهائي. حاليا الأسبقية في الأدوار النهائية للترجي الإفريقي هكا تقول الأرقام إلى حد الآن قبل نهاية اللقاء. أوفى بوعوده كالعادة، كل لاعبين يعطيو ما عندهم في لقاء أجوار، ما نجموش يدخروا جهد في مثل هذه اللقاءات. وحاليا مخالفة للترجي هيكل. المخالفة بعد تدخل بلال العيفة على طه ياسين الخنيسي خمسة دقائق قبل نهاية التسعين. بلال العيفة في حوار مع الحكم الدولي هيثم قيرات في أول سنة دولية هذا الحكم 26 سنة تقريبا، والمخالفة تعود للترجي بعد التدخل. وهذا العرض البطيء للكرة الأخيرة بين بلال وطه ياسين، وهذه كرة الهدف الأول لياسين الخنيسي، تصويبة بعد ترويض باليسار باليمين قوية، عرضية تباغت الحارس فاروق بن مصطفى. أول هدف لياسين في دربيات العاصمة والهدف الخامس وهدف الكأس. طه ياسين الخنيسي ثاني أفضل هدف في البطولة بعد علي معلول ب 16 هدف، 12 جول بالنسبة لطه ياسين الخنيسي، 17 بونتو، حصيلة محترمة جدا للدولي التونسي في موسم العودة للديار الترجية للعائلة الأولى بعد تجربة النادي الرياضي الصفاقسي في 3 مواسم الماضية. كرة ستعود للترجي الدقائق واللحظات الأخيرة، كم هي صعبة على أحباء الفريقين، على أحباء الإفريقي من أجل العودة، ولما لا والمستحيل قد يكون أحباء الإفريقي. ليس صعب على الأحمر والأبيض وصعبة كذلك على أحباء الترجي، لأن الدقائق الأخيرة تمر وكأنها سنوات لتتويج الفريق بهذا التقدم الآن إلى حد الآن بهدفين مقابل صفر. كرة أخرى للترجي وتغيير آخر، ثالث الأسماء سيكون آخر الهدفين في درب البطولة الماضي. هيثم الجويني مكان ممكن، طه ياسين الخنيسي مركز بمركز، وتغيير آخر لعمار السوايح بعد خروج الرجابي وبقير ودخول بربوا والياس الجلاسي. كرة لإيهاب المباركي، المباركي لمسة مع الجلاسي، الياس الجلاسي وكرة وثراء الرصيد البشري للترجي الرياضي التونسي. شمس الدين الذوادي مع أنيس البدري في أول مباراة لم يظهر بالشكل الجيد في كامل الفترات، لكن على مستوى النجاعة والفاعلية كان خاصة هام جدا في الهدف الأول والباس لطه ياسين الخنيسي. كرة أخرى لأسامة الحدادي، الدقائق تمر والتغيير الثالث يخرج هدف الترجي. طه ياسين الخنيسي ولد ليكون عاشقا للشباك، الأكسجين متاعه هي الأهداف، يعيش بالأجوال. طه ياسين الخنيسي مولود جديد كمهاجم في كرة القدم التونسية، مستقبل كبير ينتظر هذا اللاعب، خاصة إن شاء الله مسيرة محترمة مع المنتخب الوطني التونسي. كرة لبرنار بولبوا، الضغط من أحمد خليل، تعود الكرة لخليل شمام، اكتفى اليوم بدور دفاعي فقط. فخر الدين الجزيري يرتبك، وكرة من جلاسي يضيعها الياس، ترجع لفاروق بن مصطفى، ترجع الكرة للنادي الإفريقي، يلعب ضد الوقت ويلعب ضد النتيجة. دقيقة ونص لنهاية التسعين، كرة من فاروق يرفع طويلة، كرة بين علي العابدي وفرجاني ساسي، ترجع طويلة من هشام بالقروي، فخر الدين الجزيري. النادي الإفريقي ما فما حتى ردة فعل ما عدا كرة صابر خليفة للعودة في النتيجة. وهذه كرة من الياس الجلاسي، يرفع الياس على القائمة الثانية بعيدة، كانت على الفرجاني ساسي أو هيثم الجويني، والكرة تخرج للتوش للنادي الإفريقي. التماس، التوزيعة من الياس الجلاسي العرضية بعيدة على هيثم الجويني، كرة أخرى
لدى الترجي ونجمه لكن يفكها عبد القادر الوسلاتي وصابر خليفه يخرج راس راس صابر خليفه يتباطع خليفه ويرجع دفاع الترجي تباطع صابر خليفه في هذه الكره كان قبالة المرمى عمل جيست ممكن بتاع محاولة ترويض بشبه شوية على اليمين في ثواني رجع بالقروي ورجع الذوادي ورجع دفاع الترجي وخطى على مرمى المخالفة الأخيرة على غيلان الشعلالي برشا روح وبرشا ديناميكية هذه الكرة بتاع صابر خليفة خليفة شعمل خليفة تباطع خليفة قاعد يستنى رجع الديفونس بتاع الترجي الترجي والبنك بتاعه من خلال هذه الصورة والمشهد انطلاق الاحتفالات والمباراة إلى حد الآن في 90 في انتظار الوقت البديل هو الوقت البديل مباشرة 4 دقائق وقت بديل مازال في عمر مباراة النادي الافريقي والترجي التونسي وتابعت منذ قليل الفرصة لصابر خليفة يهاول المحاولة لعلي العابدي كجناح أيسر للنادي الافريقي ويتباطأ علي العابدي والكرة في مناطق الترجي والحارس معاز بن شريفية يسر علي العابدي ويخرج الكرة الأخيرة في مناطق الترجي ولم يستغل الافريقي مجهود علي العابدي من الجهة اليسرى لهجوم الافريقي إذا النتيجة الحالية 2-0 للترجي أهداف كما تبعتم طه ياسين الخنيسي وآدم الرجيبي هشام بالقروي يبعد الكرة من مناطق الترجي الرياضي التونسي وفخر الدين الجزيري مباشرة إلى فاروق بن مصطفى نعيش الوقت البديل في مباراة الترجي والنادي الإفريقي والأسبقية حاسمة إلى حد الآن المحرزة في 10 دقائق الأولى بالنسبة للشوط الثاني والأمور التنظيمية هامة جدا حكم الرابعة بالنسبة للبنك احتياط الترجي الرياضي التونسي التماس للترجي والإعادة من جديد للفرصة الأخيرة للإفريقي الإصرار من علي العابدي في المحافظة على الكرة وجانب من بنك الترجي التونسي المسيرين والاحتياطيين واللاعبين في انتظار الصفارة النهائية للحكم هيثم قيرات النتيجة حاليا 2-0 ابعاد الكرة من هشام بالقروي التماس للنادي الافريقي إذن تماس للإفريقي تنفذ بسرعة من أسامة الحدادي ترجع الكرة من غيلان الشعلالي أسامة الحدادي علي العابدي اللي خذا مكانه منذ قليل الكرة تصدم بالياس جلاسي والتماس مباشرة في مناطق الترجي إبعاد الكرة أمام مرمى الحارس معاذ بن شريفية هيثم الجويني آخر لاعب سجل في لقاءات الأجوار بين الفريقين منذ أشهر الكرة لصالح الإفريقي ومخالفة من إشارة من الحكم هيثم قيرات والإصابة للفرجاني ساسي المنتدب الجديد اللاعب القادم من إف سي ميتس يعرف جيدا الأدوار النهائية لكأس تونس لكرة القدم هاو الهفوة هاو المخالفة لصالح إبراهيم الشنيحي والنادي الافريقي امامكم لطفي رويسي مساعد قيس اليعقوبي يعرف الاجواء جيدا يعرف الادوار النهائيه نتابع عبد القادر الوسلاتي المخالفه للافريقي في هذا الوقت البديل في اول نهائي منذ 2006 واول مقابله كاس بعد 2008 الكره في محور دفاع الترجي والركنية قد تكون الأخيرة بالنسبة للوقت القانوني لمباراة الترجي والنادي الإفريقي مباراة كأس بيتم معنى الكلمة الكرة في مناطق الترجي محاولة في عكس الهجوم الياس جلاسي بالإكستيريور المحاولة متاعه الكرة الأخيرة وخروج فاروق بن مصطفى ونهاية المباراة مشاهدينا الترجي التونسي يرفع الكأس الأولى هنا في رادس منذ 2011 وقتها فاز على النجم الساحلي 0-1 والترجي الرياضي التونسي إذن يرجع للتتويج بكأس تونس لكرة القدم والمدرب عمار الصويح فاز بالكأس مع نادي حمام الأنف 2001
أمام النجم الساحلي ويفوز بكأس الثانية هنا في الملعب الأولمبي برادس بعد مباراة سجل خلال الترجي في الشوط الثاني بأقدام طه ياسين الخنيسي وآدم الرجيبي، وأكيد استجوابات ما بعد المباراة مع اسكندر الحجم على حافة الميدان. مباراة هيكل أوفت بوعودها، أكيد الجوانب التكتيكية هي تكون حاسمة في التعرف على الفائز في لقاءات الأجوار والدور النهائي. اليوم حضور جمهور الفريقين، وأكيد الأهداف متاع العشر دقائق الأولى حسمت اللقاء. 4 دقائق كانت هي الحاسمة بين الدقيقة 50 والدقيقة 54، أهداف طه ياسين الخنيسي وآدم الرجيبي لتتويج الترجي بكأس عدد 15 و14 بعد الاستقلال. 2-0 للتاريخ وللماضي. الدور النهائي لكأس تونس الثامنة بين الفريقين والسادسة ثابتة وناجحة الترجي أمام النادي الإفريقي. أكثر تفاصيل عن المعطيات الفنية وتحليل للفترة الثانية مع شكري الواعر وفوز رويسي وبينهما عبد الخالق السعداوي، لك الكلمة. شكرا إذن لزميلينا عبد الرحمن العشوائك الصغير في التعليق على هذه المباراة، أيضا نشكر فوز رويسي وشكري الواعر الحقيقة ما نتعذر عليهم الالتحاق بنا بعد المباراة. نبقى نستنى اسكندر الحجام موجود على حافة الميدان في الاستجوابات الفورية. نعطيكم بعض الأرقام بالنسبة للنهائي هذا. نقول مبروك للترجي الرياضي التونسي قبل كل شيء بكأسه اليوم، وحظ أوفر إن شاء الله للنادي الإفريقي في قادم المسابقات. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في 19 النهائي الترجي بما فيهم اليوم، معناه نقول نحكي أنه الترجي فاز ب 13 كأس، الافريقي في 23 نهائي فاز ب 11 كاس. بالنسبه للترجي الكاس نتاع اليوم هو 14، وهو اللقب رقم هو النهائي اللي رقم 14 اللي تلعب في رادس باستثناء الموسم الفارط. وتشاهدوا هنا في ملخص لهذا الشوط الثاني والأهداف، أهداف الترجي الرياضي التونسي. هذا الهدف الثاني لأدم الرجيبي، الحقيقة الترجي حسم أمر المباراة في 10 دقائق لعب. في دقيقة 49 وفي دقيقة 50 سجل الهدف الأول، وفي دقيقة 55 سجل الهدف الثاني. يقعد معنا زاد عبد الرحمن العش وهيكل الصغير باش يعلقوا على تسليم رمز الكأس، وأيضا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، وايضا منصه التتويج باش يقع معناها وضعها بعد حين على الميدان لتتويج الترجي الرياضي التونسي بهذه الكاس. كما قلت الترجي يفوز 2-0. يظل نسمع في اسكندر الحجام كان موجود على حافه الميدان. اسكندر يسمع فيا عبد الخالق، نسمع فيك بالفعل. تفضل اسكندر، عندك اول الاستجوابات بعد المباراه. تفضل. نعم، قولوا برافو سيد عمار سويح هو كوتش الترجي الرياضي التونسي بفوزه باللقب الكاس، الف مبروك في الديربي كان من طراز رفيع. سي عمار الله يبارك فيك. على كل حال مبارك الهيئه المواصله نتاع الترجي الرياضي التونسي لحب الترجي الرياضي بهذا الفوز الكبير امبلومون ميريتي، جاء في وقت باهي بعد معناها خدمه مسترسله وبعض رسائل مشفرات بعثت، لكن الخدمه تجيب وان شاء الله القادم افضل. وشيء اللي نفرح له اكثر هو كونه اون فان كونت شفنا معناها اداء وتتويج في نفس الوقت، وهذا اللي تحبه معناها جماهير الترجي. نتصور اللي قمنا بالواجب، ونشكر اللاعبين على المردود اللي قدموه، كانوا مركزين طوال التحضيرات هذه الكل، ونبنيه على هذا الفوز الثمين اللي هو ديربي ان اوبجيكتيف في حد ذاته مع الكاس هذه. لكن ديما الواحد يخلي سقيه على الارض وديما يخدم على روحه، لانه مطالبين ترجي امانه. هذا اللي حبيت نطرح السؤال سي عمار، يظل لي افضل سيناريو للترجي قبل ايام قليله من بدايه الموسم القادم. ما هو ختمنا به نقولوا الموسم الفارط افضل ما يكون، وربطنا بدايه الموسم بهذا التتويج اللي ان شاء الله يعطينا معناها دفع ويخلي الاحبه يلتفوا اكثر
ويعطيه اكثر ثقه للمجموعه هذه، اكثر ثقه للاداره، باش نكمل نخدموا على رواحنا. وكيف ما قلت انا سعيد برشا بالحضور الجماهيري المكثف، وخاصه بالمستوى اللي كان فيه اللقاء، فيه يعني فرجه، فيه متعه، فيه اهداف، وهذا اهم شيء مع ان نطمح له. انا لا خلي بحذاك سي عمار، خلي بحذاك سي عمار، بالنسبه لي هو اليوم بعد 15 سنه، نعم، بعد 2001 مع نادي حملنف، اليوم الكاس الثانيه بالنسبه لعمار السوايع. واضح عبد الخالق السعديه يقول لك بعد 2001، بعد 15 سنه اليوم الكاس الثانيه بعد نادي الرياضي حملنف، اليوم الكاس الثانيه ليك سي عمار. الحمد لله كاس تونس هي الثانيه، لك تتويجات خمسه كؤوس بين الخليج وبين تونس، هذا من فضل ربي ويحمد ربي الواحد على النعمه اللي هو فيها. وكما قلت ان شاء الله نكمل نخدم على رواحنا، اهم شيء كونه كما قلت هنالك يعني مردود، هنالك يعني ميلاد فريق اللي ان شاء الله التتويج هذا يعطينا دفعه باش نخدموا في اكثر راحه واكثر ثقه في النفس كيف ما قلت. ونرجعوا الترجي الرياضي التونسي اللي مش غريب عليه الالقاب وديما يحب بالالقاب ويعيش بالالقاب باش نكملوا معنا الرجل الاشعاع نتاع الترجي الرياضي. شكرا لك كوتش كابتن عمار سويح. عبد الخالق نبقاو ديما مع مواكبه لهذا الحدث، تتويج الترجي الرياضي التونسي بنهائي كاس تقعد ديما الاولويه اللي كنتي اسكندر على حافه الميدان، ويقعدوا يحضروا روحهم عبد الرحمن العاشو هيكل الصغير للتعليق على مراسم التتويج وتسليم الكأس هذه. عبد الخالق تفضل اسكندر. اياب المباركي هو موجود معنا ايضا على حافه الميدان كما قلت في كل وقت، هذا اسرع من سرعه الضوء تقريبا. مبروك التتويج وديربي يعني حضور زوز جماهير وترجي يفوز بهذا اللقاء، هذا اللي افضل سيناريو لكم انتم. صحيح هذول بريسيو كانت كبيره برشا علينا، الحمد لله يظل عملنا تحضيرات ممتازة برشا، كنا حاضرين على كل المستويات، يظلنا دومينين الماتش كل اليوم، حبينا أننا نربحوا بنتيجة واللعب، الحمد لله يظل فماش حتى واحد مكشف اليوم ينجم يطري رأي روح متغشش، الحمد لله فرحنا الناس كل فرحنا رواحنا، وإن شاء الله تكون بداية موسم طيبة جدا نرجعوا فيها الترجي للتتويج إن شاء الله. شو أنت قلت حتى مكشخ مروح متغش منهم معز معناتها؟ منهم معز بشرفية حارس الترجي الرياضي التونسي، معز تعبت ولا ساعة اليوم خلينا نفهم. والله باش نقول لك صحيح اليوم ما جاوش برشا كبار، مي كومي معناتها كي تبدا الكيب نتاعك هي شات المقابله بالطبيعه الوقت هذاك، والحارس معناتها هو اصلا موقف اللي هو خاطر تنجم كوره توقع 90 معناتها 60 70 دقيقه ما تجيك حتى كوره، وتجي كوره معناتها ميته تدخل لك، نتصور معناتها الكونسنتراسيون واحد جاي هذا كيما يلزم. اليوم عملنا اللي بيه الفائده هو الانتصار نتاعنا، خدمنا على احنا عملنا بريباراسيون كيما يلزم، الناس الكل معناتها حتى ليت في ليتك تشوف اليوم نتصور معناتها مانيير ونتيجه ما فماش من احسن فينا هكا. ان شاء الله قدرة ربي معناتها واحد بالنسبه لي هو تربى في فريق القاب، الحمد لله اليوم اللقب الثامن المعز، ان شاء الله قدرة ربي القدام نزيدوا. شو رايك في فرجاني سياسي؟ والله شو نقول لك فرجاني سياسي، والله قله تنظيمات ما يعرفش يلعب وكل شيء، فهمني اللي اتوكل عليه وان شاء الله ربي يبقى عليه من الستر الناس الكل. فرجاني المعز ثوره ومنضبط برشا ويعرف يلعب برشا. هذا من حسن قال العكس ما يقصد هذا اللي هذا من حسن اخلاقه معاذ بارك الله عليه، معناها كان ديما ديسيزيف سيرتو معناها في ماتش طوال، خلينا نوصل معناها للفينال الحمد لله بالي الناس كل يوم كنا رجال اداء ونتيجه، وان شاء الله معناها ما نقفوش هنا نكملوا نخدموا ان شاء الله عندنا سيزون حضره. كومين بريسيون ديربي من اول لقاء حتى لاخر لحظات لقاء، نصور حتى رغم الاسبقيه نتاع 2-0 يبقى بريسيون حتى زفرت الحكم. اكيد رغم معناها عندنا خلينا اسبقيه في الجزائر لكن ديما ثم ضغط ثم ديربي نعرفوا معناها عنده نكهه خاصه ديربي ونهائي معناها كاس. الحمد لله الناس كل كنا واعيين وعرفنا شنو هي قيمه اللقاء، حتى حطينا الامور في اطار لعبنا كرتنا ما خفناش، الحمد لله اللاعب جاب النتيجه والحمد لله ونهدوا الانتصار هذا للجمهور عزيز الغالي والليكيب والناس كل اللي خدمت. واضح جدا. نسمع ايضا شمس الدين الذوادي لاعب مالي بورزو مش فقط في مباراه اليوم، في كل مباريات الترجي. شمس الدين الحمد لله معناها الناس الكل عملنا ماتش باهي، ومش كان الماتش هذايا البارتي تاع الكوب الكل عملناهم بالكدا لاند اوبجيكتيف نتاعنا، الحمد لله معناها اليوم الترجي متوج بالكوب هذايا، ان شاء الله ديبي سيزون باهي، ان شاء الله ندخلوا السيزون هذايا اون بلان كونفيونس اون بلان فورس ان شاء الله. يعطيك الصحة شمس الدين وبالتوفيق لكم الكل. تبقى معايا عبد الخالق، خلينا ناخذوا كوتش النادي الافريقي قيس اليعقوبي اللي كان من المنتظر انه يكون اولى استجوابات ما بعد هذا اللقاء مع قيس، ولكن تعرف لهنا وقت عبد الخالق يعني التعبير على الفرحه من الترجي الرياضي التونسي ممكن ما لقيناش. اسكندر اسكندر سامحني. نعم تفضل. تحيه كبيره وشكر كبير لقيس اليعقوبي على روحه الرياضيه ويجي تحيه كبيره يعطي استجوابات على روحك الرياضيه، على روحك الرياضيه. واضح مساج وصل كابتن. اكيد ديربي مهما كان ديربي يصعب اي انسان انه يتكهن نتيجته، اليوم الترجي فاز 2-0 ولكن اعتبرها مباراه ما قبل الموسم القادم بأيام قليلة.
نبدا ساعة نقول مبروك للترجي صراحة، استحق الفوز نتاعه اليوم، كان أفضل منا هذا أول شيء. ثاني حاجة قدر الله وما شاء فعل، كان أفضل منا الترجي، ما كناش صراحة في أفضل حالاتنا. نقول أن ما نتخبوش وراء أعذار، هناك حقيقة ويعلمها الجميع. كنا ديما نتحدث على التواضع وعلى الهدوء، لأننا نعرف أن ما زلنا في طور إعادة صورة جديدة للفريق. اليوم كي تشوف بنك بدلاء الترجي وتشوف بنك بدلاء متاعنا تفهم الفارق. الترجي عنده تقريبا مع عمر السواح يخدم عام وشهرين، عندنا 7 أسابيع ماهيش كافية. خلينا جماهيرنا تحلم، نقول لهم نعتذروا لأن ما فرحناهمش، لكن إن شاء الله كان كتب لنا باش مازال نكملوا نخدموا، النادي الإفريقي باش يكون أفضل من اللي ريناه اليوم. الصورة اليوم كانت صراحة سيئة، ما كناش في حالة ترضي الجماهير، ترضي الطاقم الفني. الأسباب تعرفها الناس، حمزة العقربي 14 شهر منقطع عن اللعب، كنا معولين شهرين على مختار بالخيثر، لكن مالوريزمون ما نجمناش نستعملوه لأنه قانونيا ماهوش جاز، وليروني دي سور غدوة قانونيا يكون مؤهل أنه يلعب. بوان دانتيروغاسيون كادرو سلاتي 24 يوم غايب عن التحذيرات، إلى بي شفتوه كاش دخل ما نجمش يعاون علي العابدي تقريبا 8 شهر منقطع عن المباريات الرسمية بعد ما صح معنا عقد في ديسمبر. بطبيعة الحال ما لقيناش الحلول اليوم أمام فريق صراحة كان أقوى منا. مش نحب نقدموا قدامي زمن نعترف، نقولوا راهو الترجي اليوم كان أفضل منا، أمامنا وقت باش نخدموا. هذه تحذير بداية موسم كما وصفتها أنت، توصيف صحيح. ما علينا كان نخدموا، قدامنا 10 أيام ولا 12 يوم باش يبدأ الدوري نتاعنا، عندنا مباراة في حمل النمف، نجهزوا لأنفسنا وإن شاء الله نضربوا موعد مع جماهيرنا إن شاء الله الدوري نكونوا أفضل من اللي كنا فيه اليوم. كابتن قيس توافقني الرأي إنه النادي الإفريقي اليوم مقارنة بالموسم الفارط أفضل بكثير أداء بغض النظر عن النتيجة، يعني بادر طيبة لجماهير النادي الإفريقي، وأنه الإفريقي عنده مهمة طيبة جدا يعني في الموسم القادم في الأيام القليلة القادمة. وبطبيعة الحال مش محاولة تلميع أو تجميل صورة الفريق اللي يظهر اليوم للعب، لكن صراحة قياسا بما شفناه الموسم الفارط وخاصة نهاية الموسم، ما نحبش نقول كارثية لكن تقريبا كانت سيئة جدا. حاولنا في السبعة أسابيع هذوما أنه نغيروا الصورة، أن نشحنوا اللاعبين، أن نشوفوا طريقة أخرى باش نلعبوا بها. جربنا، شفتوا مباراة المتلوي ماهيش مباراة المرسى، مباراة اليوم كذلك تنظيمة آخر، هذاك الوقود الموجود على الملاعبية. أنا متأكد أنه الملاعبية اليوم كانوا مشحنين، أعطوا لي عندهم هذاك اللي عندهم اليوم الملاعبية، ما نجموش ننتظروا أكثر منهم لمباراة اليوم. إن شاء الله كرة القدم فيها الصفعات، والضربة اللي ما تقتلكش قويك، إن شاء الله نقفوا. وهذه مهمة الآن باش نمشي نرفع معنويات الملاعبية. مرة أخرى نقول مبروك الترجي، لازم إنسان يكون رياضي ويعترف بأنه الخصم كان أحسن منه. اليوم شفنا الاحتفالية، نهنيوا جماعة تونسية لكرة القدم على الاحتفالية الكبيرة هذه، عرس كرة القدم. أظن أنه طاقم التحكيم مجملا نقول نجح، بعض الأخطاء ما قعدوش نجري وراتوش ورا كفرهم، ماهيش ما تزفرتش الروح الرياضية كانت موجودة، فماش بطاقات حمراء، فماش أونفايسمون دو تيران، ما شفناش صور تسيء الكرة القدم التونسية. ونعرفوا أنه مباراتنا اليوم منقولة على قناة خليجية، لذا مبروك الكرة القدم التونسية. إن شاء الله نوعدوا أحبائنا، نعود نكلم أحبائنا إن شاء الله يسمعوا فينا، رانا باش نكونوا في صورة أفضل إن شاء الله. يعطيك الصحة، رحب صدر وبطبيعة الحال يعطيك الصحة الروح الرياضية، الروح الرياضية ما غير معقول عبد الخالق أولاني. يعطيك الصحة كابتن قيس اليعقوبي، خليني ننهي مع معين شعباني. نعرف عبد الخالق ظلمت شوية، شكري الواعر وفوزي رويسي. لا ماهوش شكري الواعر وفوزي رويسي، غادرونا الحقيقة الحقيقة معناها اعتذروا، أما مش مشكلة، احنا معناها نبقي نكملوا معناها مع الاحتفالات فهمني. نعم، الترجي هذه التونسي، معين شعباني كان معين في حقيقة الأمر اليوم لفريق الترجي هذه التونسي، وفي أول مباراة ليك قلت كدربي في نهائي كأس تونس، مبروك الانتصار. الحمد لله، ربي لك الحمد، ربي اليوم ما خيبناش، نتصور معنا فيكتوار أمبلومون ميريتي، تيتر تعبنا عليه بالمانيير هذه، معناها بدينا نخدموا فيها. شفتوا معناها البروغريسيون في الجروب في الفوليوم دو جو كانت من ابارتير ماتش ليتوال دوزيامي تان، بعد ماتش جابس وماتش اليوم اون ايتي كونسونتري. انا معناها الاطار فني الكل ما نجمو نكونوا فرحانين، ما نجمو نكونوا كان فرحانين بالايتا ديسبري نتاع الاولاد بالابليكاسيون. انا انسيستي اللي كي باش ندخلوا الاستاد هنا عندنا برشا ما لقيناش الامبيونس هذه، ما عادش حتى حد باش يسمع الاخر اللي خدمناه في الانترينمون طبقوه في التيران.
اليوم الحمد لله معناها من اول ماتش لاخره بريسك ضيعنا اونيتي كونسونتري الحمد لله. نشكر نادي الافريقي زاده، نشكر اللي حضروا اليوم الكل، نشكر اللي كانوا ساهرين على التنظيم. هذا عرس كروي الحمد لله احنا ربحنا، وان شاء الله كره القدم التونسيه من حسن الى احسن. وعند تتصور انه البطوله القادمه ان شاء الله، ولو انه نعرف الامور خارجه على نطاقك انت شخصيا، ولكن التكوينات البطوله القادمه بنشوفوها بجماهير كامله زوز فرق يعني في كل مباراه؟ والله علاش ليه؟ على ضوء دربي علاش ليه؟ مش مشكل، حتى كان تصير حاجه لا قدر الله ما نقولوش ليه، هاي صارت منها مش مشكل. تو نستانس تو نرجعو نستانس، بعدنا برشا من الثوره، بعدنا برشا، الجمهور ما عادش مستانس، الجمهور بعد على الستادات ولا عنده معناها دي موان دو الوزير اخرين، يلزمنا نرجعو، يلزمنا نصبروا على بعضنا، وباذن الله ترجع بلادنا خير واستاداتنا خير وترجع الامبيونس. وك شفت اليوم ديربي فما فايز وفما منهزم، وهذيك هي معناها الفايز محتفل المنهزم، ودار حتى جوارات الكلوب وقت اللي خرجوا جمهور ترجي صفق لهم، وهذيك هي سيبا لا فان دو مون. يعطيك الصحة معين مرة أخرى، مبروك ليك تتويج، مبروك للترجي، حظ أوفر للنادي الإفريقي اللي كان معناتها بدوره قريب من الفوز. اسكندر أنا نحب نعرج على حاجة، اقعد نعم معايا، نحب نعرج على حاجة، وتحية كبيرة برشا للمدرب قيس اليعقوبي على روحه الرياضية، على البروفيسيوناليزم الكبير نتاع قيس اليعقوبي اليوم. معناها رغم انه منهزم في نهائي كل شيء، شفتوا الانترفيو نتاعو معناها، وشفتوا لي ميساج نتاعو، الحقيقه ماذا بينا معناها حتى راي الهزيمه ما تنقص من قيمه حتى شيء. نجم يخرج بعد المباراه يعطينا الحوارات التلفزيه، المتفرجين يستفادوا يستمتعوا، واحنا هكاك نقوموا بمهمتنا على احسن ما يكون. انا اليوم اسكندر مازلت معايا؟ معك عبد الخالق. باهي، انا اليوم باذن الله باش ننهي حست اليوم بجنود الخفاء اللي امنوا، مازلنا نحن راه اللي امنوا هذه التغطيه المباشره بتبيع زوز حافلات، فما زملائنا التقنيين والفنيين والمصورين والمخرجين توا بعد يجيو بحذاء، وفيهم برشا نساء، مش توا من بعد توا يجيو بحذاء، فيهم برشا نساء، باش كي نقولوا نساء بلادي نساء ونصف، نعم راهو مش كلام بركه، توا بعد يجيو بحذاء الكل. اسكندر لو كان عندك استجوابات ولا نواصلوا في الارقام، والا الاحتفاليه باش تبدا توا. هو الحقيقه عبد الخالق يعني لاعبين الترجي الرياضي التونسي دخلوا باش يبدلوا المراول، باش يبدلوا الاقمصه نتاعهم، بعد يرجعوا بالطبيعه باش يلبسوا الاقمصه، اي باش يلبسوا الاقمصه اللي موجود عليها، فهمتني انهم هما فازوا بكاس تونس. مره اخرى تحيه لزميلنا عماد الكيلاني اللي ديما مدفينا بالارقام معناها في الوقت المناسب. نرجع مره اخرى نقول انه الترجي الرياضي التونسي اليوم فاز 2-0 على النادي الافريقي، مبروك مره اخرى للترجي، حظ اوفر ان شاء الله للنادي الافريقي. والحقيقه معناها كما قلت قبيليك معناها قيس اليعقوبي ما خلالي شنو باش نقول بالنسبه ل فيما يخص النادي الافريقي. عبد الخالق تفضل. حاليا دخول لاعبين النادي الافريقي، وتوا نخليه الكلمه لزميلينا. نعم. كان تحب عبد الرحمن العش وهيكل الصغير يعلقولنا على مراسم تتويج ترجي الرياضي التونسي، وايضا نزول النادي الافريقي اللي لتسلم الميداليه الفضيه. تفضل عبد الرحمن وهيكل. يعطيك الصحة عبد الخالق، أكيد التتويج بالكؤوس الفضية بالنسبة للاعبي مسؤولي والإطار الفني لنادي الأفريقي الذي أثث هذا الدور النهائي واكتفى بالوصافة بعد الهزيمة بهدفين مقابل صفر. لكن الملاحظة الأبرز كما كان يحكي قيس اليعقوبي، الفير بلاي الكبيرة والروح الرياضية الكبيرة والأمور التنظيمية الاستثنائية الغير عادية اللي في بلاصتها للأمانة عبد الرحمن، كل الأمور على العال على مستوى التنظيم في انتظار تسليم لقب ورمز كأس تونس للمتوج الترجي الرياضي. حاجة معنا لاحظها ممتازة جدا اللي قاله قيس اليعقوبي على كل مباشرة. عبد الخالق كان تسمع فينا، تحب نسمع فيكم؟ لا باش خليكم مجال تعلقولنا على مراسم تتويج الترجي الرياضي التونسي، وأيضا كما قال هيكل
حصول النادي الافريقي على الكؤوس الفضيه. عبد الخالق تفضل. خليني نرجع مع مجدي تراوي قبل ما نرجع لعبد الرحمن وهيكل. هو مجدي تراوي راه باش يلتحق بينا باش يكون في بالي. باش يجيبها باش تمشي البلاتو من بعد. قال لي عبد الخالق باش يلتحق بينا مجدي تراوي بعد شويه في البلاتو. تو يعطيك الاجابه. خلاص اللعبه. واضح. مبروك قبل كل شيء اكيد من جمله من الاسباب الكبيره اللي خلت الترجي الرياضي التونسي ممكن ينجح في لقاء اليوم هو الانتدابات الطيبه اللي قام بها الترجي الرياضي الى جانب الخطه التكتيكيه نتاع المدرب هذا لا غبار عليه. وراء الانتدابات مسؤول عن الانتدابات في الترجي الرياضي التونسي مجدي تراوي. برافو وفيليسيتاسيون للتتويج بلقب الكاس اليوم. عايشك بارك الله فيك والحمد لله يعني على التتويج هذا كما قلت انت خدمه نتاع اطار فني من عام ناول. السنة شفنا معناها فما بلاي سيبلي مع الاطار الفني مع المسؤولين الموجودين الكل حطينا معناها شنو النقائص اللي حاشنا بهم الحمد لله كانوا في بلايصهم توا اليوم يعني 3 جوار معناها لعبوا ثلاثه ملاعبيه مازالت الملاعبيه الاخرين كيف كيف مش حاضره كيما منصر كيما زعبيه فهمت كيما ايمن بن محمد معناها مازالوا ملاعبيه اخرين مش حاضرين اليوم اللي لعبوا ما خسروش قاعدين يعطيو في البلوس للكيب هذا اللي حاشنا به كيف كيف مش سهل ظهر لي الفلوس اللي تحطت باش تجيب الانتدابات هذيا يعني مش سهل باش تضخ الاموال هذيك الكل خدمه نتاع ايكيب كامله ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله ديما ترجي ديما متوجين هكا ان شاء الله. مجدي افضل سيناريو كما نفسه اللي طرحته الكوتش عمر صويا افضل سيناريو للترجي وانه قبل ايام قليله من انطلاق موسم 2016 2017 ينطلق بانتصار في دربي ويفوز بالكاس. صحيح بيان سور هو راهو شوف التوقيت نتاع الكاس كان يعني توقيت خايب شويه لانه بريباراسيون تعمل تحضيرات للشامبيونات وتجي في وقت اللي فوجيري معناها البريباراسيون هذيك ماك تعرف فما شارج وترافاي فما كل شيء دونك التوقيت جا خايب شويه هذاك علاش معناها الملاعبيه عندهم ميريت كبيره باش ذهنيا يقعدوا مركزين اللي طال الفني كيف كيف عنده ميريت كبيره الحمد لله معناها عندنا ملاعبيه توا اللي التتويج هذا يخليهم يدخلوا للشامبيونات يعني مورالمون يكونوا في احسن حالاتهم ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله يعني الترجي كما قلت لك تعرف نعيشوا كان بالتتويجات ان شاء الله مبروك علينا ومبروك على الجمهور نتاعنا هذا الكبير ومبروك على رئيس النادي كما قلت لك اللي ضخ برشا اموال مش بالسهل الحمد لله قاعدين نمشيو في السكه الصحيحه وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. بالتوفيق لك مره اخرى يعطيك الصحه مجدي تراوي اكيد برافو مره اخرى مبروك للترجي حظ اوفر للفريقي ومباراه وبرافو لكره القدم التونسيه باعتبار يعني مباراه من طراز رفيع الحقيقه وخاصه الروح الرياضيه مرت فيك نف الروح الرياضيه واعتبرها شخصيا ناجحه من عرش عبد الخالق وهيكل عبد الرحمن توافقوني رايي هذا والا صحيح اسكندر برافو عليك وخليني نمشي مباشره نعم الهيكل الصغير وعبد الرحمن العش لانه الاحتفاليه بدات ونعود لمراسم تتويج الترجي الرياضي بكأس تونس للمرة 15 في تاريخ الترجي من 1919 شيخ الأندية التونسية والبداية مع طاقم تحكيم المباراة حسين ولد أحمد المراقب مع صالح الجرجي ثم سيأتي الدور على الحكم الرئيسي هيثم جيرات والبقية الحكم الاحتياطي نشاهد صدق السلمي مروان السعد وحسن عبد العال كما قلت هيك الولد الوزيت العوام معناها هو الوحيد اللي بوه معناها خاطر ثم سليم بالخواص والده حكم في زويتن لكن الخاصية متاع هيثم جيرات أنه والده هشام أدار دور نهائي 2003-2005 في الملعب الأولمبي برادس وحقيقة معناها مردود ومقنع كما المباراة اللي أداها بين الترجي والإفريقي في نوفمبر 2014 مع مواصلة النقل المباشر لصعود لاعبي الإفريقي وتسلم الميداليات التذكارية ثم الترجي والحصول على الكأس معناها حبيت معناها أشيد بالتصريحات نتاع معين الشعباني وقيس اليعقوبي حقيقة معناها في مستوى عالي نتاع ماتوريتي نتاع النضج أنه معناها المدربين كل واحد حلل بطريقة موضوعية هيكل معناها وضعية الدورة النهائي لكرة القدم وقيس اليعقوبي قال كلام كبير وأيضا معين الشعباني معناها النهائي فيه فائز وفيه معناها منتصر وهذا هام جدا بالنسبة للعقلية نحبوا رسخوها من هنا إلى قادم المواعيد وكذلك نادي الإفريقي مبروك كذلك مشاركته في كأس الكاف أو كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد معناها تواجده في الدور النهائي
وهو كذلك مراسم التتويج متواصلة لطاقم التحكيم مع السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، والتوقيع الرسمي على كرة الحكم المساعد الأول مروان السعد، الحكم المساعد الثاني حسن عبد العال، كذلك مجدولين الشيرني وزيرة الشباب والرياضة السيد وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، بعد طاقم التحكيم الرئيسي وكذلك المتفقد عاطف اليعقوبي وزوز مراقبين. سيتم تسليم الكؤوس الفضية لوصيف هذه المسابقة النادي الإفريقي اللي وصل لهذا الدور النهائي وانهزم ضد الترجي، وللسنة 43 على التوالي النادي الإفريقي يفشل في الحصول على كأس تونس مع مدرب تونسي. اليوم كان قيس اليعقوبي على بنك الاحتياطيين، جمال الدين بوعبسة من سنة 1943 آخر اسم تونسي توج بلقب الأميرة مع أبناء باب جديد بعد نهائي كان أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. وقيس اليعقوبي في حديث مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في دور نهائي على مستوى عال تنظيميا، يعني لم نشاهد فيه ممكن أي خلل يخلينا نتحدث، وكان في مستوى عراقة الترجي والنادي الإفريقي. واضح مشاهد ممتازة جدا، مشاهد تأكد أنه كرة القدم التونسية إن شاء الله اليوم معناها أخذت خطوة أخرى. سيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمصافحة للإطار المسير، الإطار الطبي، الإطار الإداري، اللاعبين، كان في دردشة مع قيس اليعقوبي اللي تصريحه كان ممتاز بعد المباراة، وأكيد أنه هذا دفع بالنسبة للإفريقي اللي باش يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وأكيد باش يرجع إلى المراهنة على الألقاب، ودائما حدث تواجد الإفريقي في الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم. وهذه كذلك بادرة أخرى لأول مرة تقريبا في كأس تونس، كؤوس فضية للفريق المنهزم في الدور النهائي لكامل الفريق من إطار فني وطبي وكذلك إداري والملعبية، كؤوس فضية بالنسبة للفريق المنهزم النادي الإفريقي. ويتواصل تسليم هذه الكؤوس علي العابدي وبسام أسرار في النادر الغندري الذي لم يشارك مع قيس اليعقوبي في هذا في هذه المسابقة منذ قدومه في هذه الصيفة في جويلية الماضي، في انتظار صعود الترجي الرياضي لمنصة التتويج والاحتفال بالكأس بعد الفوز بهدفين مقابل صفر. صحيح هكا نحبوا تولي تراديسيون هكا منصة التتويج والمصافحة بين لاعبين المنهزمين ولاعبين الفائزين، وهذا مكسب على مستوى العقلية في الرابطة المحترفة الأولى وكذلك في كأس تونس لكرة القدم. أحسن حاجة عملتها الجامعة التونسية لكرة القدم اللي عملت منصة التتويج فوق أرضية الميدان على الطريقة الأوروبية، باعتبار أنه شفنا يعني في النسخ الماضية كيفاش ممكن زملائنا المصورين ما يتمكنوش من التقاط الصور نتاعهم الخاصة بمراسم التتويج، ونشروا الكأس شوف حتى المصورين يعني على أرضية الميدان وراء يعني بعاد على العشب، عندهم المكان المخصص نتاعهم، أمور تنظيمية كبيرة برشا اليوم في أولمبي أرادس. انتهت يعني مراسم تتويج الإفريقي بالكؤوس الفضية، وبعد لحظات سيصعد الفريق المتوج الترجي الرياضي التونسي مع المدرب عمار السويح وكذلك مع القيدوم عامر البحري. من يستطيع تحتيم أرقام الكاتب العام للترجي عامر البحري اللي عاصر كل الأجيال الترجية وكان حاضر وشاهد على كل التتويجات المحلية والقارية ولم يفوت الاحتفال إلا بالكأس الأولى سنة 1939. صحيح قبل الاستقلال وعاش بطبع كل الدربيات وأيضا التتويجات مع الترجي، مونيمون كبير في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. معين الشعباني اللي فاز بالكأس مع الترجي كلاعب وحاليا كمساعد
مدرب في الترجي الرياضي التونسي وكل الإطار الفني جون جاك تيزيه اللي كان حاضر في آخر دربي بين الإفريقي والترجي الرياضي التونسي واللي وفات بركلات الترجيح 2006 انذاك مع المدرب خالد بن يحيى والترجي للمرة الثالثة هيكل يفوز مع إطار فني تونسي على التوالي. خالد بن يحيى نبيل معلول وعمار الصويح وبعد قليل سيتم تسليم الكأس من جانب الترجي الرياضي التونسي اللي يرجع إلى هذا التتويج لأول مرة منذ 2011 والطاقم أيضا المسؤول في الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري بالطبع وسيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جانب مجدولين الشيرني وزيرة الشباب والرياضة وعندك أرقام أخرى. وهذه الكؤوس الذهبية الخاصة باللاعبين في انتظار الكأس الكبيرة للفريق وانت تحدثت عن الثلاثة تتويجات الأخيرة التونسية للترجي الرياضي هما في الحقيقة يعني سبعة أسماء توانسة كمدربين فازوا مع الترجي بلقب الكأس بتسعة ألقاب بداية من مختار تليلي في مناسبتين 79-80 خالد بن يحيى 97-2006 لهشام الشريف 57 عبد الرحمن بن عزدين 64 يوسف الزواوي 99 ونبيل معلول 2011 واليوم عمار السويح 2016 صحيح. وثم مدربين معناها اخصائيين في الكأس كما مختار تليلي 79-80 ضد سكر حديد صفاقسي وايضا ضد النادي الافريقي. تاريخ الكأس بالنسبه للترجي وكذلك الافريقي وحسنا فعلت الجامعه بالنسبه للكؤوس الفضيه كما قلت والكؤوس الذهبيه يعني وبعد قليل عبد الرحمن يعني للملاعبيه اللي شاركوا في النهائي منهزمين او متوجين هذه الكؤوس الصغيره اللي تبقى يعني للاعب كذكريات جميله في مثل هذه النهائيات حضور محمد علي منصر وايمن بن محمد محمد زعبي وبقيه اللاعبين المنتدبين جدد بالنسبه للترجي اللي مازالوا لم يتاهلوا بعد فوسيني كوليبالي اللي كان غائب ابرز بسبب البطاقة الحمراء في مباراة الدور الرابع النهائي أمام النجم الرياضي الساحلي ولحظات قليلة تفصلنا عن تتويج الترجي وتسليم رمز الكأس الجديدة نسخة 2016 بعد احتفاظ لتوال بالرمز الماضي إثر تتويجات 2012-14 و15 والنسخة الحالية صنعت في إيطاليا تزن 15 كيلوغرام باللون الذهبي وطولها 78 سنتيمتر. هو السعر نتاعها معناها مش لازم نقولوا عليه نعرفوه. على كل واضح أنه كل فريق بعد ثلاثة كؤوس معناها يستحفظ بالكأس والنجم الساحلي كما قلت 2013-2014-2015 وكان فرجاني ساسي حاضر وقتها وطايا ياسين الخريسي مع النادي الرياضي الصفاقسي والجيل هذا فيه معز بن شريفية وخليل شمام اللي سبق لهم أحراز الكأس مع الترجي الرياضي التونسي. سيد حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي التونسي يسعد للمنصة إذانا بمنح الكأس للترجي الرياضي التونسي والقائد خليل شمام رفع حتى في تونس في هذا المكان كأس الأبطال الأفريقية لكرة القدم والسيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة سيمنح الكأس للترجي الرياضي التونسي. ننتظر إذن بعد قليل المراسم الخاصة بتتويج الترجي الرياضي التونسي وحضور كبير بالنسبة لهذا الدور النهائي وانتظار السيد باجي قايد سبسي رئيس الجمهورية التونسية إلى جانب يوسف الشاهد رئيس الحكومة يشرفان على هذا الدور النهائي لكرة القدم وتأكيد للحظوة الكبيرة للرياضة في تونس ولكرة القدم. لأن السيد باجي قايد سبسي اللي كان أيضا موجود نذكره 2011 كرئيس حكومة وقت سلم ترجي كأس الأبطال الأفريقية لكرة القدم. إذن سيد رئيس الجمهورية المشرف على هذا الدور النهائي بحضور رئيس الحكومة سيد يوسف الشاهد وإذن مباشرة الترجي الرياضي التونسي يتسلم من لدن رئيس الجمهورية الكأس ورئيس الترجي إلى جانب سيد باجي قايد سبسي رئيس الجمهورية أيضا سيد يوسف الشاهد والترجي مباشرة يتسلم رسميا الكأس ويبقى هو صاحب الرقم القياسي في أحراز الكؤوس في تونس وفرحة كبيرة بالنسبة
للاعبي والإطار الفني والمسير الترجي ومنح الكأس من أيدي سيد رئيس الجمهورية سيد بجي قايد سبسي، وأيضا يوسف الشاهد موجود رئيس الحكومة على المنصة، أيضا مجدولين الشيرني، ومبروك للترجي وحظ أوفر بالنسبة للإفريقي. مراسم تتويج الترجي بكأس تونس لكرة القدم 2015-2016، هذا الرمز الجديد في المباشر على الوطنية الأولى، كل مقابلات الكأس مختلف الأدوار، اللقاءات الهامة والحاسمة في المباشر على القناتين الوطنية الأولى والثانية. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا النقل المباشر وهذا الموسم الرياضي 2015-2016، بطولة وكأسا لكل الزملاء التقنيين الفنيين المصورين المعلقين وكذلك المشرفين على مصلحة الرياضة في القناة الوطنية الأولى والثانية، نقل مباشر وفرحة ملاعبية الترجي الرياضي التونسي مع أحبائهم عبد الخالق السعداوي وكذلك اسكندر الحجام، إذا كان عنده تصريحات أخرى ما بعد تسليم رمز الكأس للترجي الرياضي في خاتمة هذا النقل المباشر. نرجع لك عبد الخالق مع اسكندر مش ما... نعم اسكندر الحجام، نمشي لاسكندر الحجام مباشرة بالفعل في ختام هذا النقل المباشر. خلينا نختمه مع سيدة الوزيرة في أول حضور لها في أول حدث رياضي نهائي كأس تونس، سيدة مجدولين الشيرني وزيرة الشباب والرياضة، مرحبا بك. شكرا يعيشك، مرحبا، نورت ملعب رادس. شكرا شكرا، احنا ساعة نهنيو ترجي بكأس تونس ونتمناو حظ أوفر إن شاء الله للنادي الإفريقي يعني في الموسم المقبل. والحاجة اللي اليوم يعني غماركابل هي حضور الجماهير بعد 6 سنين ثورة بالرقم هذايا، أكثر من 40,000 اليوم تونسي كان موجود في ملعب رادس، نشكرهم زاد على الروح الرياضية. طيب جدا، هذه النقطة اللي حبيت نطرح سؤال عليك في متعلق بالنقطة هذه بالذات سيد الوزيرة، يعني هل سيتم على ضوء اللي رينيه اليوم أول مباراة ديربي بحضور زوز جماهير ما بعد الثورة، هل على ضوء اللي رينيه اليوم شراو بطولة موسم القادم إن شاء الله بحضور جماهير الفرق الكل شرف المباريات؟ إن شاء الله إن شاء الله، هذه بادرة طيبة لكل جماهير الرياضية إن شاء الله. مشكورة جدا سيد الوزير على هذه المداخلة، هكا نكون وصلنا ختام هذا النقل المباشر. نخلي لك الكلمة عبد الخالق وأيضا عبد الرحمن وأيضا هيكل. يعطيك الصحة، نحب نقول لك برافو ليك اسكندر، برافو لزميلنا الأسعد. خلينا نحن خليونا تصور نتاع تتويج الترجي هكاكا، باش نستدعى كل زميلاتي وزملائي باش يجيو لها بحذايا لهنا للبلاتو باش نهيو معاهم. كما قلت لكم راهو نساء وبلادي، نساء ونصف، المخرجة سونيا بالعم، أمال برقاوي أيضا مديرة التصوير، سامية المناعي اللي هي المصورة التلفزية، عيطولهم عيطولهم الكل، مازال عنا شوي وقت، أمينة الماكيوز عيطولهم عيطولهم، مثال حتى يدخل بعد سيام خربيش مهندسة الديكور، ويني ويني سيام، عيط الأولاد الكل عيط الأولاد الكل، يجاوب بحذايا لهنا مثال يجاوب بحذايا يجاوب أي جلياس يجا، عيط الأولاد الكل عيط الناس الكل، هذوما جنود الخفاء تجيكم تصويرتهم الكل، ايجا رمزي ايجا رزوكا ايجا وجا بحذايا الناس الكل، حابين اليوم نتوجوا معناها جنود الخفاء هذوما كما قاعد يتشاهدوا تتويج الترجي الرياضي التونسي برمز كأس تونس موسم 2015-2016. ايجا من هنا على كل ثم عن الزملاء هاو امامكم التصويرة، انا مش نصفق كما قلنا لكم راهو نساء وبلادي، نساء ونصف بارك الله، مازال ناقصه سونيا بالعام اللوطة المخرجة، تحية كبيرة لسونيا بالعام، أيضا تحية كبيرة زميلتنا ثوريا المجبري، برافو للثنائي هيكل الصغير، اقعد اقعد، برافو للثنائي هيكل الصغير عبد الرحمن العش هشام، يعطيك الصحة، راني ما نجمش نسمي الناس الكل، أما نحب نقول أنه ثم برشا ناس في التلفزة الوطنية التونسية تحرص باش تقدم منتوج للمواطنين التوانسة وللتوانسة، باعتبار أنه التلفزة مرفق عمومي تحرص أنه تقدم لهم منتوج محترم، وان شاء الله باذن الله ثم برشا ناس كما قلت لكم باش نحاولوا نقدموا منتوج تلفزي محترم. وما ننساش زاده توفيق العلامي زميلنا المخرج نتاع المباراه، الحقيقه حاولنا باش نغطيه اليوم، ان شاء الله ان شاء الله نكون وفقنا في تغطيتنا للنهائي هذا، يقعد وثم خبر باهي زاده يمكن يجي مع 8 نتاع الليل من المجر، باعتبار انه تونس وموجود كامل الوفد التونسي غاديكا موجود في المجر من اجل الترشح لكأس العالم لكرة القدم المصغرة، الكونديداتور نتاعنا تحطت 6:30 بدات المداولات، ان شاء الله 8 باش يقع الاعلان عن النتيجة، قاعدين يتنافسوا مع سنغافورة كامل الوفد الموجود غاديك
برئاسة السيد أشرف بن سالحة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة الميني فوت. وأيضا الحقيقة ثم دعم كبير برشا للكونديداتور هذه للترشح لملف الترشح لتونس من خاصة من طرف سفارتنا في المجرة. إن شاء الله حظ سعيد لتونس وإن شاء الله تلقاو بطولة العالم للميني فوت في 2017 في تونس إن شاء الله. تنعطيكم الأخبار الكل وقبول ملف تونس فهمتني في نشرات في نشرة 8. مازال لنا شوية وقت الياس لهنا هو شاغب فينا. تحية لأولادنا الكل. خلنا نعود نرجع نقول فنيين وأيضا مخرجين ومصورين ومهندسين ومديري التصوير وصحفيين الناس الكل رانا نخدموا وقت اللي نخدموا كيف نخدموا نعطيكم أنتم شبيه لأنه احنا عائلة واحدة. إن شاء الله نكون وفقنا قبلها في التغطية بالنسبة للألعاب الأولمبية واليوم في تغطيتنا لهذا النهائي لهذا العرس الكروي. أنا ما بقالي كما نقول لكم صباح الخير وتحية لكل زملائنا دون استثناء في مصلحة الرياضة على المجهود الكبير اللي يبذلوا فيه. تصبحوا على خير وخليكم مع الصور هذين.